يو جايز صباح بخير كديري اللي بس عليكم كيف تكونوا بخير وعلى خير عاوتاني مع عرس جديد نهار زوين لايف هذا النهار هذا مع السي ياسين مرحبا بكم خويا سي زيد عندي دخل عند اخو الكادر راني تبوس جمال اجي نبوسكم تاتو السلام عليكم اخويا راه جيت بان لي طويل في انستغرام طاجي طاجي قد الغيتام صحيح لا 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 الله يلا تبارك الله تبارك الله يلا تبارك الله الله يبارك فيك اخي قد الغيتام انا كنت بان لي طويل في انستغرام ولكن انا كنت واحد الصاد ديما تيصور بحال هكا كنت متخيلو طويل ملي تلاقيت معاه في مارينا ديال اكادير ما كان قصر منا صاحبي وانا 1.74 بالسلام انا صغير الله يلا تقد شحال بك اخي الغيساني من انا فيش متر 86 شي انا 93 93 تختار شي 90 انت هادي 86 كنهضر شحال لا انا خاين انت 92 انا وصلت 92 دابا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك داك اخي يمشي حقرونا انت خاين شحال 72 ايوب مازال اللي فيه سكين صافي لايف انا صافي مع قيوب لايف ايوب والله انا ماشي هو ايوب اللي سميتو شنو انت هذا ماشي هو هذا كلش بداو دابا لا غيساني واش غيساني اه بيان سور اخي ما تنكونوش حنا في الويب وما حنا في الواقع هذه طبيعيه انا فهمتي كاين الناس وليداتهم تحترموا الناس اللي وليداتهم قدام الوالدة ديالي غير البارحة صافي بقات مع الدكتور بوحدي حتى لغد الصباح الوالدين يتفرجوا في تبارك الله كاينين ناس مزيانين تيتفرجوا الله يطول قال لك مقتول الدعوام لا مقتوله ميت شوف فلوس ما كايناش شوف ياسين ياسين هو اكثر واحد تجاوب على هذا السؤال مقتوله الدعوام كاين شي صاحبي والله الا عجبتني عندك ديك الفقره ديال مقتوله الدعوام ميت هو ميت صح فلوس ما كايناش لا بحال ديك على قد الحال داك الشيء داك الشيء فهمتي دابا داير دير بي دابا صافي طحن اللهم بارك اللهم بارك الدراري نزيدو واحد الدقيقه ونبداو اخي ياسين اليوم غتعاود لنا من البدايه فروم زيرو تو هيرو تمام اللهم بارك اللهم بارك الله نمشيو دقه دقه شدو السون في اللايف فين عايش اخي انا نديرو واحد الحوار هكا بين ميت جمع الدراري فين عايش دابا هنا مدينه انا دابا ساكن في سيدي الرحال اللهم بارك سيدي الرحال واحد ماشي عندكم مدينه صغيره حدا كازا بينه وبين كازا 30 كيلومتر كاع الناس ديال كازا تيبغيهم شي بغيت تطلع لك في كازا الدبانه كازا تمشي كازا صافي انا شو اخي تعجبني كازا في البيزنس ولكن اخي في الخدمه ناضي نعيش فيها لا كازا الدبانه مستعار عشان كنكوني داخل وباغي نخرج في حالي وتتحصل تما تقول جداني نجي ولكن اخويا مزيان في البيزنس جينا راه كاين ما تخدم كاين في ميدا مي كازا سويت الدبانه شنو هذا المقصود بالدبان؟ شنو هي الزز؟ فهمتيني؟ دراري نبداو اللايف تبارك الله عليكم اجا اخي نسدو لي كومونتير ونتوكلوا على الله اجا اخي قال لك لقاء العمالقه اجا اخي العملاق نبداو نعلمهم ونقول لهم جيو لايف مرحبا اخي شوف شوف خذ راحتك خذ راحتك والله تنعلمهم دابا صراحه كاينين اخي ياسين كاينين كاينين شوف شوف انا كنت دقيق عندك السلف واحد اش بغيت نعلمهم شوف هاد اللايف زادينا شوف الخطانة راه هو خطأ صح سيدي وحار قول لي بويس فين تزاديت انا زاديت سباتة في كازا سباتة حي شعبي ولد عائلة عادية الوالد الله يرحمه كان بوليسي مي ربت بيت وما تنمون خدمة في الدار والعباس ربت بيت كاملين ربت كل يوم صافي الوالدة باقا عايش اه الله يرحمه الله يخليها شفت هادشي كامل هادشي كامل تندير فيه على قبل الوالد وليت على قبل اللهم بارك انا شوف كاملين كاملين اخي على قبل الوالد ما تنتخيلش نهار بلا مي هذه تنقولها تنضحك من قبيله هذه ما تنتخيلش نهار بلا مي يعني الله يخليها لك اخي الله يطول عمرك اخي حنا راه تنقولها للغيسان راه تيقول لي شدني انت والوالد اللي شدني في هذه البليده صراحه المغرب زوين ولكن اخويا ملي كتديسكوفري اسيا كيبان لك ما احسن كتقول الطاط اه هو انت اه عاود لي اخي الدراسه الدراسه قريت الابتدائي قريت في سباته مدرسه سميتها عاد بن ابي طالب مو مشوق قريت كلشي الدوله
المهم ديك الاوائل تاع جيب ديك 14 واخا دابا ولات تسطيوني تقول لي جيب واحد 18 دابا 19 ونص شي نقطه ديالهم صافي دزت من الاوائل في الكوليج. المشكل العويص والعبيط هو المشكل ديال التوجيه. مشيت عند الموجه قلت ليه انا ديما تنقلب على شي لعيبه صعيب ما عندكش عندكم الموجه انتوما؟ هذاك الموجه كان تيجي كان واش الموجه وتيقول لك عند الموجه ولكن ما كاينش هو اصلا ما هو خصو لي وجه والموجه باش تمشي عنده باش يوجه تمشي عنده تلطا تخرج عندي بشوط والله راه خلينا حنا كانوا جابوا لنا المدرسه كنت صيفطاتو كنت صيفطاتو واش كيسموها ماشي الوزاره اللي تحت منا اكاديميه نيابه نيابه داكشي ما فيهش فلوس ولكن داكشي تيقول لك معلومات عامه راه كذا اجي دعم مشترك باق من وراء هذا صات شي معلومه جديده والله طالق علينا وصافي. المهم دوز ديك اللعيبه ديال الموجي مشيت قلت لي شي شعبه واعره قال لي ما والو فهمتيني قال لي شوف كاين سيونس مات بي وكاين هذاك باك هذاك الباك تكنيك داك كان جيني ميكانيك وجيني الكتريك حتى دوزت الجي ام انا دوزت الكتروني كانوا معانا نفس الجي ام جيني ميكانيك مشيت ديك اللعيبه جيني ميكانيك الميكانيك كدا غنولي و تنتخيل راسي بي او بي سي و كدا و لعيبات و كدا كونسيبسيون طواطي شي تخيلت انا راسي قلت صافي مشي مزيان دوزو ديك اللعيبه ديال الفيلم مشيت قال لي غتقرا في الخوارزمي و لي سي تكنيك كاينه في غاج علال في لاجيوند في كازا صحاب كازا يعرفو صافي مشيت تما قلت غنقرا تما غتقى سانكيام سيزيام باك تما واه الحياه اول حاجه بعدا غنولي من السباسه غندي بلاصه بطاكسي بيان وكتلبسوا الطابليه الطابليه داك الزرق مع الحفاه لا معك كانوا تيقراو معانا وانتم تلبسوا طابليه بيضاء حنا طابليه بيضاء وما طابليه زرقاء ولكن خينا نجي نشهد لها صحاب الميكانيك لا صحاب الميكانيك كانوا هما اللي بحال قلتي دوك اللي مبلبلين الليس هذوك لدرجه واحد الاتفاقيه طرات في الليس ما عرفناش حتى سالينا دابا هما ما عمرش شفناهم مع 8 الصباح قال لك حنا الصاد جلسنا مع الاداره قلنا لهم ما داخلينش حتى للتسعود علاش تجيبني مع 8 وطرا على الشد والرد وكذا سميتو الخوت ما تيجيوش عارف لقيت فيه الدراري ما كانوش معاكم البنات جوج تكون خيبه وتصور صاحبي بعد واحد النيغوسياسيون خونا تيعاود لينا قال لك راه ودينا كنجيو حنا مع التسعود ما تنقراوش حنا مع 8 الصباح قال لك وداروا معنا شرط واحد ديما تقولوهاش الالكترونيك والالكترونيك طبعا بلا شتي بهذوك الجوجات لا لا حتى حنا قراو معنا الالكترونيك حتى حنا قراو معنا تكونوا معقولات فهمتيني معقول وجيت جيني ماشي وقتي بهذيك الشوف لا انا معقول قلب عليا خويا انا كانوا دوك القى 5 سيزيان وارك والمورجي قال لي مزيان مخير انت مزيان عرفتي مخير غتولي نتايا هو انت تخيل راسي انا غنولي ما عرفتش غندير صافي مشيت 5 تيبان لي غنمشي تمايا تندخل لاتولي تيبان لي التورناج فايزاج تيبان لي نلبس البلوزه غتبقى هذيك المغنيه ديالها غتبقى ضواها طاش لا لا والله خي وخا داك تنقول انا الشعب التكنيك والله الا حنا كنا محظوظين رغمي ذلك القرايه كتكون قيصه عندي سيدو سيدي عند السيد هذيك الطيق هز ديك الطيق هذيك الطبله وديك الطبله هذيك نتاع هي بحال وحدكم هي احمد والله الا تستي والله الا احسن من سيكسوس احسن من النورمال ماشي ما قريتش الفلسفه لا بقيت واش تي هذا حنا اللي تقاتلنا بالفلسفه ما قرينا فلسفه ما قرينا داك السيونس اش كيسميوه علوم الحياه والطبيعه والله اخي بالعكس والله الا كنا مرضيين لوالدين وحق الرب انا اي واحد درت لي سي تكنيك كنقول هذا بغى الله ما قرا فلسفه ما قرا علوم الحياه والارض ما علاش سميتها الاخرى كاينه ديك الجغرافيه الاجتماعيات الاجتماعيات داك الشيء يقول لك شوف لي سي تكنيك تقول لك ما عندك ما تضيع وقتك في هذا الشيء اجي هو الجهه المضمون والله الا تبقى الدوره في راسك كتقول الحمد لله داز البلان مشيت تبدا غادي ديال داك الطاكسي بيض بعدا الله يذكره بالخير واحد خويا طارق غنشكرو دابا هنايا كان يوميا تيعطيني 20 درهم و تياخذ في الصالير 2000 درهم
تبارك الله. يوميا تعطيني 20 درهم باش تهبط من 81 تيمينيز ديال 81 صحاب كازا غيعرفوها مزيان. تيمينيز ديال 81 غتهبط لك راجع للطاكسي، الطاكسي بيض كان ديك الساعه ب 20 درهم تيعطيك باش غتمشي وتجي وتاكل تما. الفطور تتفطر باي لعيبه مهم. الغداء تديباني بشي لعيبه تما. غالبا كنت الغداء بين 12 و 2 تنطلع للدار نتعاش في الدار، حيت اصلا غتطلع ب 120 ريال ب 6 درهم. تقول اللهم انا عوض ناكل نمشي ناكل نضرب المقا مزيان في الغداء المقا. كاين شي لعيبه تفضل ديك 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 البطاطا بطوات صافي غادير لها صافي لعبه معاك حاجه صافي. هذا هو الغداء كان. اول حاجه قبل ما تجيب الغداء خصك تجيب الخبز من الفران. ديك الوصلة 24 ريال ديك الوصلة ما تتخلصش عليها وديك الوصلة تتفرق في الطريق بعدها صحاب حيت الشعبية مابقاوش عايشين وياك كل شيء تقول لك خويا تعطينا شي خبيز تقطع عليهم تفرقع انت بعدا في الطريق كنت مجي الا كانت ديك الكراسة جاي وكنت حنا خيمت طلبنا شي سيدة اللي زعفك خالتي فيا الجوع كتحيد لك الطريق ورجع غير شي ما بقاش وكتشكي الله رديتينا للذكريات دوز 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 في الدرب حركه الوصله تتكون محطوطه حدا الباب تكون عشتو هاد العيب الوصله حدا الباب تعرف شكون دار الفران تعرف شكون دار الفران صافي وملي تمشي دابا كان عندنا جوج فران تتمشي مثلا طيب الخبز تتمشي لهاد الفران تيقول لك لا تيقول لا ما عندناش تيقول صافي الفران الاخر تلقى الفران الاخر شكون دار الخبز الفران باقي الباب تنقول كيفاش كيعقل عاد 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 فسر لي والله الا مشيت سولت واحد من الفران قلت له اشرح لي هو كيدير اللعيبه بداك الوصلات وتيستف الخبز بداك الدولارات لداخل تيحط الخبز هنا والوصلات ملي كيبغي يجبدهم كيعاودوا بنفس الترتيب دابا عاد فسر لي هو كيفاش كيدير لك كنت مندهش تنقول وين الصاد كيفاش يعقل على 100 خبزه 200 خبزه وتتجي كيجبد لك خبزه ديالك واحتمال غلط عنده قليل لا والو ما كاينش وانت كتمنى يعطيك الخبز ديالك احتمال غلط ما كاينش لا والله الا ضادي هذا القليل وصل فكرتي لا فيها عالم لا كنت في كازا غتكون دوز الصوم كازا صحيح باش باش نقول لك بعدا فين كنت ساكن باش دابا تخيل انا كنت كاين سفليه دابا تخيل سفليه ديال 2000 درهم 3000 السفليه كانت ب 5000 250 درهم فهمتينا تخيل لك ديال فهمتي حنا عائلات تبارك الله حنا في عائلتنا لكن كنت انا وبا الله يرحمه حنا سبعه ولاد كلنا ولاد ولاد كيشمنا يعني الوالده اختي ولد سبعه ولاد تخيل دابا دابا ما ولد دابا تكون والدها جوج غيفوح غيسطيها سبعه ولاد وكانت مجايه كلشي واخا واخا كانت مجايه كلشي كلشي مقاده كلشي داير شي لعيبه تشربوا شي حاجه في خلينا برغيس خلينا فلوس لاعب والله شفتي جبنا تخلي تتسيد الله يحفظك والله الا رجعتي لنا واحد لي زيستوار ديال الطفوله يا سبعه الدراري قلت لك والوالده كيفاش كانت جايه داكشي بعدا صافي بزاف اصاحبي سبعه الاولاد ماشي ما كانش بنات البنت اللي تعاونها وطلع في مكان صعيب شو هسه دابا كان بوليس تخيل دابا البوليس كي كان كان صعيب حنا راه والدينا من نفس الجينيراسيون صافي كنت مهم تنمشي نتعالج في الدار كان ديما طالع الخوالي ديما هذيك اللعيبه الصباح تلقى ديك 20 درهم وبالله يرحموش كنقابل غير الخوت الخاين واللعيبات فهمتيني بحال هكا خويا طارق كنقابلني انايا صافي خذي ديك 20 درهم خاصك تمشي تقعد بها المسائل ديالك طان 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 تمشي دقه غالي وصلت للباك قبل ما نوصل للباك بعدا في السنتيام والسيزيام تتقى ليا هذيك جيني يا بالسنتيام تتقى جيني ميكانيك جي ام والسيزيام والباك تتقى تدوز تخصص سوا سيونس تكنيك سوا فابريكاسيون ميكانيك ولا اف ام ولا اس تي واش ما درتي انا اف ام اف ام هما المشاغبين هما اللي قلت لك نيكوزيو انت اس تي هما القرايب فهمتيني اس تي اش كنت يقولوا ذاك الوقت يقول حنا بغينا نلقاو حنا البيرو الساعه كان الاوتوكاد وكان داك السوليد ووركس ودوك لي زابليكاسيون كدا باش ديال الكونسيبسيون ديال الديزاين اندستريال
وحنا يا حفاه حنا خصنا نمشيو لاتوليه وكذا وهذا ما فاهمينش داك العجب فهمتي دابا تنقول شوف ليسونسييل انا غناخذ ديك الباك وتما يحل الله لان كان الضغط صافي انت خصك تاخذ الباك وباك تمشي تخدم باش تصوبي باش تربح ديك 60 ولا 70 الف ريال عرفتي داك تتابع 60 ولا 70 الف ريال راك من الاغنياء المغرب ولك بدا الحومه بهي بداك تعرف بزاف دوزنا داك 5 ايام 6 ايام الباك كانت طات لي واحد اللعيبه اللي خاصك السويع كان عندنا واحد لا ماشي سميتها الاس بي اس سيونس فيزيك سبيسياليزي واحد سيونس فيزيك سبيسياليزي بحال الفيزيك بالفرنس وما تطبقوا الفيور كان عندك الديسان اندستريال صافي وكان عندك المات هادو كان خصني ندوز فيهم السويع خاصك تخلص الفلوس فهمتي شحال الشهر كان 3 شهور الاخر باش يقلقا بالامتحان 300 درهم الشهر 300 درهم غير شي خويا طايق عاوتاني عطيني قلت ياخذ 2000 درهم خير تحيه خير الاخ ديالك حيت بزاف كتبش على حيت وتبقى دابا هو المينتور ديالي وتنكون معون تيعيط لي تيقول لي مال تنقول لي قال لي كاين ولكن تقول لي تقعد تبي خير مزيان تنشرو شي غير تيدوي معايا طان 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 تيقالت لي المورال مزيان طوب صافي تيصيفطني فلوس الحمد لله حتى تنبوظ الناس اللي ما عندهمش خوتهم كبار منهم اللي مينتور حتى ضاوي خصو يكون عندك مينتور في الحياه ديالك سواء بواك سواء خوك سواء صاحبك ضاوي خصو يكون عندك دي فوا تتكون معون خاصك اللي داك اللي شدك هذيك الشده ما تلقاهاش كنهول تيعرفني انا صوتي تقول لي مالك تنقول لي كاين ولا كاين مشكل تيقول لي اش قال لي كاين تبقى دوي معايا دوي معايا قعدت معايا والمشكل كيما كان تيقول لي عنده الحل سيتو المشكل ديال الفلوس تقول لي عنده الفلوس قال لي تولي حتى المشكله راه بين الحل ديالو هو الفلوس المشكل اللي خيب اللي ما عرفتش الحل ديالو ما عرفوش تقول ديما الدراري تقول المشكل اللي تيحلو الفلوس هذا هو المشكل ملي تيحلو الفلوس كيما قلتي راه باين المشكل وعندو الحل صافي صافي حتى نصولها المشكل قداش راه بقى في الخدمه شي حوايج طاولي انا في الخدمه وتقعد داكشي تمشي تقعدك هو تيمي ولا عارف عليه بالبيزنس وفونكسيون هذا صح حياة خوك دابا وفونكسيون هذا وقبل تيعطيك داك لافونسمون ديالو في الحياة كيدوز له صراحة صافي دوزت صافي خديت داك الباك خديته في 11 عام 58 بابي عرفتني بصراحة انت راك بالنسبة لنا قراي كنت راجل بدا معاكم في الدار انت باش نشوف في الباك شوفتي تجيبوا 19 75 هادشي يلاه ولا السنه يلاه ولا هادشي حنا كنسمعوا حنا ما عمر فيك العيد ديالنا سمعنا هادو بريفي باش يجيبوا هاد سميتو ما فيهاش شنو البروبونسيون ديالنا جاب شي 13 ونص مع 14 انا في الكترونيك 14 والاولى وتلقاها ما تشوف ما تسلمش على الدريات ما تسلمش على الدريات لا والله الا فريمون شفتيه بحال اللي شفتيه تيكون عاطي لك اللعيبه اللي عاطي على داك عرفت انت يا عرفت انت يا عرفت انت ما عرفتو جوج اوه رمضان كريم لا دويتي 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 خدنا بومحا نسيت انا نسيت هزي اليوم شد الوالد وستي الباك 11 هو تشد الورقه اللي برزت لك هذا شديت داك الباك طبعا قلت مزيان بخير ما تسميتو تقول اش غندير كاين عندك سوا لي كلاس باي با ما تحلمش بيهم اللي نسى فهمتيني سوا عندك اليو اس تي زعما هذيك حكا في الاول بعدا ما كنا في الباك مشاو ضربوا بينا واحد الضوء في اليو اس تي الكافا المستقبل فين فهمتيني فين غتولد تشوف تدخل تشوف نفس الهيد فهمتيني عاتو ليك دار هي الحيه على الباص اللي عندنا وحدين لابسين بلوزات وواحد تيسلوكي عليك تقول اوه راه كنت غير ديف لايف شي سلوغي لك شو قلت كل باش يقول يا سي يا زرق يا زرق لايف شوف ما تخرجش من هنا غتكبت على عق شوف عرفتي فلان قدام هذاك هو اللي شاد ديك الشريك وانت تخدم فيها وعينيك بحال كابتن ماجي تيقيو ديك البحيره تخدم فيها وانت مبروك تلعب هذيك راه يسال مبروك والو انت تقول صاحبي
غنمشيت انا غنخدم هاد الولي بحال داك خينا فهمتي غنتجوج شي لحقه وكذا ولا خويا شنو تلقى مستاسوني شي طوموبيله ديال 5 6 مليون كذا وغادي تبان لك انت عايش شي ساهل ليه وشي لباس ليه لبس ليه داك الباطا تقول صافي كنتي كبتها وجايبين لنا واحد لوغيا ديالهم خدام شحال خدام خدام 80000 ريال واحد تيبان لينا واو تو كشوف هادشي باش بعدي ليا وديك 80000 ريال هادي تا خوتي ديروها في بالهم شي مثلا نيغوسي على ان صالير وتيسيني معايا في كونطار 80 ولا 90 ولا 100 ولا هادي اشنو هو الصالير الصالير هو ملي تنديبلاصا للخدمه تنحيد كاع لي شارج ديال الخدمه شي ملي تنفيق مع الصباح وتنكونسومي مسكه وانا غادي للخدمه غادي كتحسب على الخدمه انا كونسومي تقطير ديال الخدمه ديماي ما كنتش كنكونسومي كل ما فوالا فوالا ديماي الطوموبيل هذا هذيك الطق ديال الطوموبيل 20 درهم ديال الطوموبيل اللي كونسومي ديال المازو ديال الغازول حسب على الخدمه دونك باش نقول الصالير ديالي وحيد هاد لي شارج كاملين الماكله ديالي غناكل في الخدمه كلشي كلشي داكشي حيدو داك هو الصالير دابا بنادم ماشي يقول لك لا لا حاش على فدهم وانت كايبه بعلف درهم على قبل الخدمه ديال بلاصي من كازا تمايا فهمتي تلقى شحال ديال لي شارج عندو تبقى لي واحد 2000 درهم 2000 درهم تمشي بها الجديده صافي لا تمشي تزمو لا نسيت صافا حق زياد ما علينا تاع ياسر بزاف بزاف هادي وصلتي لدربك وستيك ديال كازا ودربك وكنتو طبنا طوب المستقبل مشيت تاع الناس ما عطوني مشيت زاد طون شي حاجه بعيده لقينا قلت لك حدا كاين كنقص على الهوسه لوست ديال فاس لوت اشنو هادي ما طيحينش على خوت ولا اه دابا ما تبغيوش يمشيو لحيت ندير بلاصيه بزاف وخاصك تكون تمايا ولا انترنا ولا عيبات وكدا اسمع اخي اسمع انا كنت داكشي ما في ما هذا تقيم بزاف ليستي ديال تاكوزا لوستي كان جاي معلم تما مو انا كنت مشيت تما كانت معروفه عندنا مع التيرانات وداكشي كانت تتبان شي حاجه واعره معلم انا لوستي مشيت تما صافي خداهم قلت صافي مزيان لوستي دابا دابا لوستي تكون في واحد البلان تقول البيزوطاج صحاب كوميالي مع الدوزيامان باش يتعاشوا مع بعضياتهم يضحكوا مع بعضياتهم خصهم يديروا واحد الاخرين تيديروا البيوستو ولا شي حاجه اكزاكتو باش 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 الدوزيامان والبريمير اني تيتعاشوا صافي تيبقى يضحكوا وكذا وهادي والاخرين تيحكموا عليهم شنو واش دابا الدوزيامان تيحكموا على البريمير اني تيقول لك مثلا سيدي غتلقز من هنا واحد 20 نقيزه ولا بحال واحد كتحضرت ليه شي يقول لي تيقول لي غتخيل هذا هو البوطو ياك وانا رجلي في كره وفي ما ضربت رجلي ما عندوش كره في رجله في ما ضربت رجلي تلاح نتايا خاصك تمثل ديك اللقطه لا ما مثلتيهاش تطلع لك الليفل تحكم عليك بشي لعيبه وخاصك تبقاو كيكوعك واش تيديروا زعما باش هذوك اللي تحتاج هذاك ديال دوزياماني عاوتاني تجي تعاونها معلم انت تصوت مع هذاك تتفالا يا يوزاو مع شغل هذاك العيب خلاص تحرر رزقك معاه وصافي صافي تتصاحبوا ماشي تتعاشوا ماشي تتعاشوا هذا الانسان كاين جديد عالم الدحال تعالوا نجيو نشدوا علاش معايا الطوموبيل علاش معايا الطوموبيل علاش لسه ندير لهم بريزونطاسيون علاش معايا اخي شو ملي عيطوا لي انا حط لي السونه ندير لواحد خونا هي ياسين صاحبنا تيبان لي تيدوي ما تيتبعش الدوره شو النصيحه الاولى والله تيبيعش الدوره غير ثاني قال لي هاد الصطاده ما تيبيعش الدوره قلت له هي ياسين ما كيبيعش الدوره حيد هاد خونا واخا هذاك خونا صراحه الحيد ما تيبيعش الدوره حط ياسين صح لا ما نبيعش الدوره انا شاد الصوت السوشيال ميديا الحمد لله والله الا بخير والله خا الا دابا السوشيال ميديا عطاتني واحد لي كونتاك والله الا مشيهم معات بالذهب واه دونك غادي نخلص من السوشيال ميديا ولا ما فهمتش خاصني حتى ناخذ فلوس انا بغيت نسيد فين غنلقاك انا دابا انت كنعرفك على السوشيال ميديا محمد كنعرفته ايوه كنعرفته السوشيال ميديا انتم ما فلوس ما تتساليش بنادم اللي خاصو يتخلص دواه بحال دابا شي واحد اللي باع دواه ب 3 مليون درهم ولا 4 مليون درهم فين بدا هرس راسه وحرق راسه واختفى معاكم العام كامل نقابح معاكم فلوس العام كامل دابا عيطت للغيساني قلت لك عندي مشكل في كذا غاش عطيني واحد الكونتاك تيسوى الزباب ديال الفلوس النيتوركين في الاخر هو الربع بنادم ماشي شوف هذا القضيه ماشي معايا اي بايات معايا كونتاك
أيوه ما نحتاجوا الدايف سيد الحال عنده نبنيه شي حاجة إن شاء الله دايفي في لقيركم والله يسرد في لقيركم سبابا والله يمنع قلب شوف شوف غير نبوع أكسان وين وين قاعد حاك انت هازي هازي دلح يا هازي أنا زراب بيزي صدق سنة خلينا وصلنا الفاس خمسين ليه آه كان معي واحد داي عشير من كازا بحدا كنت تكون احنا دابا حنا في كازا واحد البلان من العقل ديال الصغار بحال حاس براسك تو ديك النخبه تقول هذيك اللعيبه انا كازا وي انا انتم من الفخ هذاك العقل القديم مي دابا انا واخا تلوحني مع عصفيين تنحدا راس ومشيت تمايا ويقول دابا انا تنتريني ديك اللعيبه براسي وهذيك ويقول لي قال صاحبي قال لي شوف قال لي فاسي انت لا ما نقولش فاس ما نتقلدش مو متقلع قال لي فاسحك مال العالم ما يقول حاسم العالم مو علينا قال لي معت نسينا مع شنو قال لي غتحيد شي واقع وقت اخر وقال لي غتحيد شي شورت ياك ممكن واحد الضيه فيها الغيث والاخر فيه مسكين داك السول تعرفو مزيان قال لي غتحيد شي شورت وغدير طاكسيون لي بومب ومسكين عبسي صحته على قد الحال قلت لي خويا الله يحفظك قول لي شي لعيبه اخرى قال لي انت هنا غادي ندير ديك الصاله ديال كازا وكدا وهادي انا غادي نجبدو بزاف في اللايف هادي فهمتيني غير ما نديرها عارفه المشكله طيب قلت له واش ديال بوك دابزو ان شاء الله يا السيد صافي تجمعوا كدا غادي المدير انت هنا غادي نعيا قاد الكازا واحد المدير كان طويل تما لا عرفتيش تما صافي تلقاتهم كانوا كيهضروا هكا في صافي قالوا المشكل كان طايح مع فواز فاسي والمدير كان هو فاسي قال لي انت غنجي عليك غادي تلقى صافي الله يعاون سير داك الساعه تنستنى في البي تي اس كاين في كازا صافي كاين لا كاين في لا ليست برينسيبال غير هو انا تعطلت ملي جيت لكازا لقيت لي صافي انا ماشي بحالي انا ما تنساش وجهي عليا صحاب الباك ديالي وخدت المسائل ديالي مزيان صافي جيت الدائره الاخرى كملت معايا الدرجه الاخرى كنت صليتي هذا ماشي مشكل الحمد لله داز البلان صافي مشيت للبي تي اس لقيت لي زانسكريبسيون كنت كنت بي تي اس لقيت تسمع بهم بروديكتيك وموليست لا تسمع بهم واحد البي تي اس كامل بوديكسيك سواء تمشي في لا بوديكسيون سواء موليست تقدم لك شي كونسيبسيون ديال لي موي ولا اي كانت المحفه هي ديك موليست هي العيانه تمشي تمشي لها حتى واحد شي صحاب حنا صحاب فابريكاسيون ميكانيك تمشي لها ديك تجيب 10 صفه واحد داك الفقير ديال الباك هو تيمشي لها اصلا فابريكاسيون ميكانيك فيها تكنيسيان سبيسياليزي وكاين ناس هادوك اللي ما تياخذوش الباك تيديروا الكونستركسيون ميتاليك لا كانت شي دابا انا الباك تاع 2009 لا تيدروها في ليستي و انا خرجت في 2009 راه ما بيناتناش كان كونستركسيون ميتاليك يمكن لك عندنا في ليستي بعدا في فاس يمكن لك ديرها يمكن لك ديرها بلا باك بلا باك بسما باسكال زعما باسكال ديرها و الا تكاليفيتي خرج شي مثلا مع الثلاثه الاولى في البروموسيون ديالك يمكن لك تعاود تقرا مع هذا باش دير الباك تقرا تي اس غير هو دابا المشكل ديال هذا الباسكال ما عندكش الحق انك دير ليسونس بو تيقول لك الباك لا يمكن لك دير ليسونس بروفيسيونيل الا خرجتي جيتي ماجوريتي في داك مع الثلاثه الاولى ودزتي وقريتي العامين الاخرى تيقول لك دير ليسونس بروفيسيونيل تيخليوك ليستا هي دايره الكونفونسيون ولا غير ليسونس بروفيسيونيل وانتي كامل ما فيش فلوس هادشي كامل كامل ما فيش فلوس مكتوب وصل لهنا دابا علاش نعاودو لهم هادشي ديتاي باش يعرف راسو اي واحد متبعنا في اين مرحله هو كاين هو يا عارف شنو تاعنا يعرف شنو اخي ايش انا نقول لك انا نقول شويه اللي بغى يمشي يكمل شي ميكانيك في المانيا ولا شي حاجه يسال عليه الله ولا بغى يخدم عادي يسال عليه الله ويمشي ينفعوا الطريق اللي ضربته ولكن ها لا صاحبي غير انت راه عندك دينونسيون اما بلتي تقول ما تيتقبلش تعاود تقرا داك الشيء تما غير خصك تدوز ولكن غادي تكون ادفانس ماشي بحال خونا اللي ما عمر سمع بالميكانيك اجي باش تنفع اما اخي راك عارف السوق انت تعود لنا للسوق اكثر مني انا ترى كاين واحد البي تي اس مشيتي لقيتيهم نزلوا ولا مشيت للبي تي اس هذاك اللعيبه قال لك وها صافي مشيتي ديك اللعيبه انا شوف انا شاعب انا اصلا حاق مشيت صافي في الاخر لقيت شكون اللي قبل عليا سواء بقات لافاك تيقول المقبره سواء بقات لك واش هذا
جوايز على مسا قدرش يقولوا ماشي كيقولوا يلا بدا هذا خضروا جا غير انا اللي شو والله ما قال والله ما قال لا 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 راح ادخل في المونتاج لا لا والله في جوك لايف الا ما كان ايديت حتى شي حاجه حتى الحلقه اللي كتحط في اليوتيوب والله ما تنحد فوت حتى شي حاجه ياك ما مشيتي للقبار تلا مشيت لا استر الله شوف راهي في البيت راه حسن من الله ها واحد الميجل راه وقال لا والله انا هضرني قبل ديال انا لافاك زعما القبار راه ميسم في لافاك بعد العام الاول كتبقى تحفظ غير شنو هو الرون فيه لا تعرف الخبير 16 26 تفضل تما فين كاين فين تيطبعوا الكوبار طيح وتيتيز اللي في البيفان سيتيز تيتيز اللي في البيفان ما تيتيز كيفاش تيتيز اللي في البيفان تقول اللعيبات لا ما كنت فيها حياتي هما دابا كان الحياه ديك الساعه صراحه قال لها الحقيقه دابا وليتي سميتو لا حتى دابا مازال انا قاد الحياه راه ما يجوكش راه هو لايف والمدام ديالو كتفرج لا صح لا مدام والله ما هو والله ما هو والله ما هو صراحه يا سيدي مشيتي للستيا ياك مشيت لا في بي بي تي مشيت للستيا صافي مشيت ديك اللعيبه مشيت للعام هنا برونش درتي واحد درت سميتها ام ام او ا ام بي ا مينتونس ميكانيك دي سيستم اوتوماتيزي كاين شي في نفس هذاك الشيء شفت شي كامل شوف هذا الشيء كامل ما فيش فلوس ما سمعوا مشيت لهذا المينتونس اندستريال مشيت صافي بديت تنقرا غادي مزيان تنقى هذيك اللعيبات جات البيريود ديال الستاج كاين واحد الشركه فاتت من الليل سميه ولا بدا لا شركه لا واخا انت حر حنا مثلا تنقولش شي واحد الشركه ديال داك الشيء تسمى لاميناج افور تتشد الطوله غتكون معروفه ما بلا ما نقولها صافي قولها زعما لا لا زعما ما كاينش شي مشكل سميتها مغرب ستيل كاين في سميتو في فاتت من الليل هذا ديال لاميناج افور شنو لاميناج افور تتكون دابا الطوله الطوله ديك الطوله الحديد بارا ديال الحديد معلم تتكون فيها مثلا 5 ولا 6 في ليبيسو ديالها مليم تدوز في واحد البروسيس من البروسيس كاين واحد لاماشين سميتها لامينوار فهمتيني هاد لامينوار شنو هو تيجي واحد الولوك تيبقاو يدكوا الطوله تدوز بحال الواقع بحال تبقاو يزيو فيها يزيو 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 واحد واحد ليولو تتبقى تتقاق واه هذيك الطوله تبقى غادي تبدا في الاخر في لي بيسو تيخرجوا واحد 06 08 حسبت لي انا شنو بقى شنو بلا انا كنخدم في هاد الماشين في لامينوا دو هو ستاج شويه دو كان ستاج بي اون بوش صافي دو يعني شديتي ديك الباك بليس عاد لا داك الباك بليس وكنت حكى ديما ديما واحد اللعيبه ما قلتهاش انا السبور من 99 سبور جوغرافي الفيز ديال سبور ديما 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 وليت تدري في سبور في 2006 بديت ندرب وليت كوتش فهمتي كوتش دو فيتنس يعني كان ديما 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 في الباركو ديالي كان ديما ثلاثة الحوايج عندك القراية الخدمة سبور سبور من 2006 ما بقيتش تنتريني تندرب يعني ديما ديما تلقاني نخشي في شي صالة تنجبد واحد 1000 درهم في الشهر تنتريني بعباد الله واحد الساعة فهمتيني مزيكا وكدا وهادي نتريني مع راساتي تجبد ديك 1000 درهم على حساب شحال من الناس مقيدين عندي وي وي لعبت سبور منين جات من شي حاجه في الباركور ديالك ولا غير كان 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 عندي واحد خويا انفلونساني في 99 كانت هو تيدير لي زاماسيو صافي كان تيدير لي زاماسيو وكان كاين واحد لاصار وصافي ودخلني قال لي قال لي قال لي جيت ثاني معاه وهذا معايا واحد مزيان اول حاجه مع مايك ميس مع مايك شوت زوال اش جا قلت الدراري تمنو سيرو السبور تي بعدا خا على التيرات والجري ماشي جاوبت مع ماي دابا جولي القهوه ولا الشراب خنو الخانز فهمتيني ماشي تجيني داكشي خانز بالضبط طاري حشي جلسات وقدا ولكن نقطه ندير جي تجيني داكشي خيب خانز كتصبر معاه لا ما تعجبنيش داكشي والله حتى انا راه على حتى كنعيش الشهر كتصبر معاه في كل جلسه وصافي تيخنقني داكشي فهمتي ما تقوليش واحد حط شي شيشه ولا شي حاجه خاين نتوما بلي الضيفات ديالهم نتوما سبعين الدراري في داك كازا لا كانت كانت اش كانوا شي طايفه تاريخي كانوا 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 شي لعيبه فارسيون كانوا طاوش لعيبه كانوا شي تسطير كانوا شي حاجه تاريخي كنت صغير كنت منوض شي صداع
ما تيخ قلبوا عليه ياسين قلبوا عليه دخول تيخرجوا ديك اللعيبه فهمتيني هجوم انت واقيلا الصغير انا صغير يا سلام 33 عام لا ولكن الصغير خوتك وخوتك خويا الكبير دابا عنده 53 عام تبارك 53 سواء انا كره دوز ساخي مهيف كازا والله الا بخير وكنا في حي شعبي حي شعبي ديال الوهره انا ما نتيش مع الخوت انا كاينين في دوك السته اما كون كبرتي في شي عين حاجه دير حكم وينه تقاني دابا شي دابا شي صالير ديالك زين 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 والله يسلمك هناك فونس زين دونك خدمتي دخلتي معاهم بخي اون بوش دوزتي داك 3 موا صافي ديتو ديت خد شدوني شدوك هادوك لي دوزتي معاهم 3 موا تبقى تشوف تبقى تشوف تبقى تشوف فاهم انت ما علينا باقي باقي شوف غنسالي والله بغات تمشي عيش الحياة سير بحال كنتي عندك اون ماشين شاده تقريبا حتى شي ايمبل في السفلو البومير ايطاج بحال قلتي شي فيلا دوبلكس بحال هكا وفيها لاكا تخيلها بحق يعني كنت ندخل وسط لا ماشين المايو تاع ما بلاكيس ما عندي ما نقول لها محمد هادشي اللي لا المايو تاع ما بلاكيس زعما تيمون كن عرفتي لاكا فاش تلبس داك الكومبليزون فهمتي ديال الكاسك ديالك عرفتي ما عندكش كيفاش تدخل تدخل وسط لا ماشين تخدم وهي اصلا تخدم بشي حاجه الحاره تخدم كاين الحاره تمايا كاين دابا هي هذيك الطوله تبقى تجبد فيها تيكون الماء تما تيتخوا هكذا كاين لاكريس ديال اللي جي بي فيهم شوف الصوت وين تما وسط الصدار تدير هذوك لي زونتيباوي خاصك تديرهم عرفتي الدبانه والله نحلف لكم إذا ما دوشتيش من ديك الشركة ما تدخلش خاصك دوز ديرك دوز الشمع واه فهمتيني الطاوله واش كاين فيه تبي ويلي تري بزاف على الخدمه كل مره تجي دوز تجي دوز صافي اخويا قال لي والله لا لا زعما الخدمه تدوز فيها سي لا يوريك هذا والله ما نكذب عليك غير القى لا الخدمه تدوز صافي دازت صافي المهم دوزت تما ديك البيريود صار واحد 3000 درهم قدام المهم داكشي دادا تنخرج عرفتي لاكريس في يديا مصاخ وداكشي مهون قلت هادشي ما خدامش هادشي وبلات واحد القضيه ترجع دابا للتوجيه تنقول انا كيفاش ندرس فابريكاسيون ميكانيك وخديت الباك وخديت هادي وانا خدمت هاد الخدمه واش تما شكون هادي قلنا ما تقولش تكنيسيان مانتونونس تيقول لك ميكانيسيان دابا عندك فكره ديال الميكانيسيان هو اللي كاين في الزنقه وكذا وي ملي رجع الطوموبيل فيه ما لقيتها كاين الميكانيسيان ديال الزنقه كانت تيدخل حسن من هذاك الميكانيسيان ديال الشركه اللي تيمشي بالطوموبيل باش يديروا الفرونسي واخا هذاك الميكانيسيان روتر ترونو اوتوكونو فريلانسر خدام على صوت فريلانسر خدام على صوت صافي مشي تلقيسان جاك الناس لا لا دابا رب والله تشوف لا انا مزال معك وصلنا صافي قلت خصني نسوي شي لعيب اخر انا ديما نشوف واحد القضيه تتبع لي شي لعيبه ماشي هي هذيك بعد ما صبح الخدمه الوحيده اللي ساليتها بلا كوشيه هي هذه فقت لها الدلي دز على ماشي غادي نمشيو انا حتى شي غادي كده الكونت ديالك صافا والله ما نعقل انا نقول لي 200 دولار والله ما نعقل انا واش صافي بدات شوف ماشي هذيك اللعيبه دابا انا شادي ماشي تبقى نقول لهم صافي بخيافي واللعيبات حتى الصباح الصباح ناس الله امي تقول لي خدمه تنقول لها امي من بعد هكا بدا خديت في هذيك السنه الفجر باش تبان كبيره ثلاثه تاع تحت الصباط طلع على باب على الحياه صافي تجبد ديك 200 درهم حتى انت تطوع مع مال الطاح الحياه اول صالير واش تدي 400 بزاف الحياه صافي دازت هاد البلان
اللي تخصني نقلب على لعيبه اخرى. اشنا هو ديك الساعه كان عندي واحد البي سي بي، هذاك البي سي بي غادي اش وليت كانك الساعه كان الموديم ماشي ما كانش الموديم، كان الموديم ديال داك ديال الصابونه جماعه هذاك هذاك الموديم صغير هذاك هذاك اللي ولي كان ما كانش ما عندناش باش ندخل الادي اس ال ولا اللعيبات ماشي كان لا اولا كان داك التعبئه كديبيت التعبئه اولا هذاك الموديم تدير عنده واحد الكابل تدير هذاك وكونيكسيون ماشي ميتا ماشي شي ناقص 2 جي ولا ما عرفتش شنو ميتا تدخل على الفيسبوك شي ذوقيه ولا شي حاجه والو فيسبوك فيسبوك الله يكفي والله يكفي فيسبوك الدار صافي هوك على هوك علينا لا لا الله يسعدك تدخل على الفيسبوك والو تويتر لعيبات والو صافي ميتا ديك الكونيكسيون تتبغي صافي اش وليت مثلا ندخل كان واحد السيت واحد السيت سميتو ماروك انونس اييه هذا تندخل هذاك تندخل ديما حاط شي انونس ديال انا سميتو جون سميتو جونون بحال ديال الجونان دوك ديال كان الجونان لو ماتاف هذوك تلقاهم جونون اجيل كدا وهذيك بحال داك تبقى نكتب دوك اللعيبه طان 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 تبقى نلوح لي زانونس شويه تبقى نشوف لي زوفر كاينين تما تلقى لي سونتر دابيل وكدا وهذيك ملي سونتر دابيل لقيت واحد سونتر دابيل قال لك هذاك ريمينيغاسيون دوك اللعيبات مو داكشي الفرنسي قال لك 8000 درهم 8000 درهم حتى سمعت 8000 درهم انا تقول لي تريح انا تتبان لي 8000 درهم خاصي ياخذها مهندس شي حاجه فهمتي حيت مهندس انا كنت شي حاجه واو قلت نمشي نشوف هذا الفيلم مشينا ديك اللعيبه هكذا ريحنا حنا غاديك اللعيبه مريحين بزاف وكاين فهمتي كاين الدريات وكل شيء وكل الحياه ما تنطيني انا كنت نديرو حياة صافي صافي ديال الخدمه المستقبل الضمان ما ريحت معايا تنقول صافي ديال الخدمه باش نبداو بدا جا واحد خونا وبدا عندنا بالفلوس اي شوف اي خدمه شي واحد غيبدا عليك بالفلوس شحال غتربح عافو باغي يطنطنك هذه خديتها شوف اشنو غتربح انتايا ما واش اشنو غيربح هو بدا عليا غادي سميتو غتربح الا دخلتي كدا غتربح كدا كدا غتربح كدا تتبان لي اوه تتبان لي 16000 درهم 27000 درهم شي هذاك الان تياخذ 41000 درهم وين تجي لاخويا بونجور كدا بيض زوين فهمتيني ديال سوان فيزاج ولا العيبات كدا حنا والو حنا فوقا بحال زعما كل لك بوان نوار تدير فيها وي صافي تقدر فيها مشينا صافي بغينا قلنا ديك اللعيبه نبداو على السونتر تابيل ديالاش ديال الخامه غادي نبيعو الخامه الشهر شنو شنو ديال البرودوي واش صرا واش صرا غادي نبيعو الشهر فهمتي لا من لي ريستورون الكور الكور هذا كتعيط لي فونكوفو وي وي صافي اون بريميير ممكن دي ماروكان ولكن هما حيت كاين شي مغاربه كوا هو مغربي ولكن كاوي فهمتي في عقله هو كاوي تيدير الفونس حتى خاصك تبيع ليه تاو صافي انا بالي الشهر قلت عاوش ونمشي وحدي نخدموا الله يستر ليهم كدا وهادي صافي تما خاصك تبيكولي معاهم واللعيبات ممتعه انا ما درتش ماشي وهذا ماشي ستيل ديالي كل واحد عاوش بحال خرجت بحالي شوميه ريحت لاصال ديما لاصال لاصال ديك الساعه قلت غنكونسونطا شويه على لاصال لاصال قلت انا خصني نولي شي لعيبه في الشيء ديال السبور قلت اشنو ندير غنتبع داكشي ديال الايروبيك نتبع داكشي ديال ستيب الايو دانس لا قلبتو على هادشي غتبعت تبعت هاد الفيلم صافي بديت نتعلم فيه خدام فيه مزيان وهادي شديت لي صار بزاف بديت نتعرف في كازا تنقول واه انا غادي مزيان كنت واحد المرة بغيت باش نبان للناس تنقول لهم باش يعيطوا لي على شي ايفينمون ولا شي حاجة حتى واحد ما تسوق لي شي ايفينمون باش نبان شي تظاهر ولا شي حتى واحد معقل عليه عرفتي شنو درت؟ صوبت ايفينمون انا صوبت مشيت صوبت ايفينمون وانا بديت نعيط على الناس مشيت كيتصال كدا بديت سمعت تشوف الناس اللي تنعرفهم ديك الساعه كان اللي عندي داك في فيسبوك فهمتيني عندك تقول لي ها سي واجي والله تجي ايفينمون خصو يخلص بلاد 100 درهم وكدا المهم صوبت ايفينمون جا داك اللعيبه وليفينمون انا اللي سميتو انا عيطت ليكوش انا عيطت لعيبات وخدم مزيان في الاخر تعرفت وجدتها تعادوا في الفلوس بلاصه وربحت مزيان ربحت نيتورك عرفتي مول لاصال وكذا واش مول لاصال قال لي تخدم معايا وكذا ونعطيك لاصال وكذا المهم واحد الفيلم هذه خصو ياخذوها الناس
ماشي غير بلوكين ختي بزوين راه عاد راه شي حاجه البلوك كاين شي واحد اصاحبي انا نتسنى انا واحد يعيط لي انا صاحبي اش بقى يعيط لي انا فهمتي لا في الخدمه ولا في ما تسناش يعيط لي انا كليت لو لوكازيون انا واصل صافي واش خدمت معايا الناس وي داز مزيان لقيت لوكازيون صنع لوكازيون صافي داز البلان داز هذا البلان مزيان في الخدمه ديالي جلس ما عطانيش هادشي تبان لي الدومين فيه الاضواء فهمتيني تحس باسي الاضواء بيل سماطي وقداو وصبقى تفف فوق ستيب ونقازو هادي ولكن فلوس ما كاين والو هذاك اللي ستريني بيه تيمشي ديما مع الطوموبيل ديالو ولكن انا تمشي بالطاكسي بيض تنقول هادشي ماشي وهادو كنت تقول لي واو استاذ كي داير استاذ حتى هو الاستاذ صاحبي جاي يشد بيا ستون انايا داز هاد البلان بان لي هادشي ماشي شحال كان قايل المدخول في هذا علاش كان تعرف شي كلش صعبه تلقاو في ديسال طلع تعرف انا واحد الكوتش ايامات كان يقول لك ديك 2008 كانوا كيضربوا 8000 درهم راك عارف 8000 درهم ديال 2008 كان 8000 درهم دابا هاد لي كوتش عاشته من مزيان ياخذ 8000 ياخذ 10000 ياخذ 12000 درهم باش تمشي تعشى ب 500 درهم تلقى تيعيش بنفس المعيشه ديال الناس اللي كيضربوا عرفتي تمشي تعشى مع دوك الناس ودوك الناس اللي اصلا اللي تيتهني عنده ما مسوقش باش تمشي حد 500 درهم بيز وي عايشين في واحد النيفو وفي الاخر تلقى تمشي بالطاكسي انا شوف انا عاشتهم مزيان متفق معك اخي مع احتراماتي لهم مي مساكن ما تيدير والو اللي تيدخل لا في المشكل كاين عندهم هو الثقافه الماليه مالي ما عندوش اما هو خيرا تلقاهم في ديك 2008 كان ياخذ 8000 2008 8000 درهم راه شي حاجه غير الثقافه الماليه الله يجي هي هذيك المستطره عايش كاين صافي كنت دفعت لي سونطا باش نخدم تيعيطوا لي ستاج نقول لهم لا انا معلم انا خصني نخدم صاحبي انايا بليت شي ماشي والو شوفهم قلت له نرجع لخدمتي صافي انا اصلا تنكون ديما ندفع السي في بعدا واحد القضيه مع عمري درتها انا مشيت البورتا بورت في السي في مع عمري درتها اونلاين ديما اونلاين هذيك اللعبه فهمتي كان تلقى صوار هو كان ضارب عنده الكوفيد شحالات اونلاين ديما اونلاين ديك اللعبه ولا تنقلب شي واحد شي ليسته ديال لي زيميل لا كل شي ديك اللعبه هكذا وهذه صافي المهم ممكن تجيب شي لعيب مزيان بالعكس اوني حسن كان واحد الولد باقي العقل عطيته واحد السي في ديالي ودفع عليا فواحد الشركه في عين السبع عيطوا لي ما عيطوش ليه هادي ما نساهاش مشيت تيكنيسيان د مانتونونس فرحت قال لي صافي انا غنديبلاصا من سبات العين السبع خاصك واحد جوج ثلاثه طاكسيات الحياه المهم ما عليناش اش المشكل ما تفكرش ديك اللعبه زوين في دريت كازا وما عندوش مشكل ديال ديبلاسمون كذا خاصك تجيب في الدابه صاحبي في الدابه ما عندكش صاحبي ما عندكش والو يعطيك دهم دهم ما عندكش والله ما عندك مشيت خاصني ديبلاصا مشي لهذيك الشركه مشيت لها مشيت بديت معاهم بديت خدام معاهم لقيت واحد لا ماشين زوينه قداو هادي بدا واحد التكنيسيان مات نص تما قديم غادي حتى هو غندوز عليه بالكوشيه من بعد هو قال لي صافي جا هو كان هو اللي حاكم ديك الخاوه قلت لي انا شوف انا معاك وهادي قال لي صافي جيتي هنا هاد العواب اللي هنايا غدبا كانوا لي زوبيراتور كنا حنا التكنيسيان ماتونس ولي زوبيراتور هما اللي قالوا لي ماشي قال لي شوف حنا غنحكموا هاد العواب هنايا حنا اللي غنحكموا لي صافي سير ما حنا نحكموهاش هو ما خصنا نتخلص فيها الشهر فهمتيني مشيت بدا تيفورمي فيا هادي هاد لا ماشين اللي غدير ليها بدا صافي مزيان انا ملي تنخرج مع الصباح الفقر الوالده مسكينه تتصاوب ليا الفطور تندي معايا داك الفطور اتاي فطير موص خبز عامه بالزبده فهمتيني كوفيتير العيبات زيان خايدو في هادشي البارد العيبات فهمتي فيه فطور لا شاط لك شي حاجه تغدى بها ديما تدي لي هاد اللعيبات وتمايا انت هادي من تدخل مع الصباح حتى تدخل مع هذيك 7:30 خصك تكون بعيد في البوست انت هادي تفطر تما ولا شي حاجه وتاكل تما حتى 12 شوف ولدي كيدير فيك الجوع اصاحبي بغيتي تاكل لا تعبت لا ريح شو اصاحبي هاد السيستم ديالنا عجيب حتى 12 تسمع ديك الزواكه فهمتيني الضغطه خرج فحالك
هو قلت الفيلم شنو هو انا سنجيت نجي اصلا ضعف ثلاثه الطاكسيات صاحبي باش توصل تما يعني تخرج الصباح تخرج انت اصلا تخرج مع ديك الساعه 6 وشي لعيبه باش يلا تكون مع 7 ونص تما تيجيك الجوع تفطر على الفجر دونك تيجيك خاصك تاكل اش كنت ندير كنت نشد ديك الفطور هذه علامه ديال الطعام تشد ديك الفطور تمشي نمشي لواحد البيتيش تناكل دغيا بحال الشفار تندير ديك اللعبه ديال صط 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 فهمتيني واش نمشي عند خونا اللي تيفورمي تنقول ليه فلان شوف انا خليت لك الباي ديالك سير كل نهار اساس تقول يلاه حضرك ابو ياسين تمشي تعالج تمشي شري لي هذا المودير دار المرة الاولى دار المرة الثانيه عيط للمدير انت كيفاش انت قضيتك انا فاسي عاوتاني تا ما عندي مشكل مع فاس والله الا عندي مشكل معاه ما عرفتش حتى ممكن ولكن ولكن الاقدار جات الكوليه في الطريق قال لي انت هنا عقد على لعيبه ما فهمتش اش تاخذ تفطر هنايا وعلاش انت هدي وكذا وهذه المواج جايه تنيتو صافي حدا راسي انت بقي صب بنفك وخاصك تحضر راسك انت باغي تخدم عندك شبابيك مشيت عند خونا قلت له صاحبي تنتعاملوا معاك صاحبي شو مع صاحبي تبقى توصل الهضره وهذه قال لي انت كيفاش تقول لي انا والله ما انايا كي او طفى قاعد المهم طفى طفى ما ديرش بحال حيت هذه عكس راه انت تعاود ليهم باش ما ديرش بحالي لان انت دابا ما تقدش تضرب شي واحد ما تقدرش بالعكس نشوف حدا راسو شي حاجه اكزاكت كي جواد كاع اللي كيغلط فيك تبرب هذا ما نساش ضربته ياك نشاط الشكل على راسك فهمتي اش درت شوف خرج ما ديروش بحال انا موفيز اكزامبل فهاد القضيه ولكن تنعاود لك الاكسبيريونس ديالي بيان سور سمي هادشي علاش تنمشي خرجت بحال هذاك بحال خرجت عادي مشيت عادي صافي اصلا كنت لابس واحد لابلوز حيد ديك لابلوز خرجت بحالي عادي مشيت حطول على رجليا شديت الطاكسي للمدينه من المدينه طلعت لسبات مدوى معايا حتى واحد معايا ثلاثه واحد بيس أيه تشوميا لا صالح أنت ديما لا صالح لا صالح ديما في العشية لا صالح العشية عندك بلوند باك أب بعدا صافي لا صالح العشية تمشي تدايني مع أساسي بيس تلاقى مع الناس كذا هادي كانت في واحد القضية الناس يبغوا يدوروا معايا أنا اللي عندي القضية نوصلو ديال أستاذ أنا أستاذ صاحبي جاي يدور معايا ما يمكنش بالغي لي كوش دابا لي كوش خاصني نتسناك هذيك اللعبة أنا ما تنقدرش ما تدورش معايا لا لا والله إلا عادية والله إلا عادية شحال من كوش تنجربو يمثل ما تيبغيش ولكن والله إلا وتنبقى مفرصة إلا تيبغي ولكن اخي عادي يا زعما والله الا بالعكس اصلا ما كتعطيش الا شي كوتش اللي بغا يصاحبك انا ما عرفتي هو تعامل معاكم في الحصه انت وصاحبك كتهزو كيجي كيعاون تبداو تحيدوا الكيلوات تيجي تيبان تيحيد معاكم المهم دير اللمسه تجي تدخل صافي لا شو انا ما نكذبش عليك انا تيجيني داك ما عنديش مع الكونتين ترينر وسط ويجي الكونشير تيرونا ولكن ملي كتشوف داك الجاز ديال انه فهمتي تهلا فيك زوينه يا زوينه انا دابا لي كوتش نتهلا في لي كوتش ولكن ما كنتش نتقبل انا كنت كوتش تنتقبلهاش تجي بحال الاستاذ بحال غدور مع الاستاذ ديال الماتس فهمتيني اي صاحبي كتشوفو من الناحيه كتجي كتشوفو بحال شي استاذ كتيقريك مزيان ومشيتي عنده حتى هو ما تيبغيش كاين شي سيدي ما كانوش كيبغيو يديروا داك السويعي اضافيه ولا باش كاين ليها هكا زعما صايب دونك اخي ياسر رجعتي صافي سالينا هذا الفيلم صالح عاوتاني رجعتي صالح العيبات كدا هذه السيفيات عاوتاني غدفع السيفيات كدا الحياه كدا هادشي نقول لك بحال 2009 بحال هكاك 2009 ما عمر اخي هاد اللعبه ديال كلشيه وصلت للكوميساريه لا الحمد لله لا الحمد لله وشكر الحمد لله الحمد لله وشكر احمد الله وش فهاد الله اما خيد هو السيناريو اللي تخاف منه لا احمد الله وش الحمد لله طاح هاد البلان طاح الفيلم قلنا قلت صافي قلت صافي لا صافي يلا غنمشي فيها الضوم بقيت ندعي مزيان هذا هو البعض اللي غنمشي فيديو حتى نفهم مزيان نولي شامبيون كذا هذاك الشيء ما انا ما بقيت في هذاك الفيلم عايش فيه مزيان شويه الخدمه غتعيط لي حق واحد الشركه غنتفكر هذه كانت دازت دغيا هذه مزيان الخوت يعرفوها مشيت لواحد الشركه كنت كنخدم كرسي ماشي لي كرسي غنركب به الفلوس
غنوصل السلعه اي لعيب غنجيب الشيكات اي الكوسي في هذيك السمانه كانت عندي كان عندي باك بلس 2 في هاد الشوميرس غنخدم كوسي ما قبلونيش علاش قال لي قال لي نتايا غضاب معنا شويه وغتعلق قال لي عندك باك بلس 2 قلت لي الله حد بغيت نخدم قال لي لا صافي ما قبلونيش والله ما قبلوني اوفر كواليفايد انت عارف كان عندك فرص اخرين انت عارف باغي يدي باني ماشي ديك اللحظه حتى هو قال لك جاك ولا خداش ما فاش قال لك عندك اللي باغي نخدم وباغي نخدم باغي نعطيك موطو وكذا وهادي وانا فاح قال لي ولكن عندك سميتو ما تخدمش صافي غير الكلمه ديال نعيطو ولا عادي صافي هادي اللي غنحاول عليكم هذه علامه واحد عيط واحد لونطوسيان عيط لي واحد مغربي سلام بخير كدا هادي خاصنا تيكنيسيان د مينتونس مرحبا خويا نجي فين خصني ديبلاصه من سميتو العين السبعة وتم عين السبعة الاخر ديال سبعة الشبشاوي سبعة تزيد روحك عين السبعة عين السبعة عرفتي فين اصاحبي فين خويا فتنا ثلاثة الطاكسيات الماط الماط ديال بصح خاصني نمشي تمايا ويلي كي غندير دار الله خصني نوصل تمايا لعق حكم كاين والو عاوتاني حضروا لي شويه جديده على عيبات هكذا المهم شويه فلوس ما كايناش عطاتني الوالده 20 درهم باش نمشي على حساب داك الطاجي ديال الالي اوتو والطاجي اش فيه شي طوبيس شي ساعه ونص غادي يضربك ياك وطاكسي سمعت انا في الاخر وطاكسي بلا الي اوتو هذا هو الطاجي ديك لوطوسيان كان عندي واحد 10 ولا 11 ما عقلتش باش غنوصل داك لوطوسيان مشيت في الطوبيس لكن الطاكسي ما كانش بقيت نتسنى ما كانش شويه لقيت واحد الطاكسي حمر قلت له الله يحفظك تعاون معايا غادي بلاصه فلان فلانيه قال لي مرحبا قلت له هذا اللي في جيبي كان شي 260 بحال هكا صافي قال لي خداها قعدت في شي بشي جدا ما دي منساهاش عم ما ينسى وصلت للونطوتيان ريحت كدا سي بيان مسيو قلت له للونطوتيان عايدو ساو بشي فيلم قلت لها جيات خدوها لك العام اللي ما خدمتش لا عرفتي عرفتي واحد الفيلم اول حاجه بعدا دابا واحد القضيه غنتشاور معاكم الطريقه الله علاش دابا تبغى تدوز اونطوتيان دونبوش تخليوك زعما تستنى زعما تشوف لا لا انت ما عرفوش عندكم انتما انتما مونطاجي تخليك تستنى زعما دابا شوفها عندهم يداو لا حنا اصلا خايط ضد التمرض هذاك هذا الماط قداش اخي هادشي اللي كتعاود لي دابا وحق الراس لا تنحط راسي عشت واحد شويه منه ودابا تنحط راسي وانت كتعاود تنحاول انا ديما نحط راسي داك السيناريو اللي تعاودش وحق ربي الا مرضت بهاد المعاوده تنضرب الطريق وكذا ودي 20 درهم ونقاس وكذا ونعطي المول الطاكسي وباقا 2 درهم هذا بان لي دابا لي ستور هنا راه ما عندوش باش يرجع يسير راه عايش مع الفيلم اصاحبي راني عارف كنقول دونك خرجت تسنى وبان لي انت غادي بلا فطور بلا تلعب لا شوف الحياه انا باغي نخدم والبوستو شنو اللي كان يسير حوفه وانت باش تبعني دابا غادي نمشي غادي نخدم مع اساسي قلت صافي خلاوه تسنى فهمتيني الكاتب تبقى تطوع من هنا وتتبع شي ديرو تبقى تمشي هنا وتجي من هنا ما فيهاش شي تبقى تسنى هنايا تيجي شي واحد تيدخل شي واحد تيخرج تسنى والله رونديفو يعني شي 10 ولا 11 ما عقلتش شنو الساعه بالضبط المهم على رونديفو خليني تسنى شي ساعه ونص عرفتي ماشي وليت كلي غوشيه انا اصلا شاعر دخلت عندو دخلت وقال شي انا في القضيه ما تنجعش تدخل شي واحد اليوم ما تنجعش نجلس حتى تيقول لي جلس حتى نجلس ما داشي لسه بقى واحد خليها انا واحد كنت اخويا هاكو وانا تبدل كنت هاكو والله معلم اصاحبي جوج كوسيري عبد الله عبد الله راسك سكر راسك زين في الماء دخلت نزار الكوسكار عبد الله تبقى تشوف فيه باقي الجزائر ما كاينش داك اللي يقول لك وقف وما كاين ما كاينش داك اللي يقول لك جلس اللهم جلس صافي تنجي نجلس قلت له بلان صافي خلاني واقف شحال ده هذا صوفي ديال التليفون تدور في الكرسي تدور هنا يا فهمتي ما كاينش انت شني ولا انت غادي غادي تصار تنسالي تنشعل شويه باللي ريحت سي بيان سي سي
on vous demande pour un poste. Qu'est-ce que j'ai plus l'informe? Les pardons? Qu'est-ce que j'ai plus l'informe? Qu'est-ce que la réponse des mécaniciens à ça? Qu'est-ce que t'es faux ou pas? Monsieur, désolé, t'es pas qualifié pour ce poste. ما عنديش مشاكل. كي غندير خاصني نخرج من الشركة، نخرج نهبط للشارع الرئيسي، ما عمري درت أوتوستوب، ما كاينش طوبيس تما، طاكسي بيض أش غنقول ليه؟ ويلي أش غندير؟ لابس ديك القميجة ديال الزبالة، فهمتيني؟ فاز داك الشوميز ديال اللي فاز في السيفيات ديالي بحال ساعة، وعكاع، أش هاد؟ لقيت غادي يخطبوها على رجليا، غادي وشاعل. في البكيو بغي نخرج جوال ما كاينش غادي بلي وحده موقديس اموق يلا بغيت هذاك الاوسط باش ندير بحال كما ماقدرش درت ها هو يدير بحال هكا هاك شوافي عارف ولاد البلاصه هذا الصط ها قف طلعت معاه باصا اكثر مزيان معلم مزيان قال يا زوينه بقيت بقى نفرقع معايا بقى يدوي معايا هكذا وهذيك وصلنا للسونطافيل انا غنوصل للسونطافيل ياك لكن خاصني باش نطلع ترجع خاصني طاكسي 100 درهم ويلي 100 درهم صاحبي واش نقول 3 درهم كي غنقولها ليه قيس هذيك اللعبه باش نشوف فيه قلت لها انا غنطلع دابا السباته الا كان سلفني واحد 3 درهم ده هو يحط ديك العيله وجا وحط لك تي والله تشد جوج درهم قلت له واش تشد حطيت ديك جوج درهم خدي 5 درهم قلت له الله يرحمك الوالدين خلي التليفون ديالك قال لي هذا قلت له الله يجزيك خلي التليفون ديالك خلي لي التليفون داز الامور بخير مشيت شتي الطاكسي طلعت للدار بقى التليفون ما عيشتش ديك الوقيته داز الوقت شحال عندي واحد خويا بادي واحد الشركه ديال الكاردناج سيدي داكشي ديال الكاردناج واحد النهار كانت حنسه في بوست ديال شي واحد خاصو لي دور لي على لي زاجون ديال السيكوريتي خاصو الكونترول ديالهم فين كاين ما نسيت وانا نسيت هاد السيد انا ناسي هنايا المهم عندي فراسي هاد القضيه انا وانا وخويا كان يقول لي شي ديال الكاردناج نقول ليه نقدم انا حساس صاحبي اش انت هاد التخابيط انا قاري وانا هادي وانا سميتو غنولي وكذا وكاع في عطاء وكذا نسيت تسخير راسي حيت انا عندي الحلم دار الطوموبيل كنت باغي غير دار الطوموبيل وتجوجها والعراشيه بخير وطابعه بحال المشاش ونبقى نشكى في القهوه شنو كنت باغي انا؟ اخي الحمد لله احمد الله واش احمد الله واش صافي داز هاد البلان غدوز نعيط له فلان بخير كذا واش عقلتي عليا انا فلان فين بخير جا علي مولا مبقاش خدام ونشوفي مع الخوات يخدم معاه بقات العلاقة لوز بقى مع الخوات خدامين بخير زين شو دابا هو جيس اللي دار معايا فين ولا دابا خدام بخير انا خوك عبيط باقي مشوم انا ريح قلت غنمشي عاوتاني للسبور رجعت للسبور عاوتاني الحاض وكدا والطوان والو بان لك شي مافيهش فلوس قلت عيط لي واحد لاميتي ناسيونال في 2010 قلت عيط لي اس تي ميكرو الكترونيك تصاوبت لي سيمي كونديكتور قلت عيط لي تكنيت هاد ماتونس واش تسمع اس تي ميكرو الكترونيك شركه زعما لي ريفيرونس واعر حنا كانوا قالوا تقولنا راه مدرسه يعني اذا تعلمت في اس تي ميكرو الكترونيك اي شركه تقدر تمشي لها بخير حيت لي ستاندار باش يخدموا طوب فهمتي لا في السيفتي لا كاع لي ستاندار طوب مشيت تمايا بخير دوزت العام الاول الحياه عرفتي تما حكا كنت تخدم كاين اون سا بلونش فهمتي تلبس واحد لابلوز اونتي ستاتيك
فهمتي على حساب داك لي سيركوي تكون محلولين ولي كون كدا ولا عصب كدا تحس راسك بحال شي لابو حياتك شي نقي اللي عندك لي زومبيراتريس كدا وهادي تيجي تجمع فهمتيني بيخي تجي بلا تيسير المهم ما عليناش من بعد من بعد ماشي موضوع ماشي موضوع ماشي موضوع نشدو عندي لا لا مزوج اخويا عرفتي معاك هو هذا ايوب هذا ايوب باش ما يعرفوش لا ايوب لا ايوب باش ما يعرفوش ايوب ماشي اه ماشي انا تقول بالسمية لا ايوب ما مشيش لا مشى شي حاجه لا والو ما يستاهلش لا لا خلينا في دخلتي السيميكونتي مشيت دخلت تما بان لي جو زوين انت تكنيسيان د مانتونونس كاين اون لين دو برودكسيون بخير كدا تيتيز لعيبات كدا كاين واحد الكادر زوين تتهبط على ستوريكا وريستو حكا تتهبط لها حدا بديك كنا هذيك مارين ستيل عرفتي بزاف فريستو دايرين لي مانوفي ولا التكنيسيان بلاصه فنفس ريستو معزولين في جهه والاخرين دايرين بيناتهم واحد البارير لي كادر طيب نفس ريستو بحال دابا هنا في هذا الشيء في هذاك اللي ولا نفس الشركه بحال دابا قلتي دابا فيو كان قاسمين دابا هذا الشيء قاسمين على جوج وحدين جالسين لها فهمتي الاخرين زعما لي كادر وسميتو وهذو الحفاه هادشي ما كانش في الشركه اللي بيتي ناسيونال ما كانش دي جي يقدر يريح معاك ديك اللعيبه ياكل معاك في الطبل هذه حاجه زوينه هذا هو الفرق اخي كان زوين تريح معاك في الطبل ما عندكش مشكل فهمتي نفس الماكله هاد الشركه ديالين الدوله كانت هي كانت فيها اسيويه لا في الاوروبي الايطاليان او دي فرونسي هما لي فونداتور ديال لي ايطاليان دي فرونسي مي ميتي ناسيونال شيكون عندهم هاد زوين خدامين بخير مو عجبني لي ستوندار داكشي فين خدام الجو فاش خدام وفي الصالير كنت ناخذ بديت ب 3900 وصلت لي 4100 صالير دو باز فهمتيني في الاخر الشهر شحال تنجي تخشي بجيب جيبك دي فوا تندير لي زور سوبليمونتير كدا هادي توصل عندك البوسيبيليتي كدا وهادي بعض المرات تنخدم بالليل فهمتيني انا عاود نفعل الخدمه الليله فيلم عاوتاني تنخدم بالليل ديك اللعيبه تيكون زايده 50% فهمتي كثير تاخذ 150 درهم في النهار تزيد لك واحد 75 درهم المهم صليت ولا شويه مزيان واصلا دايرين بك دوك اللي دايرين دوك راك انت تكنيسيان ديال مانتونونس راك فايس الاحلام دوك الفتيات هي تاخذ 2000 درهم تتبان لي انت راك مكبسها انت يعني تلاقيتو بجوج غتكبسو غتاخذو دار وطوموبيل والحياه سهله تيبدا داك الحلم تيطير بيه بزاف ولا تبيعو ديجا تما فهمتيني تقول لي شوف غنتعاونو انا وياك غنزيدو 4000 ديالك و2000 ديالك غتولي 6000 شحال تجيب لنا لدرنا الكريدي صافي بارتي ياخذ البارتمون ديال 25 كريدي طاق واحد بنت خالته غتكون ديما عندها واحد بنت خالته غتصل لها 5 مليون تقول لها فيلم تقول لها شوفي خذي الطوموبيل خذوا الطوموبيل بجوج ترونسبور تتشد تقول شوف ما نولدوش من 5 سنين تتبسك له العام الاول تتوام زيد معلم صافي مشيتي دابا اخي ايوب لا معلم مشيتي بلا خلينا راه حنا ايوب جاي تنقيدو يتزوج خرجوج اسي ايوب ديال حدك صغيره صاحبي مالك بخير كدا هادي مزيان تحضرتي معاهم طابت معاهم دوزت معاهم حتى 2012 غنعاود لك الفيلم بعدا دابا ملي دخلت تمايا بان ليا الفيلم ديال انا خاصني باش نزيد في الصالير تما خاصني نزيد نقا قلت حدا باش نقا خاصني نقا بنهار انا عندي باك بليس دو خاصني نقا بنهار كي غندير ليا حدا نطلع نخدم بالليل الليل شنو كانت ليكيب ديال الليل كانت ليكيب سي ولا ليكيب سي كتمنع 10 الليل 6 الصباح والطونسبور تيجي حكا كان عندهم طونسبور تيجي يهزك مع تسعود و ملي تخرج مع 6 7 تلقى راسك يعني عندك ديما ساعه طونسبور قبل وبعد تكون تسنى واحد ثلث ساعه قبل واه مزيان قلت غنمشي بخير غنبدا نخدم بالليل اون بليس بالليل تزاد لك 50% ديال الصالير الحياه مشيت دفعت لافاك ديال طريق جديده خاصني دابا باش ندير داك الماستر خاصني واحد المرحله انتقاليه ايطاب ترانزيتوار شنو خاصني ندير شي ليسونس برو
لقيت ليسونس وحده اللي قبلوني فيها هي جيني دي بروسيد هي ليسونس ديال الشيمي انا ما قايت الشيمي فهمتيني تلاحيت كيفاش راك تقبل مشيت عند داك الطويل لقيت عليه شوف الشباب وانا بغيت سميتو صوبي عائلتي وعاونيت نمشي على الدور قلت له وانا عاوني راك تخدم بالليل وجيت دابا هيا هيا كونسيستنس لقيت نتبكى عليه صافي تا قال لي يا صافي زيد باش حنتوما قلت له حنا سبعه وكذا وكذا صوبي العائله وكذا باش نبقى نتبكى عليه تقبل لي فهاديك انا لا علاقه عندي باك عندي تي اس في ماتونس اندستريال قبل صافي انفو قبلني صافي مشيت ديك العام مثلا بقى والو فداك الشيء تمشي تمشي خدم بالليل الصباح تمشي لافاك ولافاك تمشي هذوك هذوك القرايه تمشي لا علاقه له هو قاري واصلا هو قاري الشيء من السنكيه انا بقى والو انا تمشي ها اش درتي تليفون تليفون لقيتك ليسونس دوزتها باللي عطا الله خديت ديك ليسونس وزي شوف دابا لي فيك ولا القرايه حفاظ صافي ماشي ما والو ما عرفتش شنو قريت بعد داك المهم حفظتي داك الشيء اللي لا ديستيلاسيون ولا انسيني ما عرفتش داك الشيء اشنو هو اصلا داك الشيء انا فهمت داك التوصل داك الشيء المهم لوبجيكتيف هو المهم خدمت شحال الدراري خاصني ليسونس باش ندير ماستر خاصني ليسونس داتا باش ندير ماستر داتا كي غندير هذا الشيء كي غندير شوف هذا الشيء كان ما فيش انا باك عليك بعدا فكرتي انك تقرا باش تابغريدي في الخدمه اه وي حيت راه زعما هذه الفكره ما كتكونش عند بزاف ديال الناس كاين اللي كيدخل صافي كيشد الاستراتيجي تيبقى كان عندي دابا في الخدمه ممكن تسكيلي مزيان بالعكس برافو عليك والله كان عندي هذا هو الحل الوحيد الحل الوحيد اللي كان عندي صافي قلت بلان كيفاش غندير دابا دوزت ليسونس غتخدم بالليل شوف واحد تخينا وليت حسيت والله تخين دابا راه الخدمه ديال الليل الصباح هذيك الطريق واللعيبه بلاتي نكمل لك انت تسالي قبل ما نرجع للطونسبور خاصني ندوز واحد الساعه في لاصال بحال دابا الثلاث والخميس والسبت كانوا عندي كانت عندي لاصال باش تبارك الله حتى والله تعالى دابا بان تيشوفك دابا بخير وكذا تيقول هذا راه قاع مسكر فهمت هادشي هو تا ولا شي حاجه مزيانه هادشي زعما دابا الناس يسمعوا هادشي كيفاش تصايب مزيانه اخي هادشي غير حنا دايرين هاد اللايف هذا اصلا باللي ما تجيش تجي تبقى تشكي علينا كلشي راه ما يساليش من الشكوى سير تخدم ها انت الدراري هما تا هما شكاو وشنو داروا قلبتي لحد بقيتي ديك اللعيبه عاصا ديك اللعيبه بقات تبكى الوحش دابا دابا تقبلت راه عندي سميتو تقبلت ماستر في لي فيستي ديال ستات ستات دابا عاوتاني كيف تخيل دابا غادي تزيد عليك الطونسبور عندك الفلوس شي ويكاند ولا باش دابا لا انيسيال ولا الحياه 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 باش تعيش الحياه خاصك شوف انا نقصيك الكامل تخرج من لاصال دابا عندك 3 ايام لاصال 3 خميس سبت نعطيك النهار اللي فيه لاصال خرجتي من لاصال تخرج من لاصال مدوش ناضي تسعود تشد طونسبور تخدم 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 السبعة تيحطك طونسبور في طريق مديونة في كازا خاصك تشد طاكسي بيض من تما للسطات خاصك تقرا ترجع تعاود نفس السيكل نهار في لاصال ونهار ما فيهش تخيل هذا ودابا يعني ديك الوقيته ديال النعاس هي ديك الوقيته ديال لاصال ولا شي وقيته ديال النعاس كنت نجبد في الخدمة أولى في القاسم واحد القضية لي بو جو بونس في الخدمه ديالو تيكون عندهم داك اللعيبه ديال الكارد هو خصو غير يمانتو لي ماشين خدامين مع فوالا شفتو كان كان شي حاجه عاد كي انتيات ديال لي زوبيراتيس اللي كانوا في الخدمه ديما ضاعوا شويه تاع شو هكذا هذه تجي معك شكل عطاك تضحك معاها سامباتيز معاها ماشي ديك الاباعه ديرها تسيت لا ماشين تخابق عليها وتعيط ما كاينش شي كنسد ماتونس تهلا فيها اختي خديجه انا غنمشي نتكى واحد شويه غدا راه قاعد عندي امتحان وكذا هذه سير الله يسلك شوف شوف انا غندير بلوكيها حتى تجي على خاطر يقدر راه مولود التكنيك تاعها تيتعلم تيتعلم تتبقى بحال هكا دي فوا تكون دي فوا تحضر احنا في استيت ولا معطله يعني مول صافي هذا الساعات لا ماشي خصك تفاتك ديك الليل كامل تبدا الخدام فيها و دي فوا تكون واقفين على بروديكسيون وتما عاطينهم في البروديكسيون الا كان باغي عنده في لوبجيكتيف مثلا 100 بياسة تيقول لك ما خصك دير لي 100 باش يلاه تجيب لهم ديك 30 انت تيقول لك انت ما دخلتوش لوبجيكتيف وما فهمتش ليا ندير لهم دوموندي غير 10 ماشي شعل فيك العافيه شعل فيك العافيه سالينا هذا البلان في الخدمه في 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 المدرسه في لافاك في لافاك دابا ممكن في لي فيستيك لي بوف دابا انا كان ديما ديك القضيه تنبغي نتوركي تنتوركي بالطريقه ديالي انا كيفاش ندير دابا تنبغي نتوركي مع شي واحد خاصني نشوف البوزوان كيفاش عنده
تمشيش عنده انا نقول ليه وانا بغيت من عندك دواء استاذ وانا خدام ومحن وكذا وهذه وخليني ما نجيش الحصه ديالك ولي عند راسك ما تجيش معنا نكسر لك زعما فهمتيني ولا معك ديك لابسونس تمشي عندها تقول ليها استاذ عندك مشكل قال في دوك باليمين تقول لي راه تما كتشك شويه ميل اش تقدر تنفوسي هذا الميسكل هذا المهم على كوش دو سبور خدم بسدات ليكزيرسيس جاوب 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 انفوسي شويه لومبير انفوسي شويه لي زابطو هذا ليكزيرسيس ديالك تقول لي غدي تنقول لي استاذ فين وصلتي تقول لي لا بخير والله الا شابتو راني مزيان راني غادي مزيان تقول لي ديك العلاقه بيني وبين بالاستاذ تنولي عشيو ماشي استاذ ديالك شوف تنقول الاستاذ والله الا به غادي مزيان خمس بالي لا شونجمون ولا والو تقول الله يخليك هادي هادي قليل تيفكر فيها كلشي غادي للمدرسه هادي شي يقرا تيخدم بعدا داكشي اللي عنده راه تيضرب في جنابو تيلقى شويه انا كنت قبل ما يبدا العام سيرتو من ورا الباك تمشي عند الناس اللي سبقوا والله يحفظك عطيني شويه ديال الطاطا على داك الاستاذ بروفايلين طان طان هذا عنده معاه كذا هذا عنده معاه كذا هذا عنده معاه كذا هاد اختنا هادي متحرره استاذه الفرنسيه طان 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 مع دخلنا واش قلنا كل المواضيع اللي كل واحد يزيد لنا بحث العام قلت له انت وائل ويقول لها قضيه فلسطين يقول الله ينعل لك الواليد ما بقاش معاك تقول لي انت وانا نقول لها الثقافه الجنسيه في الدول العربيه لا اسمع المواضيع اسمعوا المواضيع اجبولها الاستاذ راك في جمعه من ولد العام صافي شي وانت شي في شي عاوتاني واحد الاستاذ سولت عليه قالوا لي هذا شو لي سي حسن دو دوزيام اني ديريت البي تي اس قالوا لي ما تيحملش يقري كار انه يقري كيجيبوا التلاميذ هاد السطع هذا مشيت كنقول التلاميذ راني درت واحد البحث هذاك الاستاذ راه ما تيبغيش يقري غير يلاه بحالكم لا تيمشيو عنده تيدخلوا واحد نص القسم هو ما حاملش يقريهم غير تصور ما دخلت عنده حتى حصه حتى لخرت العام تيجي تندخل كاع كلشي الا هو وسط العربيه ما عمرش كلشي تقول لهم الله يرحم لكم الوالدي تيجيو التلاميذ عندي تقول الله يرحم لك الوالدي راه تيسول عليك قال لك بغا غير يشوفك بغا غير يشوفك تقول دابا نمشي عنده وبغا غير يشوفك واش حيره ما قدرش يحط شي نقطه وانت ما كتبانش عرفتي تبقى شي سيمانه مشيت عنده قلت ليه السلام عليكم استاذ كتسول على واحد سميتو محمد هو انا قال لي علاش ولدي ما كتجيش قلت له بحال هكا استاذ سولت عليك قالوا لي انت راه كاع ما حاملش قري ودك خوتنا راه قلت لهم راه ما عندكم ما ديروا بشي عربيه في البي تي اس وما عندها باش تنفعكم ولكن الله يهديهم استاذ وسمح لي بزاف المهم سولتي فيا راه انا راه ما بغيتش نبرص ويقول لي الله يرضي عليك ولدي شحال بغيتي نحط لك قلت له لا حطيت ويقول لي اجي نشوف النقطه الاولى عندي اجي نزيدك عليها نص 16 ونص طليه صح قرب انا خايف البي تي اس نمشي نجرب العربيه مش نحط شي نقطه وانتم كتقولوا لي كاين كيدخل عند الاخرين ويقولوا لي هذا ميت ما كاينش سيد غالي شوفت عليه والله لاحظت لي النقطه الاول تفهمت هذه مزيانه ديال تمشي تيتوركي مع الاستاذ صافي تنطلق مع الاستاذ نجمع معاه صافي تنقول لي شنو خصني نشوف البوزوان فين كاين اي نتورك تناخذ بحال تنشوف واحد عطيه انا الاول صافي نعطيه بخير اوتوماتيك هو تيعطيني اذا كان ولد الكلام المهم صافي السيدة ولا تتعامل معايا زوين تيعطيك تعامل معاك زوين لا في النقطة لا تياخذ لك حساب الحالة ديالك انك تخدم بالليل وهادي تيقول لك شوف هذا سوف بلا ما تجي ها البوليكو باغا غتلقى عند شي واحد في الدار خذو من عنده فهمتي ولا الامتحان شوف راشي معاك هاد البارتي اللي غتكون فهمتيني ولا الامتحان تهضر لك هوم وورك كاكسيبسيون ديالك بيان سور صافي بقى تعامل معاك حتى الماستر تيتعامل معاك شويه وي طالب شوف اخي كلشي شوف الانسان ديما كيتعامل وا خاصك حتى انت تكون انت تعرف تتعامل شوف الله الا كنت ملي بو عشير تمشي معاهم مزيان بيه ومزيان اخي انت خرجتي لسوق الشغل طورتي هاد اللعيبه ودخلتي عم تلقى مثلا داك خونا اللي جاي براق راق راق تدخل الماستر ديريكت ما تلقاش عنده هاد المهارات تلقاه بجي جي تيكرد تيضرب الامتحان وقيته هي الوقيته وتيضرب الثانويه وتي جي بويسي نون باراليل و كيتنقض عليك انا جبت النقطه الاول بخ الحمد لله الله يرحم الله ونشكر خلينا بالغساني صافي اساسيده صافي بديت معاهم مزيان ولاو تيعطيني شويه قران نجي ما نجيش شي نهار ما نجيش
وليت اليز وليت اليز لاصال خلاصال تنجبد لنا صيفه والخدمه وبخير الحال مزيان خديت داك الماستر الماستر بصوا ديك اللعيبه هذا هذا خصني الماء ديال فهمتي ديال الزباله اللي عطانا فاصله شي ما فيهش فلوس زين فيش فيه الشو طبعا فيها الشو هذا الشو تقول لك واش ايكول انجينير كذا تيني لوريال دو سبيت دابا شنو ولاو دابا تيدير لك باور بويتي يسمي لك اش بغيتي اش بغيتي انجينيور سميك انجينيور هكدا اجي يلاه شركه تيكي شركه تيقول اش بغيتي انجينيور فاش فستاتيستيك دو عطيه انجينيور عطيه شوف هذيك اللعيبه عطيه شوف صافي شوف السيرموني سميتو تيتصور لك لوريال اللي فاتو شركه صاحبي خصهم يعرفوا سي توا اللي زيقولي ولاو دابا اه بيزنس والوالد والوالده خصهم يشوف ولدي ولا مهندس حط حط عليه 7 ولا 8 ملايين صاحبي في العام كل عطيه شي ديما يبيع ماشي بيزنس هو يدير لك ايكون على هذا النقاش تنديروا له نقاش قول لي واحد تيقرب 10 البركات في العام ودي قرا 5 سنين سيميو با يعطي 10 البركات ويقول لك ولدي سير حل الشركه ويضرب معاهم في السوق وفي الشلا واجي العام الثاني نعاود نعطيك 10 واخا يكون حمار اجي في العام الاول الثاني الثالث ولا ما طلعش من العام الاول انا كتكون ملي كتكون غادي بديك الروح ديال دي تقاتمنا فات كتلصق في الجيبه هذاك الشيء كاين والله الا كاين هذاك صافي مشيت صافي خديت داك الدبلوم قلت الله حكمت الماستر دابا انا غنولي كادا كنت دابا كنا تما في هذيك الشركه اللي كادا تعطيهم واحد اللبسه واحد هذيك لونتي ستاتيك اللي تلبسوها شي بيه زوينه كادا تيبان لك ملي فهمتيني تي تي سي بريدي فيها كادا فهمتيني وحنا حوفا ميكانيسيان فهمتيني بحال داك الزاق اللي لابسه خونا هذا اخويا بخير لا عرفتك انت الانترنت والله لاحظ شو قام انا حيت بدا انت تتفهم كافاطا ولا لا شبيز معلم هي هذيك ما عندهمش شي اشكال لبسه ما تقلقت لا 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 تقلقت لا خذ راحتك لا خذ راحتك صافي عطاوك اللبسه ديال لا لا بلاتي مشيت عندهم مشيت عند المناجر ما عجبكم الجبل مشيت عند المناجر قلت ليه لا فكيش قول شي دابا كيش قول شي قول شي صافي سالات لا كانت واحد قول شي ولكن خفيفه ماشي شي حاجه هذيك سميتها ما شواش نتوما مول بعدا انا ولا تصيفط لك واحد بي بي في مصر سير كيما جيتي عندهم قلت لهم عطيني غير لا مشيت عندهم مشيت عندهم قلت لهم شوف انا خديت خديت على ماستر ديتا كدا عطوني ان بوست ديال الكادا فهمتي عطوني شي شي بوست في لا ديفيزيون ولا شي لعيبه ولا كدا ولا شاف دي كيب ولا شي لعيبه ولا هادي قال لي واحد الكلمه ما نرجعش بحال قال لي شوف ولدي الا بغينا نجيبو ان كادا تنجيبو على بابا تنجيبو ان كادا فيرج قلت لي راسي طن غير تمشيو لليميت ونجيبو كادا جديد من دور صافا راسي بقيت هضرت على حق علاش دابا انا تيكنيسي د مانتونونس ديما تيكون عندي الحنين لا ماشين ديما باغي ندخل نخندش نعرف كدا يعني الجهد ديالي غنعطيه لا ماشين اما تجيب كادا خا صون مع المهم مع الموس تجي تجيبو خاوي بحال شي سيدي خاوي تتعمر عطيه واحد تتفورمي غدير ليا واحد جوج ثلاثه ومن انا ما فهمتهاش في الاول فهمتيني وما قالش لي واش عرفتي قال لي بغينا كادا تنجيبو كادا من على بابا سالين سالين قاس حق انا خرجت حاقد مع العقليه سبعتها والعباد وكذا وانا مراقيت وتعذبت الشمة تتلاقى مع هذا علاش اخي تقرا وتعذب بوغ واحد الكول وفي الاخر يصدمك هذا خونا بحال هكا راه كي مزيان تسمعوا بلي الحياه راه ماشي ديما تاخذ داكشي اللي بغيتي غتخدم وغادي دير كلشي صحيح وما تشد وما تشدهاش وطبيعي ما حملتهاش ما حملتش راسي بابا ما تقبلتهاش حسيت بالحضور والله فيت مو بكيت ولا عيبات وداكشي قلت خصني ندير شي حل كيفاش غندير غندير رجعت بعدا للخدمه رجعت للخدمه خصني نرجع بنخدم ما عنديش الموال غنديميسيوني اش غنمشي ندير صاحبي كدا شويه بديت ابغريد السي في بديت نتعب السي في بعيط ليا حتى واحد ما عجبني حتى واحد ما عيط ليا كيف شنو غندير شنو غندير شنو غندير بقى تما شاد السون تتبان شي خدمه بقيت تما شاد السون كنت قلت لكم واحد خويا عنده واحد الشركه ديال الكارديو شنو وليت ديك الخدمه انا شنو دابا مكثرت انا ولفت انا العصار وكذا والخدمه بالليل وكذا واللعيبات ولفت داك الاكتيفيتي بزاف حس براسي بحال مشومه تنقاش بالصباح بحال مشومه ولا واش تقول لي
كان هو شاد واحد لا ريزيدونس في الكارديناج، شاد السنديك ديالها، شاد السنديك ديالها شاد الكارديناج ديالها ونيتواياج ديالها وكلشي، المهم شاد السنديك والجاردان وكلشي. انا كنت شناهي خدمتي انايا؟ كانت خدمتي ما تتوصل كل تريمستر كل فيلا تتخلص 1100 درهم، تتخلصها بشيك تما فين دوزت اقوى الفورماسيون ديال الشركات، فهمتي؟ دابا الشيك جيب لي قول عاوتاني، ما كنجيبك ديما الشيك مصور، الشيك مضروب في الشيك، جيب لي شغل هاد السطح كيف فهم في الشيكات ولا دكتور ديال الشيكات، طبت بالشيكات صافي. اي شيك دابا جيبوا لي، المهم الحمد لله تنتعلم ديما ديما تنتعلم ديما تنتعلم صافي. تمشي لكم في هذوك الشيكات طان 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 طان، وتما شحال واحد دوز عليا وكذا وهادي، ونتعلمت منهم بزاف البلان. تنبغي تنتسخر ليه، تيطبع عليا واحد 100-200 درهم كذا، كان ديك الساعة تيعطيني واحد الطوموبيل واحد الداسية بحال حفا، وأنا صغيرة تنطلق في يديا. كيفاش هاد البلاصه؟ تمشي لدار الضوافط مثلا تنجيب 6 شيكات واحد 6000 درهم، وفي خونا فينا هو مليح وتضرب على واحد الافير اخر شاد واحد ريزيدونس خاوي. كيفاش هاد البلاصه؟ لا حيت كان خويا كان معما قلت لك انسبيراسيون بالنسبه ليا كبيره، ممكن ما كانش هو ما نعرفش شنو شارك. هنا بدا تيبان لك الدومين ديال المقاولات، هنا بدا تكتشف بان ممكن انت دير شي لعيبه بحال هكا. تبان لي سيرتو هو الدومين ديال الكارديناج ديال طوين بدا تيبان ليه قايب داك الشيء، بان لي داك الشيء قايب، وبان لي مع كثر تنسخر لي تيبان لي داك الشيء نقدر نديرو، يعني ماشي شي حاجه اس اس تحطو كدا فاند ميناج تجيبها تتشد الخدمه ب 3000 درهم تتعطيها هي 2200 درهم تقاد ليها مثلا الواقي ديالها والعباد ديالها. المهم هذا هو البلان، سالينا لهاد هاد البلان ديال خويا تتسخر لي تتسخر لي تتسخر لي باش نفهم العباد البروسيس كيفاش فوالا فلوس شويه بديت تنهز داك الشيء تحطو في البنك كدا تشد بالكاشي تكاشي اون دوسي شيك تسيني كدا. كيفاش هاد البلان زوين هادشي عجبني، بغيت ندخل البنك صافا بتا شوف غير نمشي عندو شحنا دزنا البروف نمشي عند البروف يقول لي خويا بغيت ندير لاندي البيج عندكم في وكان الله يزيدك شوف يقول لك خو محمد هذا السنة طلع لي فراسي انا شو صار لي بحال اخي شوف والله شفت شي لافاك بغيت نسمعك براب لا لا والله الا اخي تبغي اللوجيستيك جي باو حطمو هنا سليم كاينه ما عرفت انا واش تبان لا لا نشوف ما ضربنا حنا ضربنا البراتيك باغيين نرجع للثيوري باغي تنقول راه الا فهمت الثيوري لي زامبو تاع فهمتي سيميون فهمت الثيوري حيت فهمت فوالا هذاك الفيلم خاصك تفهم هادشي راه واخا تقرا لا واخا تعيشو ديرو حنا درناه
كونطوني الناس العامر الناس تخلص انا تخلص ليه ليه باش كذا اه البلاتفورم شي حاجه انا فهمتها ليا ما عارف فيستور ماشي زعما يقدر كاين والله بغيتي تمشي غتلقاو يوم تما غتلقى والو يبقى اخي ويدوز هي البراتيك يبان له كونطوني قدام عينو تيهزو تيدير كذا عمر داك شنو البراتيك وما يجي يوريونا اش كيتسمى التيوري شنو ما فيش فلوس لا شي خدت تكون شي حاجه انا تنامن بلي البراتيك بلس التيوري تتركب القضيه تواضع منك لا لا وحق الرب اخي الله ما غنحتارم تمشي لافاك تخيلك دابا غتمشي لافاك دابا غتمشي غتحط لهم الفيراري تحت الباب ديال الويكاند ديال الويكاند ها الويكاند بدي نمشي نقرا الويكاند ما نقراش السيمانه ما نقدرش اصاحبي السيمانه كامله ترى نحماق انا راه حاصل في الخدمه ايوا صافي تمشي لهم هذاك السبت والحد صافي تحم بيسخ بنيت وركي شوي نيت وركي صافي انت ما تعرف ذاك البروف جوج ثلاثه تولي يهزهم يديهم يخدموا معاك تبلاصي واحد في الامارات تقول لي شي حاجه تفهم في سميش وزير اخويا السعودي ديال هذيك اللعيبه ديال موغان احمد موغان تصدر فيه عطاهم ديريك بلا دونك الله خير فهمتي الشركه كيفاش قال لك بان داك الدومين بان داكشي فيه عمر قلت هذا صافي دابا الخدمه اصلا ما بقيتش نخدم بالليل انا حتى مشيت تما تنبقى مجمع مع التجهيز فاطمه هكذا عطيني التليفون هكذا فاتحه هكذا شويه بديت نوض ديال السطيع مع البنات كنت مخرج وي ما عليناش صافي فهمتي ضوعوني بيناتهم شويه هبطت النهار النهار انا تكون خدام بالليل تكون بحال شي هادشي زومبي مخبى بنهار اضاعه وعيبات ما عجبنيش داك لي زواق صحابين ما عجبنيش داك الفينا عرفتي ما عجبنيش تحس براسي مزير تي ريسبونسابل دو فيا قدام هاد الماشين واقفه من هادي شوف انت شوف انت صافي دي بعيطه ديال الاراش مالك مع هاد ريسبونسابل مالك انت ما بقيتيش باغي تخدم قول لينا الساعه كانت كان طوندونس تمشي لهاد الكانطا بزاف اللي عنده ورقات وكذا وعنده بلاصه اساس وعنده داكشي هذا البيت عادي الماسينات اسمه مو زوين ديال الواقع صافي مزيان مزيان تاعنا لا اخي كاين ديكا كاين ديكا فهمتي انا ديما تنحاول ناخذ الحياديه كاين انا كشفتو ديال سيد عمليه ب 90 مليون ما يقدرش يخلصها والناس خلصوا واحد لابارتي ولا سي ان اس اس لا ما عرفتش شي المهم شي يقدر يكون شي ماشي اسيرونس كنسميو شي ضمان اجتماعي اخر خلص خلص لابارتي الاخرى واخي راه كنا انا جد نشوفو هذا ولد الحومه واستاذ كبير ماشي واش ولد الحومه راه قلت الوالي كان يجي يموت زعما كل ما كانش داك الكسمو الضمان الاجتماعي كان يجي يموت ما يقدرش يخلص 90 عمليه القلب كاين ديك حالات اي هو ماشي كلش هادي مرض يموت ولكن هذاك اللي وقع خير شي خلص على شي دونك انت شي بان ليا غاتخرج من هاد الخدمه هادي غادي لداك الطريق انك تدوزوك النهار مع الاعاش ديما تبيها عليا انت كندا تقول لي الاعاش يقول لي تقول لي واش باش تمشي قول لي شوف عطاك دو كونيسونس فهمتيني باش تمشي تخدم شي بلاصه ولا كندا كدا شوف هاني قول لي تبقى كتعرف ولا انا باغي نخدم في البوست ديالك رجعت تبقى حاضين انا صافي تحس راسي ما عارف مو واحد نهار واحد ريسبونسابل ذات لي واحد الجلسه ذات لي قلتو ف سميتو ريسبونسابل كبير فهمتيني ذات لي واحد القمعه قدام عباد الله ما عجبوش الحال ممكن ماناجر هو ماناجر دو لين دو برودكسيون بحال كنت في الشركه عندنا سي لين دو برودكسيون هو ماناجر ديالها يحاكم على تقول لين دو برودكسيون سي ماناجر تقريبا جيج واحد 1000 واحد فهمتيني يعني كلمتو شي دوز من تما انا في خص هذيك اللعيبه كلشي ديك اللعيبه تبدا يفيد وواحد اللعيبه ما تنفهمهاش في الخدمه علاش ما تكونش الخدمه وشي دوز ان ريسبونسابل وشي وحدين خاصو يبين راسو انه خدام وداك ريسبونسابل انا عارف ما خدامش ولكن تيعجبو الحال لا انا كنت لا تيدوز ما تنتسوقش ليه انا يمكنش الخدمه انا ما يحسوني مال هاد لا سميتو يمكنش لا برودكسيون مسح معاك هاد لا ماشين واخا صافي فهمتي تقلب لي على بالكول بحال كان غادي نحط واش ندوي معاهم تدوي لوجيك انا في الاول حاقد انت ديجا عندك الحق ديال مع بغريد صافي ضربتي ديك التمانه انا خويا كنضرب ديك الشيء خرج ما تقدرش نصبر صافي حقت صافي حتى الشركه بات مصباح
قالت لي تشوميره ما كاين والو ماي الواليده مالك ماشي تخدم ها لا صافي مشيت ها عافاك اولدي شوف والو واخا سير ساح شوي صحيت تعيطوا ليا ما تنجاوبش والو صافي غبرت حيت من ديك الشركه انت ما كتجيش البريافي لا مالك البريافي كان صافي لا تخدموا لي معكم فيو كان نخرج عليكم انا لا لا شوف انت خايت هاد اللعيبات هادو على قبل حتى الاتموسفير اللي كانت تمايا ما واش ما الغيساني بنادم ما تعمل بنادم كول لا بنادم جديده دابا خدامين معنا الناس وتتعامل معاها بالعكس الناس كاملين اللي مشاو من يوكان باقيين بعلاقه مع الغيساني علاقه زوينه الغيساني عنده هادي تيقول لي خيرون شي واحد غادي خصو نبقاو علاقه زوينه يمشي هو فرح بلا عقليه جديده انتما حنا اللي غنبدلوا هذا الشيء اللي جاي نجي نجي ان شاء الله ان هادشي اللي كيتعاود زعما ما نعاودوش نشوفوه بان انا قدام باش دابا تسمع زعما انا شفت اللايف ديالكم تيقولوا ديبلوم ماشي مهم هذا حاجه سابقه هذا ولا شي حاجه جديده انت اللي دويتي معايا تقول لك ديبلوم اش من ديبلوم عندك اش شايف انا شنو غنعطيك انايا اكزاكت شنو غادي نعطيك اصاحبي الناس اللي قاعده باش تيقوموا معنا دابا شتي نقول لك تقول لي شنو غتعطيني فوالا من الاخر تدوي معايا على البيرفورمانس دويتي معايا على البيرفورمانس نعرفك معلم لي يقول لي انا قريت في ليكول عاود اخشى عاود راسك لا لا يزرك هذا لا بالعكس والله يرضي داك عاود راسك ولكن مزيان انا دابا هاد البارك اللي دوزت اللي دوزتي انت كتعامل الناس بواحد الطريقه مزيانه حيت دوزتي هاد التمر ياك راه مزيان الناس يخدموا معنا الله يسلو الصحه تنوصل لها ان شاء الله ان شاء الله مش مبغى نحرك لها زيطا صافي غادي صافي غنحقد الاراش لا ريسبونسابل كدا غادي نحقد صبحت مشو ما غنمشيش جات ديما العصاب عاوتاني وتمد خصني ندفع في السيفيات وكدا قلت لا ما ندفع السيفيات خويا حيح خويا اللي غنمشي نعم ما تيجي يشوفني انا باغي حكا في هذيك الوقيته ملي سميتو كنت شريت واحد الماك بوك والله الا باقي نعقل شريتو ب 13000 درهم وخلصتو بطريطات كنخلصو ديال خواتي وخلصتو ب 1000 درهم باقي عاقل عليها هذا ولي دوزت بيه ليسونس كان كود اوديو صافي خلصتو كان سميتو اوكازيون خلصتو وكان عندي داك وليت بقيت تنخدم بيه دوزتو من ليسونس من 2010 هذاك الماك بوك صافي وكنت غادي تنبقى نبوستي لي بيه واللعيبات وكذا وهذي بيزنس لهنا مزيان الخواتي كان تيجي تلقاني مكسيره ليا في السطاج انت شد دير والو نوض سخن ليا سير نوض دي هاد الفاكتور هادي شوف صاوب ليا واحد دوبي كيفاش تصاوب دوبي كيفاش غدير ريفيرونس بوردوي ها الاش تي ها تي تي سي كدا صافي كدا مزيان بديت نصوب تعرف نصوب دوبي نصوب فاكتور مزيان تن امبريمي فاكتور تنكاشيها تنمشي نديها للشركة هي كتريكيبي الشيك ولا عندي كاع البروسيس ديال الشركة تنديرو انا مزيان الخواتي ما غنبقاش انا وياه في لا فيزيون ماشي بحال انا تنتخلى ممكن هو عنده واحد لا فيزيون بشكل انا فيزيون اخرى كونسيرن الخدام كان عندها مشكل مع الخدام فهمتيني قلت ليه فلان غادي نسحب انا قلت له غادي الشركه ديالي قال لي شركه غتقودها شركه صعيبه قلت له خليني قلت له شوف انا غادي هذيك ديال الطريق مزيان ديما تندير حكسي كل شيء صافي مشيت كاين شايف ديك 5000 درهم اللي عندي مشيت صوب شايف شي صوب وجدت ستاتيو لعيبات كذا هذه خرج ديال اي اس دي اف كلشي صافي صوب بابي اون تيت ديالي صافي لعيبات دابا انا عند بالي شركة هي صوبتي شركة الخدمات اللي تجي تطيح من السما واو دابا فهمتي دابا هادشي اللي كان فاصل ماشي صوب ديك الشركة اش غدير بها باع ما عندك والو عندك ما دير بها عندك لا خصني عندي عندي ورقية مصطي انا صافي عندي الشركة مزيانة قلت كي غندير خصني نخدم فاش ملي غنجيب الخدمة كيفاش غندير لها عارفش كيفاش غندير اشنو غادي ندير الشركه اللي كريت ديال الكاردينوج والنيتواياج ديال التريتمون 3 دي ديال هادشي ديال ديغاتيزاسيون ديال ابسيزاسيون ماشي ديال الموبيدات الحشرات ومشاركه في هادشي كامل
قلت ديال ديك الطروات داش الرجال يوم كاع ضد الفيران ضد الحشرات الحناش الدواء ديالو. قلت دابا هاد البلان غادي نمشي في هاد البلان مزيان كيفاش غادي نخدم في هاد الفيلم اصلا مثلا بوقع الفيلم واحد اللعيبه واحد اللعيبه زوينه خداتها باش ماركست الشركه ديال باش نشد اول كونطا ديال كيفاش شنو درت من نش انسبيريت من هذيك الواقع تجيك حتى للبنكه داك الفي بونكير تجيك للدار اللي ما تتقراش ديما تجيني تلقى ديما ديما تيتسال فهمتيني ديما هابس داخل هذيك بارتي سيت كيس فهمتي كتهضر حتى على بدام ديما داخل فيها كان كنت ندير واحد البلان كيفاش باش ناخذ اول كونطا ديالي. مشيت امبريميت واحد فلاير فيه تنشرح فيه السيرفيس شنو تنديرو درت كارت فيزيت مدرتش فيها جيرو درت فيها سميتو تكنيكو كوميرسيال حيت واحد تكتب لك جيرو العاقة موجودة هكدا تيقول لك جيرو دخول حتى جيرو فاش تجي عندي نتايا دونك ماشي شركة تكنيكو كوميرسيال انا فيخ فهاد الشركة واخا انا كلشي تيكو كوميرسيال مشيت حيت باش واحد يكتب لك سي او في كاين هو بنت خالتو تجي في الواتساب سي او صاحبي راسنا صاحبي شنو وي كل يا مرحبا سلام هاني بخير شنو مزيان هاني واحد بخير صافا تكنيكو كوميرسيال صافي تنشد ديك الفلاير وديك الكارت فيزيت تنسد عليهم في هذاك الجوال بحال ديال البنكه ياك وتنكاشي في الصده ياك وتلوحو تحت الفيلات اي فيلا شوف فيلا ديال كازا كامل ضغط عليهم شوف كعابي حق الطرويه كتنشقر شقير اي واحد في الخوت الويكاند عنده شي طوموبيل تناخذها عندكم تسمعوا شي طوموبيل الطوموبيل الواعره فيهم تدي باسي 4 مليون الواعره تنسي تدي معاه وتسك سيريس فراي الواعره خصك دير فيه واحد 400 مازوط 400 شين دار خصك دير 400 مازوط يا ديك الساعه 400 دابا والله دي مره اه راني نسيت تنمشي تنمشي ديك 400 تنمشي ديك اللعيبه تمشي للزون ديريكت كدا تنمشي كدا وتبقى مفارق خصني بسجيلي صحاب شفار ولا شي حاجه بحال هكا شديت ام جيلي في اللوغو ديال الشركه كدا اخي انا هاد السكيلز هاد اللي تتقول زعما هادشي شوف هادشي ما ساهلش هادشي عبد راسي والله الا زعما هادشي لا سيدي بوسكي لا والله شي براسي كيفاش غندير بديتي كتلوح على الفلاين تلوح ماشي هذيك عرفت براد خدوده لعيبات بكاش سيري بحال تي تقول لهم حتى شي شركه كبيره فهمتي زعما راه ساهله هاد بلا باقا العقل هذه واحد السيد غنترحموا عليه واحد السيد سميتو نور الدين مول المطبعه اش قال لي قال لي ما تخلصش دوك الفلاير وكارت فيزيت سير تخدم وجي خلص وقال لي شوف دابا واحد النصيحه ديما تنخدم باقي نخدم بها دابا قال لي شوف بغيتي لافير ديالك تمشي مزيان خاصك تجيري لي شارج فيكس ديال جيتي لي شارج فيكس غتمشي الشركه عندك مزيان جيتي لي شارج فيكس غتهونها اخي هضر عطاك لا باز لونتربريز عطاك فريمون واحد وعاونك عرفتي بحال دار لك شي كريديت عطاني كلشي وجبدها لي فود بقى يعاودها لي ما الله يرحمه دابا الله يحفظه الله يسعد صراحه راه هذه صدقه جاريه الله يرحمه الله يرحمه يسعد وصاوب لي دوك لي فلاير ولي كاس فيزيت كان داك الساعه بشي 2000 درهم قال لي والله ما تخلص من عندك سير تخدم انا بغيت تخدم فهمتي قال لي جاي هذا الشارج ديالك وعطاني مثال الخدامه قال لي هادو تيقطعوا 40 الف درهم للسيمانه قال لي الا كانت شي عواشه ولا السيمانه ما خدموش ولا شي حاجه انا ديجا مدخل 40 الف درهم تنعتبر انني ندخل انا 40 الف درهم قالت لي فوتني دابا انا لي شارج فيكس عاود لي شارج فيكس ما كاينش والو لي شارج فيكس والو شي نقول لكم واحد القضيه التليفون ما عندوش ابون تنشارج كثرت انا دخلت لي شارج فيكس كاينش عندي اون شارج فيكس الانترنت هذيك ما عندي كاينش اون شارج فيكس والو خايف راسك كنا جالسين في واحد الطبله راه بغيت نقول نقولها ما نقولها كنا جالسين في واحد الطبله شوف كلشي النيتورك ديالو سميه مليونير وحنا نقولوا شكون اللي عنده الدراري لابون كنا شي 12 سنه ثلاثه اللي هزوا يوتيوب انا ما عنديش لابون معلم صافي
هذا الميساج بغيت 5 نتوما تاخذ انا اخي كنشارجي 20 درهم 50 درهم تيقول لي ان رصيدكم وبعد تقول لي وبعد الشهر ان رصيد على قد ما فيش كندوي في التليفون قليل ان رصيدكم غادي تقول له واخا اشرا حنا كتدخلكم تعاونوا معاك حنا نتعاونوا معاك هاك 50 درهم عطينا رزقي صافي كتمشي عاوتاني حيت باش واحد الليطه باش غنوصل ليها كنت بديت الشركه ديتها بالمقلوبه اش بديتها بديتها بلابونمون ولابونمون نون بلافون ما ليميتيش فهمتيني كانت مجهد كانت تجيني 2000 درهم هذيك 61 فهمتيني الو لا لا فاش جاتك اخي فاش جاتك 700 درهم في الشهر تقول لي لا يا اخي لا والله الا تقول لك الشهر تيسالي بواحد 100 وكاين عندي واحد لارين اخرى دايرها واحد الشركه هذيك ما كنخلصهاش ان ليميتد في كل شيء ولكن ملي لقيتها انا ما كونط هما الا الدرجات راه هي لابيس محيده وملصقها من ورا سميتو الحرس خدامين بلابيس العادي والله الا بخير هذيك هي رومينغ الا كنت على برا لين وحده كتبقى خدامه اما خير شارج الله يفهمو مزيان هذا اللي قالها محمد اكونفيرمي لا والله الا قلت لك كنا هكا كلشي كيتعشى وجانا هذا السؤال هذا قلت لهم الدراري شكون اللي على حقيقه هي ديك الثقافه تاع يو كان نو سيلز نو تشارج ما تخلصش شيري علاش ماشي خلي يو كان مزيان تخلصش اخويا شير اللي تستهلك خلص حتى حنا مريحين تمتشاو قلت لهم الدراري شكون اللي عنده فيكم لابونمون ويقول لي شنو زعما شنو انا وطلع علينا اللي حدايا زعما تكلاش الناس قلت لي لا راه ما عنديش وما يزعموا الدراري قلت اخويا ما عنديش قلت لهم الدراري حنا تسمونا شكون اللي عنده لابونمون ثلاثه سمع هادو الدراري صحاب الفلوس المهم الدراري صحاب الفلوس العقليه الجديده لان انت رايح مع كلشي 0.61 كلشي ابونمون العقليه الكبيره لي جون اللي طالعين والله ما كاينش لابون لا ما تسقى ديالي واحد دي فوا تقول ما تسقى صاحبي باش خاص تعيط بها هي تيقطعوا لك هذه اللعيبه وانت هذيك اللعيبه خاصك باش تخلص ولا عندك مشكل في الابليكاسيون ولا شي حاجه ما كانش غير القضيه ديال الابليكاسيون خاصك تمشي خاصك تعيط شي واحد اللي ما غايقدرش يجاوب شي 0.65 خاصو يجاوبنا ما تكنتش في خلينا باغي ثاني وصلتي لونتربريز مشيتي فرقتي تفرقتي طن 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 تحت الفيلات كاع الفيلات دارت عليهم تنتسنى شويه غادي يبداو يعيطوا ليا انتوما الشركه ديال كذا اي ما لا ما لا كذا حنا تنديرو سيرفيس كذا عندي مشكل ديال الطوبا عندي مشكل ديال الطوبا بالضبط صافي قال لي لا لا فريمون دو سير سي حتى يعاني الناس من هاد المشاكل فريمون تي عاني بزاف هذا ما ماشي خاوي هذا ماشي ديال بيان سور كاين دابا شي جوج ثلاثه الشركات في المغرب هما اللي حاكمين فهمتيني وكنت فيما تمشي انا تنطيع عليهم الثمن علاش علاش عارف فيك زعما طب هما دايرين فهمتي اللعيبات والطوموبيلات وكذا والليزين وخدامين طوموبيلات خارجين بالليزين والبيروات مكيين واللعيبات انا لا مكاينش كاين طوموبيله ديال السيرفيس مزيان فهمتيني تيز الدراري تيمشيو الدراري تيخدمو على طاش البريكول الو عليك تحية عليك الو عليك ولكن واحد البريكول كدا ايا مرحبا صافي كوف تيز الطوموبيل كوف تيز الطوموبيل فيها الماتيريال فيها كلشي تيمشي تيز مع الدراري كدا تيلبسو اللبسة كدا عارفين شنو غيديرو ناضي فيكس تيتخلصو على طاش البريكول البريكول مقاول ذاتي سالينا مكاينش افريلانس وتتخلص مزيان من بعد باش نقولها ممكن نقول هذا باش تشد مثلا بحال دابا تشد دي كونطا ديال 5 حتى 6 مليون تمشي يخدموا فيها مثلا واحد 4 ايام ولا 5 ايام تديهم 21 درهم ما تبقى لك 30 درهم اشتي مزيان زوينه مزيان وخدامين هو ما متسوقش وبيس مو هذا خاوي ديال 50 درهم بزاف ديال الفلوس باقي ناجح بلاتي باقي ما وصلتش قلت بديت بداو تيعيطوا ليا تيعيطوا ليا كيفاش خاصني نفاكسوري انا ما عارفش كيفاش نفاكسوري هذا كاين واحد اللعيبه تنديرها تندير البنش مارك تنحط راسي انا كليان وتنعيط للشركه سلام
صافي مولاي عندي مشكل ديال الطوبات وصافي شي شغل عندي والله الا اجي ام بي اي هادي هادي ام بي اي شي واحد لي باس طالع لي بي اي في الواقع هادي ام بي اي انت ما قايتوش انا كيف انا لا انا جاهز كنت نجي ديك ليك البرايسينغ جوج ما عند الله ما كاينش والله الا داكشي اللي شنعام من زمان تنقول شي حوايج تقدر تعلم وما تعلمش تكون دراسه كاع بصفه نهائيه ما كاينش شي مدرسه هاد المدرسه عيط الكونكور وما لا اصلا هاد الولاد ممنوع يقول لك لا خصك تقرص ولكن الواقع تيقول انا خاصك تعرف الكونكور واش دير وقعيت طير وتشكيتي عليهم خديتي عند هذا عند هذا صافي خديت خديت لا مويان طيحت عليهم في السوق عرفتي بعدا بشحال تيخدم عرفت الاثمنه ديالهم كان عرفت واش خدامين صافي مشيت انا سلام عليكم ثمن زوين انا باش غادي خصني نمشي لباسيريال وكذا غادي غادي لهم واحد البومبا ديال 2600 ريال هذيك ديال البومبا ديال كنت كتعلق هكا زرقاء والله هذيك كبيره هذيك هذيك 8 ايطو فهمتي ديك فهمت شي زبير حتى قاوني وانا غادي انا غادي انا ضاف جيلي وكذا وهذا باش غادي غادي طاكسي مشيت ديك اللعيبه كذا بشحال حسبت من البريستاسيون 700 عرفتي كانت واحد الفيلا في بوسكوا اش نعاود لك فاش يقطع عرفتي طرط عرفتي طرط 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 عرفتي بقيت تنضرب وانا ما عندي ماشي حيفي دابا حنا كيفاش بديت نتعلم انا ماشي حيفسي مهم هذا كيفاش بديت نتعلم دابا انا شنو هو مشيت تما تحطط مع الجاردين الجاردين اين فوا يلاه تنشوفو كدا باكي ديال الخدمه بخير تنكمل ليها 400 اول حاجه تطلق معايا ثاني حاجه تبدا خدام تقول لي واه كانت الشركه الاخرى تيديروا الدو تما حنا عندنا واحد البرودوي واعر واه وانا شنو ندير انا ما عرفتش شنو ندير حتى نمشي ديك لعبه تقول لي اه لا هذا هو هذا زايد هذا في واحد الماتيريال واعر فهمتيني كنت نبوق له شويه كلمه ديال الفرنسي صاحبي السيد تيقول واه قرايه انا اصلا ما نبوق له زين اخي تعلموا نطق انا غير كندخل عجبه عجبه تلاحوا من بعد تعلمتو وانا ما نشوفها مش عارف والو وين وين ومن بعد يشوفوك هو كبير ويقولوا ما عرفت كي دار لها كي دار لها هو بدا واه بديت والله صافي مشيت هذيك البلان تنمشي الجاردين تيبقى تنبقى نبوقل فيه وحتى مازال عندها البول هذا فيه الدومالين ما عرفتش شنو الدومالين بعد قلب ديك كيقلب ديك الجوجل صافي تيقول لي مزيانه مزيانه هذاك الدواء اللي كانت تديرو صفار لا هذا حسين هذا زايد هذا في لا دوز هذا كونسونتاك انا ما نبوق والو هنا فهمتي تمشي صافي شي كلمه ديال الفرونسي تما فين تتزمطا ماشي نبوق الواه مزيان مزيان عكس مزيان دازت البلان بحال هكا بديت نتعلم تستعيط لي بيكو هنا ب 600 درهم 400 درهم كان بيكو يدير 200 درهم تنزكرهمش الهدف هو التعلم ماشي الهدف هو تربح الفلوس بهذ اللحظه والله بلغي ثاني كتابع الفلوس تتعلم كلشي اللي قلت لك عرفتي كان شحال تيطلع لي هذا الدومين والله الا دايم شويه ديرو عرفت شحال تيطلع لي داكشي كامل ميم با واحد 50 درهم ميم با البرودوي وكلشي ميم با 50 درهم وتحسب لهم بريستاسيون ب 600 700 درهم دابا راه ولاو ذاك اللي ماشي تيتكراو ماشي تيتسرا وكي تهزات تركب تشكل على تكريها كاينه تكريها ولا كانت شي هاد الماتيريال كان بشحال سبع بغي سنه طيحت تعين واعر فهمتيني هادشي هذاك تسمى تسمى هذاك في ميكاتور تيطلق الدخان وهذاك سميتو تيرمو نيبيليزاتور هذاك اللي تي لي لي تديو على الدار تلقى في الفلاحه هذاك هذاك راه شي جديد ناضي 3000 يعني الماتيريال كامل غيطلع لك مثلا واحد 5000 ولا واحد كاع ناقص 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 صافي مشينا في هذا البلان بديت تندخل صيفا هنا شويه بديت تنقول لهم شي وحدين تنبقوا لهم لي كونطا بغيت نقطعكم بدا نجي عندك شي فيلا دابا تيبان شي فيلا ملعقه ديال بصح باش نعرف فيلا ملعقه ديال بصح تيبان لي بدا تدخل تيبان لي البيسين شاد من يو كان الكارون تيبان لي البيسين كسال ديك اللعيبه تنقول لي بغيت كونطا فهمتي قلت له عندهم مشكل ديال لي غيتير زعما المشكل ديال الحناش انا ما نبوق الوالو لا اصلا لا حافظ هادو فهمتيني تقول لي لا عندكم مشكل خاصكم تسمو واحد لي بوست باطاج فين تحط في الدواء ديال الفيران خاصكم تبقى نبوق فيهم تحسبوا 200 درهم واحد شو ما ندير لكم 150 درهم واحد بشحال تشري 400 20 درهم باش نشري المهم بقى بحال هكا تنبقى نابسيري معاها طان 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 تخرج بشي كونطا ب 8000 ولا 9000 درهم كونطا شحال فيها تنجي واحد 4 لي باساج في العام في العام تجي الضاب دوايا هكذا هادي وانت ديجا اونكيستي فلوسك شي خدي معاك مزيان مخلص على صافي تستاهل كونطا اللعيبات كذا صافي هذا هو اللي زوين في البيتشوز
تبتي فلوس كما كل كاين البيتشو بي لا بيتشو اه ريز لي انا دابا حيت راه غايب شي دابا دابا غادي يدخل هذا كل كاين البيتشو بي غادي تسمع فلوس تسنى من بعد الحياه بلات الحياه مزال ملي صاحبي بديت شويه تنضرب صيف هكذا هذه مزيان فهمتيني بخير اش بديت ندير تنقول ودابا انا دخلت من هذا الدرهم غنزيد خونط اخر وانا دابا وما عنديش لي شارج يعني كسبنا لي الدرهم بحق تنقول هذا يعني كنا زدت شحال ديال الوقت باش نصور ديك السنه تاعها صورتها في وقت قليل وانا شاك من صنداب صافي حاب على تاع لا لا شي زوينه شي خصني نكمل فهادشي بحال كلشي بقيت نفكر تبدا نحسب تنقول هاد السنه اللي بداها ولا السنه اللي بداها اخرى يعني عندي واحد 4 شهور ديال الصرير ديالي وانا مريح باش نفكر بحال هكا تنقول علاش ما نحاولش نكمل عام ديال الصرير ديالي وكنبدا ندير شي لعيبه اخرى بحال كلهم نبدا نفكر بقيت من هذا لهذا كليان هنا موما درت من البدا كان عندي جوج كونطاكت صحابو بزاف كبتها فلوس يعني هما اللي لقيت عاقل عليهم جوج اللي سميتو والاخرين من 200 درهم حتى 700 درهم على حسب الفيلا كبيره صغيره ولا تيخدم معايا مع واحد الولد عالي تيخدم معايا تعطي تقريبا واحد 100-150 درهم في البيكو بخير حنا وبخير مزيان داز البلان شويه غنطيح واحد الكليان على هذا ولا هذيك طق داك النيكست ليفل واحد بدا طحت فواحد ديك اليوم اخرى نسيو تلقى مثلا بحال ديريكتور فينونسي ديال باستور مدير مالي ديال باستور ياك قال لي غيتلونس واحد المارشي ديال الكاردينال سوميسيوني ليه مشيت تنعمر الدوسي تكنيك الدوسي كوميرسيال عرفت كيفاش المارشي تيعمر واللعيبات مشيت لقيت الكونكيرون ديالي شركه كبيره ولا ما نقول سمعني ولا اشهر هي الكونكيرون ديالي وانا كان ما بوق والو صافي داو المارشي مو بتقاتلت عليه داك المارشي كنت ولكن تعلمت كيفاش كيتعمر الضوء فوالا مزيان انت شنو هو الدوسي ادمنستراسيون فوالا شنو هو الدوسي تكنيك اشنو هو الفور كوميرسيال عرفت داكشي كيفاش تعمر كيفاش المهم كيفاش حطيت لي ريفيرونس كيفاش داكشي ما عنديش لي ريفيرونس مور الحظ مشيت دوزت المارشي دوزت المارشي ما تقبلش ولكن تعلمت فيه وتفي واخا تلقى فيه ولكن انا قلت راني بخير غتفهم بعدا بان خاصك اتيستاسيون دو ريفيرونس من الكليان تخدم لي تسال كاين هذه انت وليتي قلت فهم علمتها تعلمت هذا الخلق فهمتي الكابارتي سالي صافي مشينا فهاد البلان هذا الكليان كيجي شي كليان دار زوين هذاك جا درت لي تريتمون باقي نعقل باش نقول السميه ديالو واحد السيد هو اصله فلسطيني ان شاء الله الله يعمل يطه شوف هذا معمرين صغير طالع ما حيث قلت ليه قال لي ديو سميتو خصني الدواء وكذا وهادي مشي دات لي تريتمون وكذا وهادي بخير وما تيكلامي مسكين والو هذاك النوع ما تيكلاميش تيخلصك صافي ومشي بحالو وانت انا اختي تيبازطني بحال هذا النوع انا تتشوف ويكمز قلتو فشي حاجه تنبقى نقلب المهم سالت لا بريستاسيون لك ديما واحد القضيه تنديرها تنسالي البريستاسيون تنسالي السيرفيس ديالي الغدي تنعيط للكليان كيصبح داك الشيء مزيان ديك ما بقات بين شي حاجه ديما تنعيط السويب ديما تنعيط فهمتيني ديما تنتبع هذا السكيل الفولو اب هذا الفولو اب هذه الكلمه اللي قلت تنتبع ديما تنتبع اشي ما قاهياش انا ولكن في التيران تتعرف بوحدي مهم اكيد تيقول لي لا سميتو كذا ياك ما نسافت لك تكنيسيان لا تكنيسيان وين فهمتي لا صافي مزيان لا تبارك الله عليكم داك الشيء زوين كذا هذه شوف واحد بنت خالتي حتى هي عندها الفولو اب هو جاب لك ابسيل تمشي تخدم مع راساتك غادي ملي كوموندي لشي واحد تمشي هو مقاد في الاخر ماشي تبقاش غادي معاه تمشي ديك خدام ناضي صافي تيخلصك ناضي الثمن انا نفس اللي درت الفلانه صافي ونقص ليها شويه صافي حيد واحد 100 درهم هذه هكا كاطمه انت رابح في كل شيء داز درت لي بريستاسيون زوينه الغد لي عيطت ليه قال لي صافي اوكي داكشي زوين عافاك الا كان ممكن تكون ديت وتجيب لي شي برودوي ديال النمل كان عندي شي مشكل ديال النمل قلت ليه مرحبا قلت ليه ماشي مشكل جيت جبت معايا برودوي شريتو بشي 160 ريال مع الدروبي مشيت درت لي البرودوي حل لي خدت البرودوي خارج بحال ويقول لي شحال ويحل الحل بسطامها في 4000 فين نقول لي 200 درهم عطيني 200 درهم قلت لي لا انت كليان ديالي لا ما تخلصش من عندك قلت
قلت لي دابا تيدي معايا زوينه وكوموندي لشي واحد من العائله ولا العام الجاي وقف عليا عيط لي انا مرحبا سكيل واحد اخر نقول لك واحد المارشي كان غادي يقول لي خويا السيمو سمح لي الله يعطيك الا كان ممكن تدبر عليا بشي 20 درهم راني مالي باش ندي بلاصه قلت صافي ما يمكنش هذا نكونيكتي مع هذا خرج لك على وجهك يتوب عليك صافي عرفتي تنشوف واحد 4 مليون درهم كانت دايزه سالينا اه 100 مليون لا لا وراني خدمته ما عرفتش خدمته ولا خدمت الشركه وعجباتني الخدمه وفورورديتها الاخر والاخر قال لي شكون اللي قاد هذا الشيء قلت له والله الا في الاخر ما تفاهمناش قلت لهم مشى بلا ما يخلي لي الكونتاكت صافي هذا يخرج عليك هذا يخرج عليك ودابا انت ملي غتصيفط لي انت غيمشي لاخو بعينه مغمضه اييه يتوب صافي يتوب عليك وخونا دار بريزونطاسيون راضيه طان 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 يكون خدام في هذا الشركه ما يمكنش ما يمكنش غير اول حاجه وصلتي انك دير مارشي ب 4 مليون درهم هاكا تعرفني توكي بعدا انك وصلتي انك النيفو انه يشد مارشي لا لا ماشي هو اجى دابا السيد قال لي راه كاين واحد المارشي باش توصل باش تعطي عليه وخونا يتصادف معاه سبحان الله داك النهار في كازا صافا بخير كي داير اخويا السيمو راني انت نتابع كذا الا احتاجي شي حاجه في الالومنيوم حنا كاينين وانا نقول ليه عندك الخدمه ديالكم قال لي قلت له وريها لي وراني في التليفون قلت لي دابا فورورد ليا غير هذيك الجهاز ديال راه ما عندي باش نمشي ونقول الصاط ما يمكنش نكونيكتي هذا معاه وجهك مشى وانت اخي راه لوكا ديالك راه هاد السيد هذا ما بقاش تفكر غير شنو تاخذ انت بسبب 20 درهم اشوف فين مشى قاعد تي وشوف دابا انت قلت لي لا لا ولا حتاج فلوس ولا 200 درهم غادي لها وجبت البسطام كلها بعلافات يعني اي واقع غيجبد لي 200 درهم يعني المينيموم غيجبد 200 درهم مينيموم صافي قلت لي لا استقلال لا انا بغيتيني ريكومونديني شي واحد اولى عادي العام الجاي جدد معايا الكون صافي دا فيها هو يقول لي بحال هكا قال لي واش تخدم لي مارشي الكبار انا ولا بالصابين فوجي انا ما عارفش انا قال لي غيكون في واحد البلاصه في قنيطه واحد المارشي ديال تقريبا 100 قطع قال لي واش عندك الماتيريال ديالو باب الصابين يقولها من بعد الظروف يلاه واش عندك الماتيريال واخا عطيني الميل ديالك واخا قايد الميل عطيتو الميل لغد ليه جاتني لا كونسلطاسيون في الميل واه هذا شي نصب هادي العقلية ديال سبعات ميمكنش اصاحبي واه شي نصب هادي وصلت جاتني لا كونسلطاسيون في الميل باش نقول شنو نصب هادي لا ماشي نصب نصب هذا غنمشي نشوف نمشي تلاح دابا المارشي كاين في قنيطة لعرفتو اطلنطيك في زون قنيطة واحد لازون كاين كازا بعدا خصك ديبلاصا كاين واحد لازون فرونش تما كاين زون ليبر وزون فرونش خاصني ديبلاصا من كازا نسبتها تما من القنيطة ايوا خاصك باش تمشي تما خاصك تمشي على الطريق تمشي تمشي بطوموبيل بروفيسيونيل بلان كيفاش غدير هاد البلان ديال طوموبيل بروفيسيونيل خاص طوموبيل يكون فيها اللوغو اللعيبات لابيرات بيكي ولا ندير الفيلم هذا فكر ياسين فكر اش غندير البنش مارك سلام حكى بلاتي الجمعة قال لي الدوبي خاصو يكون عندي 2 الصباح في البواط ديالو وعطاني الكونتاكت ديال السيد اللي غيكون تما البلان ولا اللعبه ديال الويكاند لعبات ليا مخيه يعني عندك الوقت اصلا ما الا مشيت لتنسيق شي واحد ما تكونش الاداره غيكون الاساسه وي مزيان الجمعه عيطت لها ريسبونسابل قلت ليها غنقدو نجيو اليوم بالجمعه انا باقي ما عندي والو فهمتي خاصني غنجيو اليوم سينو قال لي غيكون غتكون حتى السبت يكون الاساسه غيدور معاكم دورات معايا عرفتي لا شوف على زون وكذا غادي واخا كون مشيت انا ما غنبوق والو غيبان لي داكشي مع مولي اوكي صافي نمشي بحال
خصني نعطي دوفي مهم خصني نعطي دوفي مشيت ايه ربي خصني نمشي باش نمشي تما ما عنديش طوموبيل جات بنش مارك عيط شي شركات المهم واحد الشركه تشد ليا شو اللونجاج اللي دويت معاه خويا بخير صافا مزيان انتم شركه ديال التريتمون نجي نقول خويا من الاخر فين هو ريسبونسابل ديالكم بغيت ندوي معاه في هذا البوان مهم بلاتي اشويتي قول لي يا سيدي اش عندكم مشكل الله يحفظك خويا عندي واحد المغاشي بغيت ندوي مع ريسبونسابل باش نقادو الكاميله ديالنا تجيك من الاخر قال لي واخا سيدي فهمتي على الخدام فهمتي خصو يدوي بالسكريب ديالو قال لي صافي باق هو عيط لي بالنسبه لي 761 صافي عرفتي كلافيت صورات خويا بخير صافي هاني معاك ياسين فلان لا سوسيتي اللي غنمشي قلت له شوف اهلي كاين واحد عندي المارشي كدا وكدا وكدا نجيك من الاخ قسم جميله ديال تي نجيك من الاخ مسوقه انا غنشوف غتمشي غدير لا فيزيت ديال ليو غدا السبت في العشيه يكون عندي دوب قلت لي خاصو يكون عندي قلت له شوف الجميله ديالي 20% خحيده تما زيده ديالي انا بلا هو بدا الاربيتراج مزيان هادي مهاره تاعي خاصك تشوف هاد اللعيبه واش يوتيليزيتيها باش تاخذ دوبي ولا يوتيليزيتيها باش تعطيها اول مارش باش تاخذ دوبي راه خسر جوج ولا يدير بها راه مازال صافي شحال في العافيه دابا من حضرتو تنشوفو هو كيفاش شاير قلت له شوف قلت له غتزيد 20% ديال هاد الحساب ديالكم غتزيد 20% ديالي هادي غتعطي عليها اسبيس قال لي صافي سي بيان سي اوكتا قلت لي قايد السميه ديالي صافي كدا قلت لي هاد دوفي غتصيفطو ليا فهاد الميل دوفي كدا مشاو الصباح بالطوموبيله ديالهم باللوغو بكلشي كدا داو الفيزيت صحاو ليا مشاو تصحاو ليا الله يخلف عليهم من كازا مشاو للقنيطره مشاو داو الفيزيت تيعيط ليا خونا بالسبت واش وصل لك السي بلان دوفي قلت لي ايه وصلني دوفي صافي ونشوف بيان بو كونتاكتي لو لاندي ماتان شديت داك الدوفي حيت البابي اون تيت ديالهم درت البابي اون تيت ديالي كان الدوفي فيه 71000 درهم درت فيه 66000 درهم زيد داك الدوفي صيفطو السيد في الميل ديالو لحد راه الدوفي راه عنده فين الصباح مع التشوميرات تبقى ناعسه 11 لهذيك الوقت انا مفهمتش تنسنى ديك الصباح امتى يجي باش نعيط ليه في التليفون نقول ليه واش وصلك الميل عيط ليه ما جاوبنيش ما عاودت عيط ليه ما جاوبنيش المره الثالثه عاود هو عيط ليه قال لي الطاق قال لي قلت له واش الدوبي السي فلان وصلك الدوبي قال لي ايه وصلني الدوبي انا نشوف مع لي زاشا ونجاوبك مشى شاف مع لي زاشا قاد المسائل واللعيبات وكلشي قال لي هذاك الثمن زيد شويه على البيجي واش نقدر نقص منه شويه قلت له شحال غادي نعاوميس صافي قلت له واش شحال ندير انا كنكون قال لي مليون 10000 درهم نقول لي نخدم انا بمليون انايا قال لي هذه 60000 درهم فهمتيني انا زبال السين بدا عاش جوي السين بدا قلت لي واش شي اشتي عام عمد الخطاش اشتي شي واخا انا الله يعني واش تعرف واش شنو بزاف الفلوس قلت لي صافي اوكي صافي مع تو اكسيفيت دو في صاحب الطليب و تخوبي اون بيس جوا لو دو في دو فوتر ميور اوفر دو بري كورديال واخا ما عرفتش اش تغير كورديال بلا كورد علاش لا بونجور بو تروفي اون بيس صافي نحلي اون بيس كورد بيان كورديال مون سو ساليوتاسيون مون تحميش هادشي هذا المهم داخل صافي المهم ديرو قرات عبد الله يبخيتي خاصني ندير لهم اي واحد تيفكر يدخل المقاوله خاصو يتفرج في هذا اللايف صاحبي تعصبوني يا صاحبي انا لا لا والله لا بيان كورديال مون لا ما درتيهاش تجي للحبس علاش صاحبي علاش خويا هاد دو بيكين تما يدخل شوفو ولا ما تيشوفها هادي اصلا تاني محتاجني المهم انا بحال هكا تنبقى بحال هكا مزيان ودابا نتاجمتيهم بجوج بيان كورديال مون عطيتيه الدو صافي باش الدو واللعيبات وقتها غيساني دبلوماسي باغي نصور الله خير غيساني تيعجبني فيه الدبلوماسي وحب الوطن حب الوطن والله الا برافو عليك اخي والله الا زعما والله الا تبارطاجي واحد التجربه زعما ما راه كيما قال سي مؤمن بيه واحد قرب بلا زعما ما تستاش شي حوايج من الواقع هاد اللعيبه باش يديرها شي واحد راه خصو يكون مدوز تواصل انا ما يحبس في واحد البيت هذيك اللعيبه اللي قبيله هذيك اللعيبه اللي بنتي هذيك اللعيبه تيدير هذاك صافي سير كاين وصافي يكبر على هادشي ايوا سيدي الحال
ايوه ماشي ماشي لا لا تعسر تصاوب كتبان دي كومونسي ان شاء الله صافي لا صافي خديتي المارشي صافي شتيت جاني البون كوموند جاني البون كوموند دابا انا دابا انا غندخل فواحد الفيلم انت غتفسر لينا هذا راه غير بوند كوموند واش ديتي الفلوس لا والو لا من ديك الثقافه القديمه لا دابا انا راه تيبني لي شيفر مازال ما شدوها ما كانش شدوها انا العاقه صاحبي العاقه ولكن ما كاين والو جاني البون كوموند ودي ما العقليه تسبعتها شي نصب هذه ويلك شي سيمانه جاني البون كوموند كاشي نعطيك دابا الميل ديالي وي دابا غير فيه 11 ديالو ديالي هذا اول حاجه خصني ندير الخدمه خاصني طوموبيل خاصني فلوس خاصني ماتيريال واه فلان كي كتبتي هذا الفيلم ما عندك والو فاش كيف تندير كونتاكتي الشركة عندي ماشي تا تحسبوا لي 30000 درهم واش ني ثمن زوين غير ما عنديش باش نخلصو 30000 درهم تنقول له واش نعطيك الشيك تنتخلص وكذا وهذه لا شركة اخرى 50000 درهم لقيت 25000 درهم بغيت قلت غدير خصني نمشي نكري الماتيريال مشيت دخلت السيت المعلم دولي الاشعار دابا ندخل لقيت فيه الماتيريال داك الماتيريال اللي خاصني لا 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 كان شي زيت عموما نقولو بالعكس برافو عليك دابا انت تلاحظ انك دائما تيتيزي انترنت دائما هذاك البوست اللي ما خديتيش في سبيل الله هذاك المحتوى اللي جا الفيسبوك خدام خدام كلشي خدام كلشي مزيان لا شتيت واش افيتو شي حاجه صافي يعني شريت لا لا حنا لقيت تنبارطاجيو شي حاجه اللي فريمون غاده في الكونتيكست صافي دخلت افيتو تنقلب مع راساتي لقيت اللي تيكريو الماتيريال لقيت واحد لقيت ان جون عيط ليه سلام قال لي كاين ولا كاين بغيت الماتيريال اش بغيتي المونتا وكذا غادي تنجيك من الاخر قلت له بغيتو الخدمه كذا فوقنا هذا قال لي مرحبا قلت له واش عندك لي برودوي قلت له ما عندي والو تمشيك من الاخر ما نعرفش الماتيريال كيفاش نخدم قال لي صافي انصيفطو معاك ان تيكنيسيان لا غير بدات تسوق دونك يعني بدات كتركب بدات كتركب الماتيريال ولقيت اللي غيخدم معايا ولقيت طونسبور حيت في بعد اش يقول لي يقول لي واش عندك طوموبيل ولا ما عندكش فهمتي قلت لي غادي سيرو الطوموبيل ديالكم في الاخر قلت لي شنو نجيك من الاخر ما عنديش طوموبيل قال لي في الخلاص شنو غنديرو حكى في الخلاص شحال غيحسب لي اللي ترى تستطع بالطنسبور بالماتيريال بكل شيء بالدواء بشحال 7000 درهم بالضبط انت ساعه 7000 درهم تبلاش ما كاينش العاقه العاقه عمر ما كاينش الخوات هذه ما طايق مسكين الله يخلي ليا مسكين ديما شي صوفيك ضبط لي على شي لعيبه قصدنا كان عندنا دابا واحد ولا اخر ما غيجبدش من جيب سيتو الغازوال والبياج وداك الشيء حط لي واحد 2000 درهم هذيك 2000 درهم مشينا مشيت انا حكا شوف شركه جيليات اللوغو هنايا اللوغو هنا مول الطباعه خدام مع قلتي الطباعه سبونسر اللوغو هنا ضاربين اللعيبات كذا ديت معايا واحد الولد صاحبي اهلي ولد دابا سمعتها وهذاك الولد هذاك التكنيسيان مشى فيك الطوموبيل وانا غادي انا هو الباطن فهمتيني انا شنو هو انا هو الباس مع الاداره ومع داك مع داك صاحب التكنيك وكذا تبقى نبوقل فيه بالفرنسي بوقل هذا في الضربات هذا غنديرو هنا ولا خوف لا خوف في التكنيك كي لا فرونسي تعرف تيان الو نوض عجعاجه وكذا وهذه المهم دوزنا تمايا وحكي لا بريستاسيون كيفاش كانت بقى نعقل كانت جات في رمضان والله ما نكذب عليك كنا تنمشيو تنصحو طواله بعدا من كازا للقناطره تنساليو مع ديك الوحده وديك الشمس الشموشات الوحده رجع ثلاثه ونص تلقاني في الدار تلفطون تتاكل تلفجع عاوتاني تتصحى شد عاوتاني خمس ايام تابعه و تنقول اش تندير فيه واش خدام مخدامش واش نصبا ولا هادي هول صافي تحسن شويه في الطونسبور تطبع على بيت هنا 200 الواليده هكذا ممكن كملنا ديك الاليوتو وعاوننا هذاك رمضان لان مكانش لا كونسوماسيون باش غتاكل شي حاجه كان خاصنا غير الطونسبور الغازوال والبيان شنو اللي خاصك مشينا دوزنا داك البيكون دوزناه وما كانت عندي علاقه مع الاداره هي احسن حاجه غنجي لها من بعد فهادشي ديال في لي مارشي من الاحسن يكون هذاك اللي غيكون عنده علاقه مع الاداره
يكون شي واحد اللي تيعرف يكومينيكي مزيان. علاش انت تصيفط خدام وطالع ليه الدم وما عندوش ما مسوقش ما ديالياش اصاحبي تقول خويا هادي شنو البوان فور اللي كانت عندي وديك لا فليكسيبيليتي مع الشركات تعيط لي على حساب هاد تيقول لي فلان واش دير لنا هادي البون كوموند عندي فيه هادي وتيقول لي واش تزيد لنا هاد التويشيه حتى هي قال لي هذيك غاتوي صاحبي سير نزيدك هادي حتى هي شنو يمكن تزيد التويشيه تقول له فلان مشكال على كان شي ماشي كبير نعاود نعيط لك تعيط لك المره الجايه ساهلين بعينك وتولي عشيك هو فهمتي تولي بصاحب معك ما تيبقاش يتعامل مع هذيك العيبه ديال فلان باستا تاعو لا تيتعامل معك بحال عشيك صاحبي تولي حياتك تكتب شوف كاين واحد البيكول واش يطابو صافي سير تخدم لي حتى البيكول بلا بوند كوموند تخدم البيكول بلا بوند كوموند تيوجد لك البوند كوموند تيقول لك بزاف د اللعيبه تبقى 14 ديال المجموع داز هذا البيكول مزيان داز الباستاسيون بخير اي حطلطا رمضان لبدها ونعم طا غادي نمشيو طا تيقول لها تقول لها شاد السون في هذيك البيريود وا تدفع لو سي بي وا انا تتبان لي العاقه صاحبي واحد السين اللي بداها مع اش تي صاحبي انا تي تي سي جو بونس شي 66 ولا شي لعيبه تتبان لي بزباله فلوس تنتبه لهذا الحلم بها هذيك البارح شوي وا دفع سميتو وا عندك فلان قول لي شوف ها صوب السيبي تما لقى صاحبي يدير والله الا خدمت عندك وحاقد هذيك قصه داك الماضي دوز دار لي عشي وكذا وهذا لا هذيك 3 سنين خايد ليسونس والله ما هذيك قاصحه وسيرتو بلانيتي ومشيتي خدمتي 3 سنين جيتي ما ركبتش الباط مو بيزا بغا نمشي عاوتاني شي كوشيه غنصدق نضب عليها فهمتيني قلت هذا الشيء ما خدامش ليه صافي اربحوا امامكم العدو وراءكم المهم هذيك اللعيبه صافي غنكمل في هذا الفرد مشيت خصني نتخلص انا قلت انا بغيت نسالي لابريستاسيون عيطت لي سي فلان كملنا لابريستاسيون انا باش نقول لي زعما يقولون كملناها خدمناها قال لي فلان صافي كلشي داز مزيان بارفي وانا في البوند كوموند عندي 60 جور فان دو مو باش تخلص ويلك يا غندير هاد البلان تنعيط فلان شوف لا حدك راه بغيت نتعرف واحد لابارتمون ان شاء الله معاون نتزوج وخاصني ديك واحد 5 مليون ديال لافو انا تبقى طالقه على الافلام ديالي انا كذا زواج لا سيدي بوسكي بغيت نتزوج وكذا عافاك هذاك لافونس بغيت نتبع داك لافونس انا نشوف مع لاكونطابيليتي تيعيط لاكونطابيليتي ما بقى هذا 20 يوم دوزو 20 يوم داز لو يرقم تخيل دابا ياسين كان تيمشي للبنكة تيدي ليها 400 شيك حيت كاين شي وحدين هذوك ديال الدواء تيخلصو حتى هما بشيك شي مريض يكون هو مريض يخلص افيك تخاص باين اون دوسار خاصو يبان عنده في البنك سالم يخلص فهمتي باش تخلص انت الطاكس ديالك المهم معليش خاصو الطاكس ديالك مزيان تزيجي داك الشيء ديال البنك بان لي الشيخ بان لي شي 66 بحال هكا في البنك قلت صاحبي بزاف الفلوس شويه عيط البنك حتى تقلت البنك كل مره تنعيط لهم بان شي حاجه بان شي حاجه و حتى الصباح تبدا لابيل ديال البنك وفلان هذا سعدك واحد 66 درهم ويلي البنك صافي وانت كيفاش الله فيك كيفاش درتي لها عرفتي البنك مشيت تما رحتي وانت بقيت تجيب لهم 400 300 درهم 500 درهم 66 درهم مزيان درتي لها باس ياسين صافي واحد الله عفاك ضربناها الحمد لله وكذا مشيت جبت ديك الفلوس شريت من هكا اول حاجه صيفطت لخونا قال لي سمح 5000 درهم صيفطت انا سريت معاه وشي لاكو شتي دوك الفلوس اس بي اس ما فاهمهمش ابدا ما عرفش نحسبهم بزاف الفلوس مشيت هزيتهم لاويهم في داك الجوار داك الصفا عطاها لي البنكه دير ليها والبنكه بعيده على الدار تقريبا بواحد شي كيلومتر بحال هكاك دير ليها عرفتي وين شي واحد يقرب لكن خاصك تشيلو باش تلي كوشيه ولكن فاطانه باش تلي كوشيه مزيان وتنجري بشي تفولي وتنديرها تمشي مش عرفتي شاعل تنديرها مصور ليا حتى واحد انا بوحدي تصور اخي واحد لوكا بحال هكا هذا واحد السيد من الفاميرا عيط له قال لي الله يعافيك بغيتك تمشي معايا للبنك وتنهز شي فلوس قال لي شحال هو قال لي 4 المليون ويقول لي لا انا راه مخلوع هادي الا هزيتها تبان عندي تطرقوني الشفاره بغيتك انت تهزها ليا وتوصلها للدار الله يرحمك الوالدين قلت له واخا ان شاء الله ونقطع خونا
ديك النهار تيتصل بيا ورغت ليه باقي قلت له علاش باقي كتصل صاحبي سير هز الفلوس قال لا اخويا راه تيعرفوا الشفرا راني هز الفلوس دوز انت راه ما كتبانش فيك دوز انا قلنا راه صاحبي دوز والله الا شدو من البنك ويقول لي هاك تلطا ما عندنا الطا هلا سيشي كاع دابا ما نقولش فلوس سيشي بزاف بزاف ديال الفلوس والله الا 40000 درهم دار لي على قياس دبانه قلت لها راها درتها والو غير هنا تقول لي لا عندك راه يقدر يعرفوها قلت لها يلاه شري في الطريق فين جاب الدار يلاه كنا مشينا قلت له الدار هاك لا 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 ما تعطيهاش اللي عطاها المرا شي خاف من الفلوس بحال هاد الخير مولفش عادي قلت لك انا كنت مخلوع دخلتي للدار وزدتي مافتر وداخل دابا للدار بدات عارف شي واحد حازق في البنكة عارف انت عطاو الفلوس يجي بدو يحسب عارفو حازق بالتامل سبسيهم بعد حداهم هذا نحسب بحال كلشي كيفاش نحسب الله يتخسر جبد ليش تنحسبو بحال كاطا فهمتي مابقاش دابا هذاك التصاط حساب دابا بحال كاطا ودير لاسيك ولا حنا مابقاش دابا دابا متهيئ دابا قلت لها ها فاز لا سب كاطا تفرخ كاطا بحال هكا كالس ديك الطاولة باهي شي دير فيه هذاك خونا ها هو جاي راه جابو دابا تقول جابو من الفايق وجابو من الداخل حسبو بين الفاتي فهمتي وندير لهم ها ما مولفش الفلوس قبل عليا مزيان اخي مزيان هذا البنت كتمثل تقول لهم واحد الشريحه كبيره باقا الله جايه هذه واحد النهار غادي يلقى راسو في السيناريو كما قلت لهم بويلا في الديبي كان غير لقى شي واحد شي مرحله في هذا غير لقى راسو انه في شي مرحله في هذا داز البلان داز خدي الفلوس غندي مع الوالد تفيد من غندي مع امي كنت بقيت الوالد بحال الطا انا صافي انا قلبي سي هذيك اللعيبه ديال لو ماس قلبو شي خوج هكا تي ضاب فما صفا قلت لها ما كاينش واحد قلت لها ما كاين حتى واحد قلت لها واش كاين شي واحد دخلنا للبيت وانا سد الباب كي توصل الدار انا ولا قلت لها امي هذاك البيكو اللي قلت لك انا شوف الفلوس ها قلت لها مين شي الفلوس داير المخزن داير الوالدين ساكن ديما تتخايلوا المخزن الجاي قلت لها امي هذاك البيكو اللي قلت لك مشيت للقنيطه اه تبارك الله تبارك الله طب اخويا خدي ماشي خاص قلت له واه ولدي قول لي كيفاش بغيتي هاد الفلوس ما دخلش ليها راسها هادي مسكينه هي خاصك تخدم خاصك تاخذ ان صالير صالير خاصك توصل 24 بدات تشكا وكذا وهادي وهذا هذا هو الخدمه هذا هو ستوندار والخدمه خاصك تفيق مع الصباح وتجيب العشيه ديال الخدمه بالنسبه له ستوندار اللي كان هادشي شافو مساكن هادشي شافو مساكن دونك ما شافوش حنا شفنا حوايج معاه انا مبينش اقول لي اقول لي اقول لي امي سميتو اقول لي واه قد تطيق قلت لها ما نشرح لك اللي كاين ولا كاين حتى جبت لها امي ما قاري فرنسا فهمتي امي قطع يا ماني قديم جبت لها لوند كوموند كدا هادي حتى امي راه كانت امي كندير في الدار كندير سبوه وتقري وكدا وتبع معاك نقطه بنقطه هذا ما ندوزك بالفرنسي جبت لك البزار بالفرنسي جبت لك شي حاجه اللي غابه بالفرنسي جبت لك جبت لك البونطون قلت لها امي هانتي ها اللي كاين ها اللي كاين ها المونطون اللي فيه ها الكاشي وكلشي تما اوا تخيل قلت لها سير قلت لها تقول لها واحد صافي مشيت كدا خدات لي وخدات واحد الباقه اللي قليله بزاف قلت لها سير الله يسهل لك خدم مع راسك خدات باقه قليله بزاف قلت لها امي دابا خاصني نخلي طوموبيل قلت لي شي طوموبيل مالك طوموبيل زوينه قلت لها خاصك طوموبيل ديال الخدمه كنت نفكر واش من طوموبيل اش من طوموبيل اش من طوموبيل بغيت نطيح لي واحد الطوموبيل فاسي ماشي الزيرو ماشي بيجو بيبا عرفت بيجو بيبا ما فيهاش الكوسانات والله علاش باش نبقى ندير فيها الماتيريال ومن بعد غادا ندير فيها مواد تنظيف وكوسانات فكينش الله ايوه ماشي ياش حاضر معايا ياس ياس والله الا شوف كان بس لي جيتو اليوم ايوب دويش الله الله كانت مين في اوبسيون ممكن تخدم بها هذا سميتو المسيا مين سي طاش مين سي قلت لك دازت هاد لافير وصلنا لهنايا وصلنا خديت هاد الطوموبيل مشيت شريتها واش بشي 61 مع 62 بتاع لكن غنشري طوموبيل ما عنديش باش نخدم هنا ابا محمد ديما تتجبد انت ديما تتجبد هاد النقطه تدوي عليها خاص العائله باش يعاونوك بالفلوس خاصهم يامنوك العائله امنوا بيا خوتي امنوا بيا قالوا ياسين راه مزيان غادي نزعموا معاه
شاركوا لي 5 مليون شافوا لي مزيان تندخل الفلوس بينت لهم انا كاب ندخل دعمهم معايا ماشي انا ضايع مكسل وادي وليا لا شافوا قالوا لي ياسين مزيان غادي مزيان زعموا معايا جاو فاضوا لي 5 مليون كاين فخوت اللي عطا بزاف اللي قليل وكذا من كل واحد عطاوني 5 مليون اش دابا شو ولات عندي طوموبيل ولات عندي واحد راس المال باش تحرك اياه خدم واحد المرحله ما قلتهاش غادي نرجع ليها دابا هنا تمشي في الامور ديال التقاط وحده ما قلتهاش واحد المرحله ديال اني كنخدم هادشي ديال مبيدات الحشرات وكنخدم حتى ما هو التنظيف دابا مبيدات الحشرات كان داك الشيء موسمي تيخدم من شهر 6 لشهر 10 واحد المرحله كنت نقصها غنرجع ليها ونكمل هنا دابا نمشي لكم دابا العصا الانوار واحد المرحله اللي كنت صافي كتغلاش هذيك دابا كانت هاد المواد سميتو هاد مبيدات الحشرات تخدم من شهر 6 لشهر 10 من بعد ما كاين والو قلت خصني ندير شي حاجه عندها علاقه بهادشي اشنو هو غادي نصاوب مواد التنظيف كيفاش غنصاوب الله اعلم ما عرفتش سولت واحد خينا كنت مريح معاه قلت لي مواد التنظيف قال لي غتمشي للقريعة في كازا كاين تيبيعوا داكشي المواد الاوليه ديالها فينا بلاصه القريعة سير بلاصه المواد التنظيف مشيت تمايا تنسول بلاصه المواد التنظيف مشيت ديك البلاصه لقيت واحد المحل تيبيع لي برودوي شيميك ولقيت هذاك اللي تيبيع داك لي برودوي شيميك واحد مقايش اللبس ديالو كان تصحاب الناس بحال شي لابواطوار شي حاجه والو فهمتيني ما احترامات لاي واحد ولكن ما تسوي هذا شنو هذا البلا لا من الثقافه من الجاي انت قلتي لا ما يمكنش هذا واخا لي شيمي في هو شي مستوى عاود شي خلط لك تيحط لك البودوي تيخلط لك داكشي لوز يطلع لك مثلا الصابون ليكي غير انت كنتي كتسنى شي شكل ديال اللبس اللي كاع بدار داكشي ديال الافلام ديال المدرسه خرجوا عندنا للدراسه والله خرجوا عندنا تشوف داكشي قلت انا مشيت عنده قلت ليه عافاك بغيت نمشي عندك البودوي ممكن تعلمني كيفاش نصاوب الصابون ليكيد وداك الصابون ديال المعان و سانيكروا لعيبات خداو هادي قال لي ولكن الفورميل ما تعطيوهاش والماء ديال الدجاج حتى هو قال لي الفورميل ما تعطيوهاش ولكن انت كازاوي اش جابك لهاد الشيء زعما انا جايب قميصه ولعيبات خداو صحابات غنلقى شي ضعبو ولعيبات قلت له علمني لابيس الله يحفظك ودنا بغيت نتعلم هادشي قال لي صافي هي خلاني ما يهمش المش و تي عبر شحال انت درهم جبير زيد عم بقى انت شحال هادي جام سي عمر تيصاوب هو لي برودوي تيبيعهم وعندو لا ماتيريال لي ماتيريال برودوي تيبيعهم الشركات وهذاك مقابل هذاك من جاي تما قال لي بقيت مريح ويقول لي جبد عندك ورقه سير وقيد جبد كتاب جيب معايا كتاب تنقيد قال لي صافي كوا ها لا فورمي ديالو كنعطيك فاهم والو ها صابوني كي دار فورمي ها هل بغيتي الصابون ليكيد كيفاش غتخلط هادي غتشي هادي تيكس عطو مع هادي هلو اللي بغيتي ريحه كلشي بغيتي سانيكاوا غتاخد الماء وهادي الفورمول واللعيبات من كل حاجه عطاني ختم عنده اللعيبات كل حاجه شويه 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 مشيت للدار ستيت عليك البويات ديالك تم شيميست دخلت البوليسات كنت نخلط طبعا في سبات شريت شي مواد من عنده ولا شريت شي بلاصه من عنده وعطاني لا فورميل حط لا فورميل باش غير السلع كتبدا شويه خدا شويه 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 نديرو التيست بعد تيست تيست طان طان تيست مع اساسي صوب داكشي خاصني فين نجرب داكشي واش خدام ولا ما خدامش تعطي لامي ديال البلا قالت لي هادشي زوين قالت لي شويه شويه صاني خلاص زيد فيه شويه ريحه هاد الصابون شويه ما تيغويش تمشي عنده تنقول ليه فلان الصابون ما تيغويش مناش خصك تزيد هاد لا ماتيريال تزيد منها واحد شويه بقيت تطلع داك الشيء فلوس فين الدومين اخر الدومين اخر زعما شي بقيت صافي تعلمت دوك اللعيبات صافي حسيت براسي راني مزيان بيها وعرفتي من الدار راني خدام في شي لابوراتوار كبير عرفتي فورميلا واش انا خاصني نسقي داك الشيء انت صافي وليت عندي فورميلا كدا وليت ناضي شنو غادي ندير بدا ولات مواط خوتي ولادي قلت عزيز عليهم بقاو صاني قهوه جافي كدا وتنزيدو في لا كونسونطاسيون ديال الريحه واخا انا داكشي قلت ليا ما خصنيش ندير بحال هكا حتى ولي خاسر
هما لا فامي واش طليت فيهم مزيان كدا اش بغيتي تزيد في الخزامه نصبك الخزامه انت بغيتي قصعك انا كاري بدو نصبك كاري بدو اللي بغيتي فهمتي كان ديال العود او الثاني كان غالي ديال العود ممكن تصاوب لهم اللعيبات اللي بغاو ناشطين عاجبهم الحال والستوك ديال بصح تيبقاو يصبلو حتى الصباح داز البلان بحال هكا خاصني دابا هذا الشيء خاصني ما نبقاش نخدم في البيت خاصني ندوز نكبر مشيت عطولي سبع لك داكشي غتكري واللعيبات كذا هادي مشيت من سميتو من نسبته خصني لقيت واحد المحل في البانوسي المحل البانوسي غادي تكري بواحد 600 درهم فخلا وما فيش الماء وحنا في هاد الحافه خاصك الماء كيفاش ندير هاد البلان كيفاش ولا بغيتي تكري شي محل بيه الماء غادي يقول لك واحد 2500 درهم وي لا صح دي شارج فيكس لا انا عندي صافي مشجل عندي فاس صح فهمتي قاعده كي غندير كي غندير غنشد المحل وخاصني كيفاش نحضر الماء وي لا كي غندير كتشري بالسيتيرنا ما قدرتش اش ندير شفت اقرب قصه هي كاينه تمايا تهليت في الاساس كيدوز ليا تيو تنجيبو تيو فهمتيني تقريبا تيو فيه واحد 70 متر تبارك تمشي كدا صافي شنو واش جبت داك البام الزاقين ديال 120 ايطر خديتهم من القايع تيحسبوهم الايطر بحال ديال 120 ايطر ب 120 درهم ديال 50 ايطر ب 50 درهم تيحسبوهم الحق خديتهم هذوك البامل مشيت صافي العساس تنقول الامور كدا الدعوه مزيانه كانت قصاريه مسدوده كانت حط طواليس حاشا مشات على الباب تنمشي باق تنبغون شي لعيبه كدا صافي تنحل العمار جوج بهم ثلاث بهم سريع حتى تكون دايز لوحدي واحد 10 درهم كدا هادو اللوحدي مثلا سانيكا هو وجافيل حيت جافيل هو كتنخدم صافي تيعجبو هو الحال وين وين غير بحال وين صافي بقيت هاد اللعيبه المشكل ديال الماء مابقاش عندي فيه مشكل قضيت الغراض بديت خدام بديت تنخدم داكشي اون فاك تنخدم داكشي ماشي حيت كان اون فاك كان لومبالاج اون فاك هي تاخذ بوديزا ديال الماء في الزنقه تتعمرها وتبيعها لهم تلقاوها في اما لومبالاج كنت خصك تعدي تبان ديال البان كنت سميتها صافا ديما وقبل المهم كنت خدمت اون فاك خدمت داكشي عادي داكشي بلا لومبالاج شوف تمشي تنسحب لومبالاج يعني خصك تمشي تصاوب لومبالاج ودا تفكر وتصاوب لا كونسيبسيون ولا تمشي كاين شركه تبيع لومبالاج تمشي عندها تقول لومبالاج اللي بغيتي واش انا ما كاينش يعطيني هذه المعلومه مشيت تنقول لها بغيتي كذا وكذا وكذا صافي تقول لي هذه صافي تناخذ لومبالاج كان تبيع لي بثمن شويه بديت ناخذ من عندهم بزاف ينقصوا لي الثمن دابا خصني نبيع لما غنبيع ويلي في هذا لما غنبيع هكا ومشيت عند سينود الله يرحمه حتى هو طبع لي دوك التيكيتات طبع لي دوك التيكيتات قال لي سير الله يسلمك ما تخلصنيش بحال هكا سير خدم مع راسك مشيت خصني نبيع لما غنبيع وانا ما تقولش تقول لي زعما تمشي على الحوانات ولا نقول لهم اش بغيت ندير تمشي نشوف بحال دابا انت بلغيساني شنو من الحوانات تتقدم عندهم تدوي تتقدم عند هذا لا حد خصي يدوي لي معاه قول لي عندي واحد عشية ولا ولد خالتي ولا هذا تبي واحد البرودوي يجي يشوفهم تمشي تقول لي تاخذ لي رونديفو معاه تمشي عنده انت ولي فلان ايه هذا انا عندي لا هذا مزيان اش غدير جيب لي كاطون من هذا كاطون تمشي تنحط لي داك الشيء تقول لي السيمانه الجايه رجع عندي حانوت لاخوته هو خوالي لاخوته هو تيقول لي حط الحانوت هو قلت ليه هذا بحال هكا بديت تنفرق كاطون مزيان هاد اللعيبه تجي نمول الحانوت ديالي خلي شي واحد ديجا يدوز داك الكونتاكت ما كنش نعرف كتمشي عليك والله لا راه كاع كون مشيت غادي تلقى لا ماشي بحال لا مشى الغيساني ديجا عنده واحد المعلومه ديال واحد البريزونطاسيون واش كنسميوها دير ليا واحد كنضلو تنقولها لا لا كاين واحد الورد كاين هاد الورد كاين صافي داز هاد المهم بديت شويه تتحط لهم السلعه تدور السيمانه تلقى راسك جبتي معاك ديال الرباح واحد 500 درهم رباح السيمانه جبتي تخيل شنو تقول تنقول هذا نشد به السوم ونصرف به توصل الصيف ونكبسها في الدواء الدواء فيه الصرف وي فهمتي وما فيش ما فيش ما فيش ما مصاري ما فيش مصاري لي شارج ما فيش
قلت صافي بلانا مشيت بقيت غادي 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 دقه دقه شويه كنت هذاك السيت ابيضو دوز حنا شركه تنبيعوا لي باودر مزيان تنبيعوا لي باودر وكذا وهادي الكونتيتي اللي بغيتي وصوت لي باودر ديالنا طعم جوج عندك الشناقه غايطوا لي هذا صاحب عمر هذه اللي كتغلط شي صافي انا ما نبوق الوالو اخي بزاف ديال الستوريز بحال هكا والله دابا علاش جوج عندك الشناقه بزاف ديال الناس تيقول لي حطيت في افيتو جا وحدي بداو لي لا صعيب انا افيتو غير مسؤول انت اللي سلام انت اللي تقتي هادشي اللي كاين هو البلان ايطالي مزيان عاود لنا اخي الله يجيك هذا هو البلان ايطالي حقيقي دابا ماشي باش عرفت والله الا جيت فيك امه ديال الناس ماشي طرا لي هذا القالب هذا كلشي دابا غنعطيك الديطاي ديال الديطاي وشنو هو لي ميطوديتي ديالو وكلشي كان دابا البلان ديطاي هو جاو عيط لي واحد انا درت انونس حطيت لي بوردو صورتو حطيت في ابيطو هاك شايت لك الاول سلام هما الصوت ديالهم شلوح احترامات شلوح دابا بلاك ديك شلوح كتخلي تزيد تثق فيه دابا لان دابا انت دو معك شواد ما كادي كتقول الصاط هذا ما فيش من ورا اقول مشيت تدوي معاه بخير راه معاك الحاج فلان وكذا بغينا ناخذ عندك واحد لاكوموند ديال كذا واش السلعه موجوده تيبقى انسيستي موجود اصلا انا باغي نبيع فهمتيني انا باغي قال لي راه غنحتاجو 500 حبه من هنا وهذه من هنا وهذه في الكوموند كامله فيها 27 نبذه 27 نبذه هادشي قبل مش ديك لا كوموند ديال الدواء الكبيره هذيك قبل هذيك في اصل الانوار دابا تنوك جاهليه هذيك 27 نبذه هذيك 27 نبذه قال لي مونطور قال لي شوف بغينا هادي وهادي ولكن شوف واحد القضية من الصعب تيديها متيتاواش معاك بزاف هادي خودها قاعدة متيتاواش معاك بزاف خودها هادي القاعدة الأولى في النص تيدخلك الدين بزاف الدين ما تيدويش اللي دخلك في الدين طن طن أنا مشيت صليت أنا مشيت دابا تندوي مع داك الصديق ديالنا الحاج توتلات ديال يوم وتقول لي راه خاصك تتعرف على داك السيد قلت لي شتي داك السيد سبحان الله الحاج واد من العلاقة بينه وبينه كريح ويجب التسبيحة في أول لقاء ويقول السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال أخي المسلم قلت له وانا نضرب واحد الحيط بحاله وكدف صافي زديت معه فبسل قال لي لا يزد قلت لي لا وحق رب قلت لي الحاج ليه دماغ التسبيحة خلاها في داركم وجي عندي الخدمة قلت لي أخونا جا دار لي التسبيحة هكا فوق الطبلة شفتها وقلت السلام عليكم أخي في الأخي أخي المسلم قلت له صافي سالينا بلا ما يكمل لي الهضرة بغي يخبطك هذا حط لك الدين قدام بحال ديك اللي تيقول لك انا راه مزيان انا اصلا واش تكون مزيان انا مزيان اصلا واش تكون مزيان على هذه الدنيا ديال السلام عليكم اخي المسلم اخي المسلم اي واحد يدخل باسم الدين حيت حنا عقلنا لا بروغراماسيون ديالنا حنايا اي معلومه جاتك باسم الدين عقلك تعطي الأمان عقلك تي اكسبتي عقلك تعطي الأمان دابا مزيان دابا راك جاهز مع شي كنتي بعدتي كاع عقلك تشد لك سلام ايوا والله اصدق حال زوين فين الشمس جاجات خاصك تجلس مرتاح لا انت صافي ناض راك ناض تبع زوين راك فوق بزاف لا الاضاءه تيزيد الضحك تحياتي فاس حاكمه فاس مزوج هذا الحوج فيه فاس مزوج انا مزوج الله يحفظك الله يكبرك شكرا الله يحفظك في خلينا بكري ثاني خلينا خلينا دخلني باللعيبه ديال الدين صافي انا فهمتك باغي نبيع انا دابا حسن تندوي معاك دابا بياسين 2022 هذا انا تقول لي اي مرحبا سيدي مرحبا اي باغي نبيع اي مرحبا الله السلعه موجوده انا السلعه ما كاينش عندي فهمتي داكشي اللي عندي غنفرقو في الحوانت قلت ليه شوف كانت عندنا واحد لاكوموند كبيره يلاه خرجناها شوف السيمانه تكون موجوده قال لي بزاف سيمانه قلت ليه شوف الماكسيموم الخميس تكون موجوده قال لي صافي مزيان كان هو كوموندا عندي اثنين قلت له الخميس يكون موجود انا ما عندي والو كوموندا عندي كونتيتي كبيره اول حاجه خاصني لومبالاج خاصني لا ماتيير بريمير ديالها وخاصني التيم ديالها ليكيب ديالها ما عندي والو من هادشي
شكرتي على هادشي كامل هادشي حضرت كلشي مشيت تسلفتي الفلوس لا كنت شويه بخير شويه بخير والناس خلصت ديما خلصوا يخدموا معاك انت اللي خدموا معاك الناس ولا الناس اللي سميتو لا دابنا ديك في سبعه اللي مشوا معايا مايحين فهمتي تنجمع كلشي سير الطوموبيله ديما الشقير الماجاقه الطوموبيله عند العصر تنمشي تنطلع للحانوت تمايا وتبقاو تاي تما تبقاو كيفا خدم تبقى سميتو خاصك انت تقاد داك الجو تقاد اليوم داك الجو وتخليهم وتضحك معاهم وكلشي وتجيب الماكله وتجيب اتاي تما وكذا ومن داك الجو تبقاو خدامين تمشيو الصباح مع هذيك السبعه ونص ديال الصباح تبقاو ضابطو حتى شي 10 الليل وابقى طابا بالنسبه ليا داك 27 درهم بزاف الفلوس صافي المهم مشيت كوموند وجدناها الخميس لقات ناضي نقول بالصباح تنعيط لي بالخميس ما تيجاوبنيش نصيحه لاي واحد بغيتي تاخذ دوزك الجمعه لا ابا ابا الجمعه غير دوز الجمعه غير الاخا بغيتي تاخذ كوموند عند شي واحد افونس سيرين اطلق لي اخويا الفلوس مرحبا عربني خلاه عربني اطلق لي عمر دابا كاين واحد جيل واحد اخر واش جيل لي ايوب تقول خلص لي كلشي تقول خلصني كلشي عندك بزاف ويلا انت شنو هذا الزمن هذا شنو هذا الحال غتقول لي بحال هكا لا سي ده انا ما كاينش عنده باش اللعيبه انا تعدي تما دي ان تي بي او سلاح انا تعدي دي بوخوا ام لا شي مبارك انا حتى شي الله تي سير الله شي شي حاجه مزيانه هي نصيحه واحده اخرى ما تمشيش تقعد لو خديشي لافونس مرحبا ما خديشيش بلا ما تقاتل هذاك ما كاينش دابا حنا شوط من الصاب تيبيزي انك انت باقي يلاه بادي وبغيت تخدم عندك ديك الانرجي ديال الخدمه درت جراك محق وعرفت انا واحد طلعت بين القوسين واحد كان غادي مزيان بلومبي مزيان بخير تيخدم مزيان شبيك ولا مليون جوج ثلاثه 10 كاع ماكس ياك غادي مزيان دي بايس ما عنده طوموبيل مزيان جا ماشي عنده واحد دوا معاه في كل شيء الا الفلوس ماشي ديال 200 مليون لا خو مش حد شي كانت كدا جاب سلعة غادي خدام خدام على معاك سير خدام فلوس موجودة صافي لا خو دا اللي كان سلعة لا خو فينا هو بقيتي دوز في حبيبتي خصوصا ان لونتربرونيا بزاف تيتجروا للشيكات تيلقى الشيك ساهل و تيسيني و تي الشيك راه فلوس سمع له راه ماشي كاين الشيك عندي لا الشيك تيساوي تيجي الشيك تيساوي الهبس تقريبا شيك بيرسونال ما عنديش انا شيك بيرسونال ما عنديش عندي شيك ديال الشركه وشيك امتى تعطي الشيك ديال الشركه ملي يكون الفلوس في البنك وتنقول ليه ها هو الشيك ها فيه لاضات واخا هو الشيك واخا يدفعوا في هذاك النهار تنقول ليه انت دفعوا في هاد لاضات ما فايد انه ما دفعوش غير الفلوس كاين ديال الباك تبقى ديك اللعبه تبقى ناضين فهمتيني دابا تكون غادي انت في شي افير وي هي تجي عندك مشكل خو قصد تحضر الفلوس وتطلب في عباد الله ما عندي كنا حنا مريحين كنتغداو انا والغيساني في مراكش مع هاد واحد الدري صاحبنا من كي ديال الو عتقوا واحد ولد خالتي في مراكش تشد بما ان انتم قراب الصوت حنا راه مريحين هيك كنتغداو وتا واحد كلشي عنده كارطه ديال الكيشي راه ماشي حتى واحد من مدينته واحد صاوب دينا شحال عندك انت شحال الماكس عندك 15 تيريا خدمكم شحال عندك انت خدم شحال عندك انت 10 الاف جيبه شحال عندك انت 20 الف جيبه باش تخرجوا باش تخرجوا وعاد راك عارف فيلم اخر في الاخر بلا ما هذاك الفيلم لا عاد داك الفيلم خلينا نوصل للخميس راه ليستوار دابا الخميس وصل الخميس نحيط لي ماشي جاوبنيش لا ما كاينش جاوبنيش دابا واش تيعبر ليا شحال الدوغري ديالي شحال غير نبيع ديك السلعه فهمتيني شحال انا موسيبي نبيع ديك السلعه تي وامي فيا هو تجاوبنيش نقول لها خلا توصل هذيك اللعيبه هذيك ثلاثه اسمح لي كان سميتو تنصلي في الظهر تنصلي في العصر ديما هاد اللعيبه السكريب ديال الدين تبقى يدخل ليا انا مش غاتقبل الله يتقبل انا عارف هذيك اللعيبه كان باش يجاوبني الحاج صافي اوكي صافي الامور مزيانه هو الكاميو اللي غادي يجي الكاميو غنصيفطوه كنت بغيت نجي مع الكاميو ولكن الحاج عندي واحد البريكو اخر خاصني نمشي ليه ما عرفت شي بلاصه قال لي غير سيفط غير الشيفو قلت له ماشي مشكل يجي يجيب قال لي حكي لي في الخلاص قال لي غنصيفط لك شيك سيرتيفي قلت له ماشي مشكل قلت له صيفط لي شيك سيرتيفي انا الشيك غير صيفط لي الجمعه الصباح غنعيط لاجونس كذا بيس بخير مزيان زيد عليه انا عندي واحد خويا شاف لاجونس يعني تفيريفي مزيان بخير
قلت لي صافي اوكي شيخ سيتي بي تاعو مزيان تاعو ما الشيخ سيتي البنكه اللي مسيتي في هذاك الشيخ عملنا حنا نقدموا البنكه تقول لك راه الفلوس راه كاينه وها مبلوكي جي الزمعه راسها مزيان انا قصه عندي معلومات على الشيكات ومزيان دوزتي هذاك ولكن ما يدوزت اكسبيريونس الشيخ سيتي في تناخذ شيك باغي نو اوندوسابل اللي فهمتيني ولا شي كومبورتور ديك الشيكات اللي تنشوف قدام دوك الناس اللي كندوز في هذيك ريزيدونس ديال الفيلات مي شيك سيتي في ما عنديش عليه فكره ولكن قلت عندي خويا تبارك الله اكسبير شاب داجونس مزيان جا كاميو او فيه شيفو ونبداو الدراري تيخرجوا في السلعه ويقول لي ويجبد لي فجوة ديال البنكة ووسطو داك الشيك جبت الشيك درت ليه ها خويا مع حتى مع الشجا جا مع الخمسة العشية بالضبط ستات لاجونس ماشي ستات لاجونس مشى دوز الويكاند مشى وشتي قاري سواري مشى داك لاجونس الجمعة بالجمعة نصاب ديما الجمعة الجمعة بروسيس كيفاش داير وتيدي واحد اللعيبة شنو هي تنصاب عليك الجمعة ياك وتيعاود يبغي ينصاب عليك السبت تقول لك احنا واقفين هنا واحد السلعه والشيخ موجود واقف على السلعه من تيضرب ديك الطابق ديما تيحاول ينصب عليك تسكيني واو 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 تيحاول ينصب ويهربوا لا وتيتبتك ولدك هذيك النصبه الله تيتبت هذيك مشات هذيك مشات تقول لك شوف اني واقف على السلعه عندي واقف على السلعه زدني عافاك السلعه ودا يكون كانت عندي السلعه كون زدتو السلعه خديت داك الشيك شتو انا تيبان لي داك الكاشي ماشي هو هذاك ولكن تنقول خاصني زعما العدو لا لا واش سيرتو اخي في هاد ليكاد وسبحان الله اخي الانسان تيتقي عادي والله راسك تيقول لك ضرب ضرب اصاحبي ضرب 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 27 درهم اصاحبي وهاديك هذيك السلعه اللي خدمت داك الشيء كامل بخلاصها بكلشي 8000 درهم يعني شراها وكلشي ربح يعني فهاد لافير مشات فيها 8000 درهم المهم نحسب 27 درهم حيت كنت تسنى 27 درهم وصلت سنة غندير بها بزاف لي بوش وي وي حدايا خويا دافيا قال لي صافي اش هاك ساتي في هذا قال لي زعما صاحبي تلقاهم خدو عندنا زعم صافي زعم قال لي ايه صافي تتاع مشيت تنصدف مع الدراري طن طن هذاك الشيفو تيحسب تيحسب السلعة هذاك الشيفو مالو جيبينا بصح معايا هذا من الموقف بغيت السلعة غادي يديها كدا انا قلت السيد كنقول صافي شارجا هاك تا اي خديتي الشيك تبارك الله عليك صافي شكرا تبارك الله عليك وان شاء الله احتاجوا شي حاجه وكدا وهادي كلينا عاود اتصل بك السير بلاتي البوسيس كيفاش داروا السلعه بعدا ملي بداو مشى داك السيد دا السلعه حكى داك السيد هذاك اللي جاب لهم الموقع حتى هو مقدمين ما عارف والو ما عارف والو باش عرفتو ما عارف والو تيحسب معايا السلعه بالديتاي بلاتي وقال بقى ناقص قاع هنا زيد قاع هنا ديتاي ما عارفش فهمتيني يعني قلت هاد السيد دونك راه معقولين انا نسول في الاولى معاه وجيبنا من الموقف هزو مشاو هذيك الكاميون فين مشى مشى تلاقى مع كاميون اخر فين في بوزنيقة بياج البوزنيقة دوز من هنا لا هذاك الكاميون اخر هز على صدق شو ما فيه هزو ديك السلعه لا دابا البوسيس اشنو كيفاش داز من بعد انا في فيدش كامي اخو هز ديك السلعه ياك وداها ليهم لاباط ياك عابش هز الفوغون ديالهم السلعه ورجعتها تتبع في داك الغومه شوف شو ما فيها كيفاش خدموا بزاف ماشي لقيتي سلعتك قدام كتباع تلقيتها في داك الغومه وتتبع فيها شفا ريكلام فهمتيني 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 تتبع في الدلاله عرفتي تجيني البكيه اش درتي انت الاحتراز من بعد دفعتي الشيك رجع ما قالكش لا هذا هو الغلط والله هذيك صافي كنت غلاشينها انا ملي كنت وصلت صافي كنت غلاشينها شنو هي وصلت ليطاب ديالي ديال انني غادي سميتو نعطينا شي شي دفعت الشيك دفعت الشيك البنك كانت تسنى نهار اللعب غيبان عليه الخونس اتصل بك السبت قلت لي لا ما السبت السبت عيط لي قال لي شي سلعه وكذا وهذا باغي واقفين عليها الله يحفظك نشوف شي صاحبك ولا هذيك كذا وخا نخلص شويه زين وهذيك وعاد صاحبك وعاد انت اللي عاودت واحد القصه ديال شي سيده كتبيع المونطاج لا عرفت شكون اللي عاودها لي
هاكا نفس الشيء نفس القصه تاع ياسين غير هي قلت لهاد الناس هادو راه كيخلصوا وكذا ومشات شدت لهم المونتاج من عند كاع الناس اللي في السوق وصيفطات لهم مسكين صح حتى صعيب كتصعب خاص تقول واه صح دابا ماشي نصب عليك نصب عليك ويهدم لك حتى الفيتشر ديالك معاك حتى العلاقه ديالك بداك السوق يهدمهم لك قال لك قال لي صافي قلت لي انا خويا عندي سلعه وصيفطها لي واه ما عندي سلعه صافي وما كيعرفش شنو هذا الدوز لا والله ما عرفش دار بوليس حيت باش شي دويه وكذا وتبات باش تمشي تدوز ديال الحاج اول دي ان شاء الله نخدموا معاك وكذا وانت دوينا اي وخا الحاج ان شاء الله نخدموا ونتعاونوا صافي وتبسم دويه دويه اسمع اخي يوز الفرود انت امبورتي لي بورد واش ندخلهم هو عارف انك كذاب هو عارف اصلا نصب عليا وكذا وهذه وبي صافي دوز صافي المهم داز قلت لي صافي اثنين تدفع الشيك في البنكه صافي ليش تشيك دفعو كدا صافي عطاني الروسي ديالي مشى تنستنى امتى يجي ديك الاربعاء بالصباح باش ناخذ الشيك باش نبدا الشيك ناخذ فلوس يعني نمشي ناخذ السبيس من البنك 27 افدام اكبر مونطون في حياتي اللي غندوز حيت هادشي اللي قلت ديال 26 افدام راه هادشي اللي كنتي كتقول قبيله انا عقلية سباته ينصبوا عليا كذا دونك بيزد على هاد الاستوار وي سالش داز البلان ديال هاد 27 افدام صافي شيك قال لي شيك فالسيفي هاد الكلمه فالسيفي ما عمري سمعت انا شيك مزور قالت لي فالسيفي راسي كيفاش فالسيفي قال لي شيك مزور كيفاش واش شيك سيفي يا صاحبي لو خاص سيفي فالسيفي جا شاف داجونس قال لي شيك سيفي فالسيفي شكون هاد الناس وكذا وهادي قلت لي ها لوبيراسيون كذا بغيت ندويو فيا البكيه فيا البكيه ديك اللعيبه ما قالش نوقف قلت لي كيفاش قال لي مزور صافي انا كبير بشوف بقيت قاعد شنقول اخي باش يفهموا الحياه لونتربرون واحد قرا دابا شي شوف دابا انا بخير بحال دابا شي وحدين قبيله تيشوفوا سطويات انا في التريدينغ ديال 8 كا تيقول واه هذا القاع واه عنده واخا على التريدينغ من بعد راه قاش دابا انت دابا تقول هذيك كلمه التريدينغ خليها من بعد غادي نمشيو نستغلوهم واحد الفئه اخرى لا بلاتي 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 خليه من بعد لي استوار راه مازال خصك اكسيدير شويه حيت راه جوج جوج اللعيبه اللي قلت لك هذيك وي لي سير شي فيه وي طاق فوت هاي خويا واش راه صفت لك لا 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 20 صافي حنا دبرنا 20 لا تنقش سير كمل لينا طق 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 دونك عاود لينا هذاك الاحساس بعدا ديما راه فريمون تحسب الفشله صاحبي و تي تغلب الدنيا كتغلب طموحات كتبني على فلوس جات غادي ندير باك 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 داك الويكاند بعدا ضرات ليا داك الويكاند ضربني شي حاجه بنيتي شي احلام داك الويكاند وتصاب بزاف اصاحبي فهمتيني بزاف بزاف اللعيبات بزاف اللعيبات فهمتيني قلت صافي جي في الشو عليا شاف داجونس قال لي شوف هادو ديجا داوها في شي بحال بلاصه شنو هو لافير شنو هما تي شي وشيك ديال شي واحد سوا ميت سوا شي واحد مضبط عليه تيخرج الشيكات تيبيعو تمشي هو الكاش هادشي تيخرج الشيكات وتمشي هو الكاش اولا كاين شي وحدين مشاو سكيلاو في هاد النصب تيزوروا كانيتشي دابا نجيب لك كانيتشي نشوف نعرفو مزور قصص ملي رجعت لك كانيتشي مزورين تنشوفو شنو نشوفو الشوفه واحد عادي غيبان ليه انا نشوفو نعرفو مزور صافي داز هاد البلان بحال هكا لا ورجعتي كتقلب بلاتي لا بلاتي نقول لك انا بعدا فين غنمشي خاصني نمشي للطا وصلت للطا دخلت للبيت ديالي ما فهمش انا بدي انا بكي غادا تسمعني امي شنو دات تنطلق الموسيقى هذاك الماك ديالي تنطلق الموسيقى على الجهه فهمتي تنطلق الموسيقى على الجهه بكي تنبكي تنخسر انا مالي وانا ما عنديش الصحه وكيفاش نطلع فيه وانا درت ودرت وعندي النوم علاش تا وهي وهذه بقيت نبكي واخا يلاه صعيبه لا تنقول لك من الخطا فاش بكيت عندي بافيكس في الدار في البيت عندي بافيكس ستريس بافيكس عندي بلاتي مشيت عندي صمطه واحد الصمطه قهويه الصمطه قهويه كانت مقطعه من واحد القنت كانت لويتها مزيان
كتبقط الحمد لله مقطع من واحد الكونت وماشي اوريجينال شخصي صاصي انا تنقش راسي واو 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 هادي ما نساهاش هادي حتى نتفكر هاد اللقطه صافي سي قرب بخيلة قرب بخيلة الحياة تاع لونتربرونور وحق الله خيلة ديما ماشي صعيب عاجي فكرني في شي لعيبة شي خلاصات كنت كنبني عليهم ما تيجيوش صعيب الناس صاحبي راه زعما فريمون ودابا زعما هاد اللايف هاد اللايف والله الا زعما غيبقى تاريخي للناس اللي فريمون شوف الريال الريال ام بي اي هاك خويا زين عاد خويا زين انا بكيت في اللايف ديال يوسف والله الا كنت ندير شي حوايج انا زعما قاري باقا يجيب لي كان شتي غير الفرق انت تشوفني هو ما شافوكش انت نساعدتي انا كنوريك لا والله لا شوف او عما قارب الله الا جيت تشوفني في اللايف ديال يوسكي اصعب راه الحياه تاع لونتربرونور وحق ربي لا الحياه عامه لا لا والله خير شوف وحق ربي لا شوف دابا دابا تكون لونتربرونور واخا هكا كاين اللي كاين اللي تنسمع ليه بنان تخيل معايا واحد تيشد 100 درهم في النهار خدام غير حوفه تيشد 100 درهم في النهار شي واحد تنسمع ليه وتيرجع مع عنده زيرو ديال انت الغدا وتبعدو ولا راه عايش مو خايبه دابا يقدر شي اونكاجيك شي حاجه اكثر من الكارصات اللي تدير دابا هذا راه مش اكثر من طاقته انت راه ما ساهلاش انت كمل من طاقته تبارك الله عليك اخويا راك جديد الله يلا اي ريسبكت الحمد لله هذيك اللعبه كتزوره الحمد لله السلطه الحمد لله ما تبقي غير الدراري تشريو البرك دير لها بس عاد تشريو البرك واخيرا اكتشفت شي حاجه درتها عرفتي درتها ومع البوا ديال ديك الساعه دابا انا فيها دابا شي 116 هذاك الوقت كان فيها شي 97 درتها الا شتي بحال هكا في البافيكس ويتقطع الحمد لله وطحت لط تنبكي تنبكي يا جلاله صوت الموسيقى خدام شويه ما تسمعش تنبكي ناعس فلاد لاعس في جليش فلاد تنبكي تنبكي تنغوز قلت هذا ريحت كدا مشيت ديريكسيون للطواليت غسلت وجهي مزيان خويت عليا المبات تقول لي عندهم شطاجي ما عندهمش شطاجي تخويا المبات مشيت رجعت للبيت ديالي شديت داك الشيك شديت ما عنديش قاعده فاش نديرو سكوتشات سكوتشات شديتو نصحف واحد الحيط بقيت نشوف ثلاث الشيكات اللي داوليه بحال هكا غنتعلم لهم اصلا يا سي هاد دابا قلت لك واحد خينا 2014 نصب عليا في 2000 درهم شيك مازال عندي داك الشيك دابا ما ديتو ما صبتش والله عندي سنه المره الجايه 2000 درهم هادي ما عمري نولي شي حاجه ما قادش نريسكي بها ما نريسكيش مع شي واحد ما تنعرفوش مثلا ما تنعرفوش فهمتي تنعرفوش بري فيه 100% ما عنديش فيه غرام ديالش واش كتبغي تصرف تصعلق القطه ديال الكارطه كنشوف فيه ما عندي كارطة درت لي غير سكوتش مع الحيط بزاف ديال السكوتشات باش مي سميتو صافي بقى تما حتى دازت واحد الوقت وتقادت الامور وتبغى ديك الدار المهم هادي اقوى مرحله كنت دوزتها في حياتي هي هادي عندك هادي وعندك الموت ديال الوالد ديالي في 2011 الله يرحمه الله يرحمه اقوى جوج مراحل كنت دوزت في حياتي فهمتيني كنت فانا في الصباح تاع الله شي وقت صافي غنوقف غندير والو قلت صافي انا ماشي داش الاشياء كيطرا كيطرا خي مراد الحديث ترجعتي كملتي وليتي ضبطي هذا المارشي هذا انا رجع درت واحد جا عندي خويا هذاك الشاب داجونس جا عندي ويقول لي قال لي غير شي دابا انت عندك حافه اما هذوك دير مومان صعب هذا بحالك يا انت عندك حافه وهذيك ما عطاتني مزيان شويه خويا عنده شويه لي كونتاك ويقول لي شوف راه انت نعرف الحاج واحد الجمال ويس العائله دير ياخذ من عندك شي حاجه مشى عاود ليه لافير ويحت مع الحاج وهي مينتورين هاي ما قال لي شوف اللي عاد دي عاود لي البلانات اللي دوز هو كون هادشي يقول لك دوز هو يعاود لي قال لي حتى ما دوزتي والو قال لي شوف هذيك 27000 ما قيتي بها ياسر اللي قريتي فيها والله خيلا مبلغ صغير عارف كانوا ممكن يونكاجوك وتصوري وجرك السلعه وعاوتاني تجيبها من عند صحابك واو 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 ولكن الكلمه اللي قال لي ديال قريتي فيها راه قريتي فيها
برداتك فهمتي قلت بحال هكا هادشي ماستر واه بالعكس هذا ماستر ريال لايف هادي اللي كيجي يقول السيبو ديال ديك 10 مليون وخذ هذيك الاسبوع عليك خرج الاسبوع عليك تصرفك خرج كاين شوف ترجع حكوك ولكن واه انا خرجت موس صافي 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 تخرج ماضي من جوج جوي داز هاد الحاج انا ما عندي حتى درهم الناس كيصيفطوا لنا على كيقول لك لايف توب وكذا كلشي باقي نتبع الله يحفظك قالوا لي قال لي شوف غندير معك واحد اللعيبه غير ما عندكش فلوس غندير معك واحد اللعيبه ها هي 2000 درهم انا نسيت مقعود انا ما يجيش واحد يعطيني فلوس قال لي هي 2000 درهم غتوجدها لي سلعه وغتجيبها لي غنكونسوميها غنبيعها غنعطيك 2000 درهم وغنخلص خلاها برام كلي سير الحاج مشى خديت 2000 درهم وجدت السلعه ديتها له كونسوموها قال لي كونسوميتها جي خذ 2000 درهم بقينا خدامين بحق شويه ولا الحاج يكوموندي لنا وحدين اخرين بخير وليت مزيان غادي المهم غادي مع مصوفي مزيان غادي صافي بخير حتى جات هذيك لافير ديال 60 درهم تما غتبدا تبدل خديت ديك لافير ديال 60 درهم خديتها في الطوموبيل خديت رجعوا للطونس صافي تخلصت في هذيك 60 ياك شاد لا لا خير شوف كنعيش اخي انا اي سبيكر قلت هنا تيدوي كنعيش له القصه ديالو والله كمل لي اخي خليتها في الطوموبيل خديت ديك الطوموبيل ما ينطات تاكل لي واحد 5 مليون بخير ابيكا مشيت مزيان ولات عندي شويه فلوس ولات عندي طوموبيل مزيان بخير انا غادي مزيان شويه ما عنديش شي خدمه اخرى يعني عندي مواد تنظيف بلي داكشي ثقيل وتمارة بزاف تخدم تمارة ولكن ما تتابعش بزاف قلت اشنو غنعيط لهداك السيد اللي عطاني ديك الخدمة شوف لي عنده شي حاجة اخرى سي فلان بخير يعني صافا بخير عندك الخدمة سالات الا كانت شي خدمة بحالها لا دابا ديك الخدمة صافي سالات هادي تدخل في تتقول لا بيريود شوط يعني تجي ايامات البعد تجي ايامات الصحة ايامات الصحة جي انا تصاد ديك الساعه سميتو قلت ليه ولا كان شي حاجه اخرى مرحبا اي حاجه نخدمها ويقول لي واش دير لي زاميناجمون قلت ليه تندير لي زاميناجمون انا ما عارفش كلمه لي زاميناجمون شنو المعنى ديالها فهمتيني انت يقول وانا نقول لك تندير لي زاميناجمون صافي سي الدار لا 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 واحد بحال قلتي واحد هنا في البريمير ايطاج واحد في الشوسي غادي كاتكيهم اي ملتي ناسيونال بجوج غتشدهم بجوج كان فيهم كان كايهم واحد وخرج وغيجي كايهم واحد اخر خاصو يتاميناج بولات لعيبات بلافون كدا السباقه كدا الناس اللي كيخدمنا هذا البيرو هذا دابا تيخرج بيرو واعر انا خاص تجي تشوف النهار الاول كيف تاخذ ارقام حالتك كلهم كنسيم خاصك معاك صافي خدينا كده بخصوص عمينا شخص الكهلاج يتقاد كل شيء لعيبات سباقة والفيلم تطلع لي مليون كل شيء تقاد تدخل واحد العالم واحد بس نبقى فيه هو كان قال لي يا مون قال لي السبت نتلاقاو بلاصة فلان فلانية باش يدخل يورين دوك لي بلاطو ديالو دونك عندك من السبت تولي تفهم هذا شوية انا ما عارفش شنو هو قلت لي واخا نمشي مشيت تلاقيت معاه قال لي شوف انا خصي ندير هنا وكذا ويدير هنا كذا وجبت لي هذاك سميتو هذاك الديسك هذاك الديسكريبتيف شنو خصو يكون هنا وهذا لي سبوت خصو يتبدلوا وكذا وانا ما نطوق له والو شو غيمشي حدا الطواليت قال لي هاد لي سبوت خصهم يتبدلوا حنا قاعدين مزيان وانا نشوف جيت الفونتيلو قلت لي خصو تبدلها مسخه قال لي لا سبوت ما عرفش لي سبوت ما عرفهاش انا شنايا ما عرفهاش صافي ودا فيها تيقولوا واش الله تخير هذا ما عرفش الشز غادي يدير هاد الخدمه كامل قال لي واش عندك ليكيب ولا قلت لي عندي ليكيب واخ قال لي شوف دابا كان السبت قال لي الكليان اثنين جاي خصو يدخل للبلاطو ياخذ السويتات ديالو واش تقدر توجدو في هذا الوقت
كاين وجه فواحد الوقت انا ما عارفش شنو خصو يدير. واو 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 ناري هذا بزاف هذا ما نساهاش كنت زعما شي زعما اصلا هذاك الشيء دوز انا قبل تيبان لي شي تخافي الاخ اشناهو غادي نتشومه انا اصلا مشومه اصلا نرجع للي طاين فهمتيني يا صاحبي هذا هو الاخر لا مستحيل ترجع نرجع للي طاين مزيان بلس واحد العلم واحد الثقه بالنفس قلت هذا انا هذا لاميناجمون غادي نديرو شوف البوان فور ديال دابا كانوا عندهم شركات يخدموا داك الشيء ولكن قالوا لي امبوسيبل دار سيمانه مستحيل فهمتيني هذا خاصو شهر ديال الخدمه قال لي شات الشركه فلان قالت لك شهر ديال الخدمه قلت ليه لا ماشي مشكل دابا شنو هما كان واحد لي ضال ماشي هذا كان واحد لي ضال ديال تقريبا ديال واحد 60 على 30 كان طويله بحال هكا لي ضال ماشي هذا ديال 60 على 60 هذا عندهم فهمتيني المهم دو سينيسيل كانوا 60 30 وهذوك هذاك البلاطو كان اميناجي ديجا اميناجو دي اسبانيول اسبانيوليين ودوك اللي ضال ما كاينينش يعني ما كاينينش واللي جات يقول لي هاد اللي ضال ما كاينينش بلا قلت له شوف سال كاينين واش كاين في السوق كاينين في السوق انا ما عرفهمش شنو هما بعدا اللي ضال اللي فيهم ها كاين واش اكوستيك اكوستيك زعما تيزي ماشي سمعوش اكوستيك صافي صافي انا ما عرفتش اكوستيك بعدا اكوستيك انا صافي خصني نسد انايا كان البون كوموند ب 72000 درهم سوسي نتا 72000 درهم عندك طوموبيل عندي راس مال باش نخدم صافي دا كي غندوز هاد لافير فكر قال لي صافي اوكي قال لي شوف غتخدم بون كوموند باقي ما وجدتش قال لي صافي عطاني سوا ديال لي بلاطو عطاني ديسكريبتيف قال لي سير توكل على الله ما عنديش البون كوموند اش درت ما بقر والو في زاميناجمون ياك اول حاجه مشيت شفت واحد الشركه ديال زاميناجمون شفت هاد واحد قال لي هكذا وبدا لي بالفرونسي نو با سوسي كاس ديكاسيون كذا هادي البلاطو كذا المهم فعلي راسي بالفرونسي ولكن فهمت شنو خاصو يدير هادشي اللي بغيت صافي عرفت شنو خاصو يدير اش درت عندي سباكاسو ديك بوجو بيبا ديك الطوموبيله معلم مشيت للدار بالنسباته اي واحد في الدار تيدير شي حافه شارجيتو في ديك الطوموبيل خدام طلعت بحال الموقف خالد هذا الولد مولاي خالد الشعب الصباغ تحياتي ليه فهاد النهار خالد الصباغ دايس تنجرات فلان القابص اللي ما كان شي حافه حيفي تجيب لي حافه شارجي ديك الطوموبيل شديتهم داك الويكاند بداو خدامين جيليات بداو خدامين تما بعد هذيك البلاصه ديك زون تدوده السيكوريتي تنضب عليها 400 ريال الواحد تيوجدوا لهم اي حاجه خاصهم اي حاجه خاصه الداي ديالي ما تيتحنسوبش جيليات كذا تشبدهم شركه كبيره خدام جيليات ديما جيليات ديما جيليات كذا جيليات كذا صافي مو سبونسر صافي باش يمشيو تما بداو خدامين بدا خدام الصباغ لي فو بلاك شنو درتي في هذا بلا تنعاود لكم البلاك ديالو دابا اشنو هما دابا هادو تدخل تكون دي اليوتيوب ديال لا كليم تبقى يقطعوا هذا الفوات الحال بان لك شي واحد مصبوغ شويه ياك الله لا كليم ما ديالي تبقى يقطعوا معايا كل دابا حيت كانوا المشكل كانت لي ضال كانوا وحدين كاينين وحدين ما كاينينش كانوا هزوهم وداهم دي بلاطو خوين مع دوك لي بلاطو كانوا مابقاش بكاين باش يديباني وما كاينينش هزوهم وداهم لي بلاطو خوين بقاو تما خاوي يعني خاص خويا خصهم يتشراو خوين هادوك قلت لي خالد البلان ديال هادو كيفاش قال لي ساهل غير طابو بلا اندوي صافي ويوليو بيضين مزيانين ثم يضربو بلا اندوي طن 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 يضربو بلا اندوي شنو هو دي بان لك جهه بيضه بزاف جهه مع مغبى شويه قلت لي خالد كيفاش البلان قال لي ساهل نصبو كلشي بالبيض هبط على كلشي بالبيض شويه بقات الباسيه اللي خاويه قلت لي خالد امكن لك باص له خالد خالد لي بايرين بزاف قلت لي خالد كيفاش البلان ديال هذا الفيلم قال لي ساهله ناخذ البياطيز ونقطعوه على حسب البعض اللي بغينا تاخذ موصل ديال البياطيز وتقطع كيما بغيتي فهمتيني بقات تقطع ليا مع راسك صافي خدنا البياطيز خير هذوك باش تحسبوا متر كاري اساوي 350 درهم متر كاري وخاصك تكومونديهم بلا لي باكيت وما كاينش فهمتيني بعد 60 60 هادو غيكونوا واحد 160 170 درهم اشتي
قلت لك صافي مشينا خالد ديباني في هاد اللعيبه اكبر لعيبه صافي بقات النجار بقات الكالاج بقاو دوك البيكولات كلشي كل واحد شحال بقى من هادشي في الاخر وشحال شيد واش جبتي المريد حتى ونحلف لك بالله حتى لقاتنا شوف الجمعه في العشيه تنديروا الميناج جبت لي فام دو ميناج وهما ما طالبينش من الميناج ما طالبينش من الميناج جاو الجمعه لقاو حتى وعندي الفلوس باش نخدم جاو جبت لي فام دو ميناج لقاو الجاج ممسوح كلشي ناضي كذا جاو الاثنين عصم شطواصم ما يمكنش كما هادشي اللي كاين صافي سويسات صافي اوكي مزيان تبارك الله عليك كذا بقى عندي كونتاكت مع داك الكليا اللي دخل سميتو قال لك بقاو ديرو توش ياك رجعت قديتهم لي فهمتيني صافي والله مزيان البيكول كان بشحال تخدم 30,000 درهم و 30,000 درهم خلاص هنا شرا خو كل واحد خلص 72,000 درهم عرفتي شحال الفلوس بزاف الفلوس فهمتيني واحد 42,000 درهم ندير فوق الفاق بزاف الفلوس وما عنديش لي شارج داز هاد لافير مزيان بقاو بحال طافير بقاو تيجيو بزاف في شهر شهر ونص تلقى افير بحال هادي بزاف بقاو تيجيوني بزاف تيجيو وليت بخير شويه وليت كونتاكت من شركات اخرين شركه من هنا في لي زابيناجمون شويه تيجي الصيف تيجي داكشي ديال الدور وليت العام كامل نخدم وليت يطلبوا لي شي سانيكا وجابيل صافي ما عندي ما ندير به صافي استعراس فهمتيني ما عرفتش القضيه ديال الجهد ديالي بقيت لايف اوف ان انتربرينور وكافي حقيقي شويه و دابا غاد طق سكيل دايت غادي واحد الشركه امستون دابا زوين الباترون هو اللي يكون ولا مثلا حاجه تخدم ديال الباترون مول الشركه ولا ريسبونسابل ديال الشركه هو اللي يقدر يكون عنده كونتاكت مع الشركات غادي ندوز واحد الشركه تنخدم معاهم تنغادي داخل هادي واعره ما ينسى هذيك نيكست ليفل بلا غادي ندخل واحد الشركه غادي باش ندخل شوف اي كونتاكت ديما تنقول الناس ديما تنقول لهم غنعاود عليهم اي كونتاكت اللي تيكون بروفيسيونيل مع شي واحد باش ما نبقاليش بروفيسيونيل بحال الخشبه انا لا طالطو بيرسونيل تحك معاك نسامباتيز هكذا فين بخير نطلق معاك شويه الا بقيت ندوي معاك غير الخدمه خصنا مسوي ثاني عافاك واش جاتي لي هكذا هذو ما ساليش صافي تلقى الدار ولا صافي تقدر تصدرني تقدر تجاوبني كذا ولا تجاوبني داك الشيء ملي قلت لك بركي ثاني كاين الوليدات بخير الوليده بخير شنو غادي في الميم غالو الميم هي الاولى فهمتيني شويه غنقول لك سيدي حال ولا خدام علم انت غادي تقول لي ياسين خاصك داك كذا وخاصك كذا شوف واش خدمتي واش درتي في ديك اللعبه انا صوبت لك ديك اللعبه انت غادي تقول هذه دونك هاد لا ميثود ديما تندير بها انا خدام خير ندخل ضحك مع هذا وضحك مع هذا وشد مع هذا ونتلاقى مع واحد السيد فلان بخير صافا كلشي مزيان هاني واش بخير هاني بخير كلشي مزيان والله الا غادي مزيان ما عندي ما نسال كدا ما كاين لا كلشي اللي سيدي بوسكي انا باش شو انا قلت لي مالك اللي عرفت غادي معول مالك انا معول مالك واحد الماشي كدا البيجي حنا عندنا 8,800,000 درهم و لي بيستاتي اللي جاوبونا القليل فيهم جاوب بمليون درهم بلان هادشي اشتي القليل فيهم جاوب مليون درهم قلت ليه دابا فين كاين المشكل واش حنا نديرو لكم حنايا شي ثمن داشي باسمان دو لوكس قال لي ويلي سا تخمق عليا قلت ليه واش مزيان لكم واحد 78 مليون انا ما عرفتش ماشي شناهو قلت ليه صافي غادي نصيفط لك الديسكريبتيف صيفط لي الديسكريبتيف كدا شفت الديسكريبتيف شفت البلاصه كدا مشيت عمات بحال عمات داك الكينو داك اللوطه و داك الحاجات دارت 78 مليون اش تي باي فورفيت كبير فهمتي حطيت داك الديسكريبتيف توتال الاش تي 780,000 درهم حطيتها الجماعه يطلبوا لي انا هو المهندسون اقل واحد ياك ما تصيد في هاد المارش واخا توكل على الله مشيت قالوا لي خصك دير جلسه مع لي زاشا ومع الديريكسيون تكنيك
باش تقول لهم البروجي ديتا ديالو واش وزات ارت ولا لا ولا غتدخل غتسال. هو كان واحد البروجي انا واحد الطايه خاصها تاميناجا كامله خاصها تحفر من التحت تبات واحد السميدو ودير واحد لي بوش واه دابا كيفاش غندير هذا البلان خاصني شي واحد يفهم في التكنيك مزيان. هو لا سبيسياليتي سميتها تيقراو في الترافو بوبليك سميتها الفي ار دي فواري ريزو ديفير. تاخر وليتي كتلعش فيهم في دومينو بزمن لا مزيان تقول لي راسك مشاكل تيجي واحد تبغي يطلق عليك محمد تيجي يطلق عليك تيقول لك واخا يا سي نطلع معاك في لايف وباغي بيا اليوم الطوا اخي راه ضربنا هذا كنا ماشي كاين اللي تيبيعوا الدورات غود لاك ليهم كاين شي واحد تيبيع شي حاجه كاين عاوتاني اللي تيبيع شي حاجه اللي تي بحال الفي اي بي اجي تدخل معنا للفي اي بي انت هادي تقول لي لا لا ولا قلت لي في اي بي انا تاعك هذا موضوع خليه ثلاثه ديال القصه ديالك هذا غنصحونا انا ما عنديش مشكل لا شوف ثلاثه تيقطع لنا اللايف قولي النقاز لا بعد لا لا شوف عودة اللعيبة هذه راه بنتي لي راك غاجة غادي نشد روك فين خلينا هذا تكنيسيان باش يشوف في ار تي معلم واحد الدري عندي كانتي شو لاصال نيتورك ديال لاصال كانتي تيني عندي واحد الولد ياك وفراسو تيدير لي طرافو بيبليك كان ساعات تخدم مع ال بي دي زو تسمعوا بها واحد الشيء ال بي دي زو المهم تخدم الكراطا واللعيبات تيخدم معاهم قلت هذا فلان قلبت عليه ما عنديش كونتاكت ديالو مشيت قلبت عليه في سميتو في فيسبوك انا عندي اللينك ديالنا اشاعه ما داكشي ما نحلوش قلت هذاك الماط ديال السي في وداكشي باش نحمو داك اللينك فهمتيني قلبت عليه صيفط ليه ميساج هو جاوبني كثر الله حرقت التليفون ديك نتا تليفون صيفط ليه اللينك ديال مي جاوبش صيفط ليه فيسبوك طلعت عليك ميساج صيفط ليه عيط ليه قلت ليه اللي كاين عندي قال لي قال لي صيفط لي الديسكريبتيف صيفط لي الديسكريبتيف والسيد مول فيقنا القناطه السدوده قلت له ما عندك والو اصاحبي اش خير انا قلت له نريح معك شرح لي قال لي واخا مشيت طيح معاه في خاوه قلت له ساعه ديبلاسيت عندو هذيك الساعه مابقاش باش نمشي للولفه مشيت عندو سيدي معروف حيت الامور بدات تصوب شويه مابقاش تصبيها مشيت عندو سيدي معروف سيدي معروف عندي طوين بيرو فهمتيني بخير تنستاسوني تا انايا تخلص الكارديان تا انا بخير مشيت وقفت عليه قال لي كاين ولكن شرح لي بدات تشرح لي طان 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 اللي عندك اللي عندك قلت له فلان دابا انا عندي جلسه مع التكنيك واش طايح معايا قال لي ما ساليش شاف لي واحد ستاجير معاهم بلان وداك ستاجير معاهم خاصني كيفاش باش نقول لهم ستاجير لا خاصني نبريزونتيه على انه هو البي او دي تي اللي يخدم معايا داك البروجي البي او دي تي شنو واش يدير لك كل مرحله تديها هو اللي تيفاليديتي ابروفيها فهمتيني هما الاخرين تيشوفوا ولكن ما فاهمين والو البي او دي تي هو اللي يتحمل المسؤوليه باش مش عارفش مشي جدات في صوت لي كارت فيزيت على انه بي او دي تي يلا طيح لك هذه صوت لي كارت فيزيت قادينا الحاجه والله يخلف عليه قادينا دوك اللعيبات صافي فلان مشى جاب البي سي ديالو باللعيبات كذا ديابو باللعيبات كذا بريزونتي لا بارتي ديالي وهما ما مبوقين اصلا وهادو الاخرين فهمتيني كانوا كنمشيو نشوف الكلمه ديال الفرونسي هاد لي طاب شان ديالو جا لا كوتا هو بوق لهم قلت لهم فاسي مسيو فلان اللي غيبريزونتي لكم البارتي ديال البيو دي تيوب من البيو دي تيوب كدا مضبطين واحد السميه ما عرفت الله يسمح لي وصافي قال لك سير طحن صافي في الاخر ملي عرفت ما بوق له والو قال لك شوف والسياسيين اصلا تيقوا فيك غادي لنا شي خدمه زوينه قلت لهم كون هانين سالينا صافي خرجت من تما ناضي شاد لافير كدا بخير جاني البوند كوموند حتى عندي الفلوس باش نخدم كلشي ولكن بزاف الفلوس 78 مليون بزاف لوكو باش يطلع لي داك البونجي ما عرفتش شحال بلان جيت شفت شركه تصوب لي داكشي بداو تنطنوا فيا وكذا الله تسمع 40 50 مليون هنا بلاتي انا كل واحد البلاصه كنديزين واحد لي كابل ريزو قلت لا لا بارتي كريتيك وخصنا نديو نجيبو الله بو كذا وانا مولفت نجيبها واحده بعث لي قالت لي داكشي
قلت هذا بلاصتي غادي ندير ليه غادي ندير ليه قلت هذا انا هادشي غنخدمو انا كي غادي ندير غادي نكري لي زونجين حتى غنكري عرفتي جي سي بي تكري 1200 درهم من النهار قبل بعدا غادي نكري داك جي سي بي خاصني نحيد واحد لي ضال من اللاط وهادوك لي ضال الميترو ساوي شي 450 درهم للميترو وي والطريق فيها شي 300 واقيلا على 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 شي 5 ونص لاط بل لا قلت هذا 300 على 5 ونص لاط كيفاش هاد لي ضال غاليين وخاصني اش قلت لهم دابا شي وحده اللي ما هرستهاش واش نوضها قال لي ما عطها قلت لهم الا ما هرستهاش نوضها قال لك عطها اش وليت دوك الدراري اللي جبتهم قلت لهم شوف تهلا ليا سميتو ما تهرش ليا بزاف ونتهلا اش ولا هي وضعتي ياخذوا 200 درهم من النهار تندير لهم 400 درهم من النهار تيخدم وتتكيس ديال هذوك لي ضال تيزوم بقايدين شي حاجه تهرسات تشارس حيت اذا جيت تبعت الحساب ما غيخرجنيش داك الشيء ما غيخرجنيش بالطاب ديالو بالتوفنا ديالو ولا يكونش اللي غادي ندير ما غيخرجنيش بالتعياس ما غيخرجنيش داك الشيء حيت هذاك الشيء اللي حسبوا الناس ديال 1 مليون دو اشتي 120 مليون هذاك هو الثمن اللي خاصو يستخدم داك الشيء صافي خديت ديك اللعيبه هذوك لي ضال اصلا اي كميتو راني رابح أنا ومهلي في الدراري الدراري تيتخلصو مزيان ناشطين بخير اصلا الثمن ديال 400 درهم ما كاينش فهمتيني المانوري يخدم في المغرب 400 درهم ما كايناش مي انا مخلص مزيان وعاطيهم وين رابحين بجوج بداو غاديين خدامين ما كتبقاش حتى حاضرهم ملي كتخلصو مزيان هو تيراعي ليك وهو مقاتل معاك صافي كمل لكم ماشي مون باش ندخل لكم في الداتا ديال ماشي كامل شحال غيتخدم المهم دابا جاوا شي وحدين نصبوا عليا اقدا المهم بالنصب كلشي شحال كامل شحال تخرج الكود ديال البروجي شي واحد يقول لي شحال 30 زيد فول 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 شي تاع ما طايح الهوت لا 30 16 مليون ولا عرفتي اش وليت تنريح مع مولين الدار وتنقول لهم شي 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 باتما انت دوزا وصايي انا باقي ندير شي فلوس هذا سميه داك والله ما كانش شي شي باتما بلا سانشي انت دوزا وصايي باتما ما دير الكريدي داز الفلوس شفت اول باتما مبروك اخي مبروك بدلت الطوموبيل مبروك الله يبارك فيك اخي الله يبارك والله الا مبروك اخي تكون البدايه تكون زوينه صافي عاد تبدا عاد يبان لك داك الشيء خويز قدامك بدا كيبان الضوء بدا يبان لك الضوء شحال ديال الوقت خضرت لي اخي راه عندك تمايا شي 2000 2000 شحال خدمت فيه ما كاملاش واحد 40 يوم ما كاملاش وكان جا واحد البيوت فمدان اللي زوين داز لوز كله بايسون شوف دابا هذاك الشيء اللي تقول من قبيله طراف ديجي العامل ديك الشركه الاولى في 2007 ودابا كتعاود على لاميناجمون البدايه ديالك في 2017 صاير هذه 10 سنين حنا تنقولوا مضرب 10 سنين راه خاصك ديك خاصك 10 سنين هذه قلت لها هذاك الشيء اللي كاينش الزربه كاينش دابا تجي تشوف بنادم تشوفك تيقول هذا خونا سميت ولا هذا صاحبو هنا الطاويه تاع هذوك سير ورينا السر تلقاش ولا ورينا السر انا نقول لها احنا جبنا لكم كل شيء قال لك السر هذا عاود ليك بالتيطاي دابا بنادم با محمد تشوف كذاب شوف شنو داير دابا شوف واش كي كنت هو ما بغاش هو يدوز داك الشيء لا هو بغا كذاب هو بغا دابا يركب على الطوموبيل زوينه بغا الديور بغا كل شيء من بعد وتيتعرض المشكله هي كيتعرض ليه خونا اللي كيمشي معاه في نفس الفكره تقول له الصاب ترى واحد خونا دخل معايا ب 2000 درهم ودابا دار الفلوس والله يجي طنطنو والله يجي كاين جروب في اي بي دخل معنا البي اي هادوك هادو صحاب واحد غنجيو لهم جوج يشدو كي طنطنو كادو ندوز دغيا باش ندوز لهم صحاب 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 الدوام صحاب الفي اي بي بلاصه نجي لهم بلان ديال لا كيفاش غندوز شريت لابارتمون الاولى شريت الطوموبيل طول الطوموبيل مزيان غادي مزيان بخير شويه هادشي ولا تيجي ولا حافه
فهمتين تعرف يخدم سيارة وليس عندك خليفة عونس هذي يخدم مسيار وليس بخير شوية وليس فهمتين سنة وليس هذيك اللعيبة نسكيني بشي لعيبة ما يفع هاد القيوة في البلاصة كن ساكن ما يفع هاد القيوة خاصني نتلاح لشي دال الموبيلي تبان لي هادشي دال الموبيلي أنا مبوقع الفيوال فهمتين بديت نشير باس معنا بايس معنا بايس معنا ولكن تبان لي داكشي غادي تقيل قلت علاش اخويا ما ناخذش انا بقي عون فينا ونبيع لي زاباطا كي غندير هاد البلان انا الضومي مثلا بقى فيه والو خاصني نتعلم عند شي واحد ولكن ما هاد الواحد ما خاصش يمشي عندو يقول لي واه فلان علم فهمتي راه يقول لي سير بحالك منك عدل ديما خاصني نعطي انا باش ناخذ قهوه تنريح فيها الكاسون تنتهلا فيه مزيان وديك القهوه تريحو فيها لي بوموتو بخير كدا شنو فلان سي حسن واش شي بقيعات هنا شي عمتا شنو الحاج كدا ايه مرحبا صافي الحاج وهي تنعصب تيبان لي الحاج تنريح الحاج غتمشي تقصد الحاج غادي يعبرفك ضيح ملبال انا خاصني نتعلم من عند الحاج ناخذ لا ميثود كيفاش غندير كيفاش غندير ما عرفتش كيفاش ندخل ايوا الحاج تيبان لي شنو شحضات تيبان لي تيوقف من الكوسي تيدير الضحو ديك عرفت هادو السياسيك صعبرتي صعلينا شالينا عرفت عدو لي اني ديسكال مشيت عندو حاجة عم نسولك واش عندك مشكل ديال سيرتي قال لي قلت الحاج قال لي غدير قال لي زيزت لي غدير بلاتي كدا وانا غنتبع معاك الحاج يلا يرحمك والدينا ولدي ما دويش معنا كدا لي موبيلي سيدي بوزكر ما دويش معاك حتى من الفلوس والو ما كاينش معنا سولك وقال لك شحال ولدي باقي لا لا ما دويش معايا لا لا جي لابس انت بخير جي غنتقهوى تداك الكونتاك قلت الحاج اي لعيبه تحتاجها التليفون ديالي إيه الله يرحم الوالدين صافي الله تعشنا انا جا الكاسون ويكونفيرم الحاج فلان الله يعمر لي الطاق كدا هو ساكن هنا تبارك الله عليه وكدا وهذه صافي خلينا هنا المره الجايه وليت تنمشي نلقى الحاج مثلا تلقى الحاج خلص عليا القهوه فهمتيني زيد والحاج خلصتي ولا حشومه الحاج كدا بقينا بحال هكا تنقول راه تنسبقوا هنايا شنو نقول انت بغيتي شنو تدي الحاج تنديرو 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 قال لي مزيان تبارك الله على كدا قلت الحاج والله ما قرات الحاج نزعم شي بقيعه هنايا ولكن بان لي هنا السوق مبونه يلا يلا قال لي كاين واحد لوتيس ما انا خدام فيها غنشوف لك حدايا قلت له الله يخليك لك الحاج واش يدير لنا شي تمام زوين ولا هاد هي شوف تخلص بشويه هاد الحاج حداه تياخذ لك بقيعه حداه وتيكوموندي لك موز السلعه حداه ياك وتيكوموندي لك موز السلعه وتعطيك السلعه وتخلص بشويه لك جيب دايما مسياتي انا عارف واش داكشي بغيت تبعوش حتى بس باش تبع سياتي خاصك تدخل ديديكيتد ما كاينش خاصك ما تغلطش شي حتى هاد التويست خاصك تدير خاصك تعرف شنو كيفاش طلع في الطوموبيل بزاف د اللعيبات خاصك دير بقيت معاه المهم بقى معايا الحاج ولا نعشان مشينا بخير علمني كيفاش المسائل الاداريه لا دازت ديما بالاولى فكان كان مشكل في لي كارت موديليتي باش تقسموا لي تيتا وقف معايا في كل شيء في سميتو البيع تعطل دا واحد اللعيبه المهم حيت دابا في المارشي انا تبقى خاصو يبيع هو الاول فهمتيني مثلا مول ياجور يحسب لي ياجور 50 يحسب لي انا 60 ياك نورمالمون انا مغنجي غنبغي نبيع الميدو غنبيعو ب 7000 درهم يلا خرجني والحاج يبيعو ب 3500 وصلكم زين طار هذا الفيلم ومتعطلت مي خديت واحد الاكسبيريونس وجمعت فلوسي ونقول لك حنا مشيت ديت فلوس ديت فلوس شويه تابع مقارنه مع كثر ولكن تعلمت من المره الجايه تابع وحده ثلاث مسيان مشات طان 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 لي زابارتمون اللي تنكري فيهم دخل تخدم في اير بي يلا في الماركت بليس وداك اللعيبات لونغ ديوري تاعو عندي لونغ ديوري عندي شي حاجه ديال لاطا ديال الدوله خير لهم حمد الله مشكور هاد الامور لوز جات البيريود ديال كوفيد في الموبيليه ما تقدرش تزعم الحديد زاد كيما قلت جبد بان بالغيساني جاج كدا داك الشيء ما 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 مشي لا فاريو بحال ما تعرفش بحال الجاج خطاج جيت لقيتها ما انا 24 ساعه داك الشيء ماون شي ما عارفش كيفاش غاتم
طونك نقول لبدا معلم عندي الفلوس شنو غادي ندير كوفيد شنو غادي نخدم طال باراميديك سير كنتي معهم الموجزات ديال باراميديك وباقي حاليا تخدم في الباراميديك هذا اخي هو شوف تخدم في هنا تي تي كالو تي بس انت في والو فهمتي الطريقه دابا صافي راه ولا مع الدرون كي جات كي جات اجي اخي دابا نطرح لك الاسئله كي جات اخي المبادره ديال 120 ميتا ميتا 10 راه تعرفتي بها راه شي حنا راه هيدا تحط عندك يو كان حتى اللي عندي لي بوكس ديالي تشتت كلشي كي فورورد مقتوله عندك يو كان حنا زادو ظلم مقتوله شوف بقى بيناتنا المشكل كيفاش نخلصوا القهواص دابا غنشلك مقتوله ميتا 10 هاد الكونسيبت كيفاش فكرت هاد الوقت ديال المقتوله دابا انا تنمشي تمشي للبنك صافي تنتسنى تشد نوبتي تيبان ليا واحد جابد واحد 20 ولا 30 ولا 40 كان حدوك تنسميهم انا غير من الثلاجه ما تيفهموش لك تيفهموا لك ولكن قليل 40 مليون 40 مليون جاب هذا حاطها فهمتي انت الزاتي حطاتي ديال الامانه ها تزيد فحالو تيجي لاكوتا هو تيجبد 20 30 يجبد قدا الحاج بخير زيد فحالو تنجي انا تنجبد شي بركه تنجي السوشيال ميديا تنشوف اللي بغيت تشكر ويلي كما انا عايش في عالم ما عايشينش فيه هاد الناس لا سيرتو فيسبوك مازال انستغرام شويه ما فهمتش البلان تنقول ويلي وهذا لان دوك الثلاثه اللي سبقوك وانت ما كتدخلوش للفيسبوك ما تدخلوش للفيسبوك هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين والله تنقول ويلي شاد البلان اصاحبي شويه قلت هذا راه خصني ندير شي لعيبه بالساكاز باش يوصل الميساج باش نطلع نقول لهم هذا كلشي بحالك اصاحبي سير تحرك اصاحبي لا لا قلت لهم حرك عاوتاني ما يحملوكش راه مقتوله هادشي صافي تنقول ليها مقتوله ونصور ليه فلوس ديال الدراري شدوه تمشي فيها كل شيء تبارطاجي معايا اخويا سير مقتوله تصور لي ميكا ديال الفلوس مقتوله 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 اش ولا اش وليت انا قلت لك هذا مزيان هذا الكونسيبت نخدموا به مزيان باش نبدلوا شويه العقليه باش بنادم يقول كاين اللي كل شيء داير الفلوس راك انت اللي ما ديريش الفلوس انتيا فهمتي صافي داك كل شيء تبارطاجي الفلوس يبارطاجي الفلوس يبارطاجي شحال من واحد وتانسبير قلت صافي حتى كل شيء خدام انا اللي ما خدامش كل شيء تحب نوض تخدم تنقول لي شوف من واحد شهر ولا شهر ونص غندير واحد الوقت مقتوله بلا ديرها كل شهر والله الا كل شهر كل شهر نديرها انت وجد دابا هادشي قال لي واش قلت لهم كلهم 15 في الشهر وجدوا هاد الدراري وجدوا من بارطاج باش نقتلوها صافي دابا صافي ولا شي وحدين شي يقول لي خويا ياسين انا معاك الشهر الجاي باش نقتلو الوقت قال لي دابا اما عندي مقاده دابا الوقت صافي ولا كلشي دابا خدينا دابا شوف تنقول لهم داي 100 درهم صور هذه 100 درهم انك درتي ايفور درتي 100 درهم تقدر تجيب مليون ولا تجيب 10 مليون اللي جاب 100 درهم يجيب اللي جاب مليون يجيب 10 اللي جاب 10 يجيب 100 هو تقوى بقات بحال هكا داز 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 الامور بحال هكا هذا الكونسيبت ديال المقتوله ما عمرني ننسى الكونسيبت تاع واحد اخر اخي اللي تسميو حنا اللي كاع لي زونتربرونور كنسولو الريكوفروم قلتي لي خدمتي البي تو بي بيتوبي مش هيك شيء كان شي مشكل في الركوفرومو ولا الركوفرومو هو اللي بقى كتسال شوف نجيك من الاخر 300 مليون تيقطعوا لك بجوج ثلاثه وانت اصلا باش تشد داك المارشي انت اصلا طيح الثمن انت هو المواديز هو اقل واحد انت في هذوك باش تنسي داك المارشي وتشدو وخاصك بعدا قبل المارشي خاصك لا ريسيبسيون ديالو خاصك شحال وانت تضرب باش تريسيبسيون المارشي وتتبقى بليسيبسيون تبقى قطعت بشويه بشويه انت ما حيلتك تخلص خدامتك ما حيلتك تخلص لي فونيسور ديالك ما حيلتك الانفلاسيون اللي باقا طنطن فيك حيت بنادم كلشي ماشي دخلش الانفلاسيون ما تيدخلها باش ما تيدخلها اما اللي خايد كريدي من البنكة هذاك راه عنده الانفلاسيون من هنا ولو طو دان تي من هنا تسمع طن تبقى طنطن فيه دونك بنادم يرد البلد شي اكسبيريونس بلا ما تذكر الشركات بلا كذا شي حاجه شي في دقيقه جوج دقائق شي اكسبيريونس ديال خديتي شي بروجي تما بان لك مزيان طان طان تجي الخلاص تبدا تمرضي نحلف لك بالله دابا الشركه دابا سمحت لك 130 مليون كثر داك الماط ديال التقطاع صافي 130 مليون سمحت لهم خويا تيقول لي واش انت مسطي تنقول شوف انا خصني نبقى ندير مواد خصني نمشي نخدم على الماط ديال بصح ما طراتش مثلا ان انت باقي كتسال 130 مليون يجيو يطلبوا منك خدمه اخرى كاينه دابا هذا هو الفيلم تسير كاينه السيت عرفتي تسال 5 مليار قلت له اجي نضرب هذه الخدمه هذه بعدا وندوي الله هاكاك واحد شويه باش تسمي كاينه لا تنحبس قلت له شتي هكا غادي يوصلوك لسبعه غير بالفهم
تنحبس صافي تنعلق فيها باقل الاضرار الحمد لله شنشوف شنشوف تنشوف انا شنو اللي عندي دابا صافي تنحس باسي انا مزيان بخير لي دومين ديال الميتيزيون ما تسمي لي حتى شي شركه الله يتوب عليك حيتاش هادشي شكون اللي كيديروا واش شي شركات كبار ولا شي حميد صغيور حميد صغيور راه جوست الصوره ديال خوت كاش ما عندهمش شركات كبار تتبان لهم حنايا بحال ساق الزيت شدك يتحرك فهمتيني هو ما تيفكرش هو وملي تتعامل مع شركات كبار ما تتعاملش مع 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 مع, مع, مع ناس تتعامل مع اورغانيزم مع ديبارتمون فوالا ديبارتمون كامل وهذاك ديبارتمون تكونوا فيه واحد الاشخاص تقدر دابا شي واحد ما نقولوش داك ديبارتمون سوسه وانما داك خونا اللي تما سوس يقدر دابا في اللايف دابا هنايا ما حبلنيش فهمتيني تقول بابي داك داز لي ريغلوم بابي داز لي تقول شوف اللي غيسيني مشى للانجليز وما صورت ولد في تايلاند ما قول لي ما كانش هاد لوكا هذا مثلا 130 يجي يقول لك الا بغيتي دير ليه 100 تخلص دابا لا 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 هذا الدراري لا هذا ما كاينش انا طرات لي هذا داك اللي بيتو سي انا 5 ديال لي فاكتور كنقول سنويه في الطروبيل قال لي شحال عندي فيه ولا راه الله لا داز هاك دي لا هي الرئاسه نيه بالعام يعني لا تكون مثلا دابا هذه كطرب بزاف لي زاجونس مثلا حنا في الطوب ديالنا ديال ديجيتال تيقول لك انا اجونس غنعطيك هذا الاداء انا واخد فيه 35% عاطيك المارشي تيقول لك انا مسيني انت مسيني انت وياه واخد فيه 35% ملي كتجي تخلص تيقول لك انا غتزيدني واحد الغوميز اخرى ديال 10% باش تخلصك دابا الا بغيتي تخلص دابا انت غتخلص ب 35 راه ولكن راه ما عرفناش الديدلاين ما عرفناش لاكاس تخيل لي زيستوغ راك عارف ولكن الا بغيتي تزيدني 10% راه فورسي عليهم يخلصوك دابا بلا هاد لي زيستوغ تيوقعوا في لي زاجونس هادشي دوز انا هذه هي النهايه ديال التعامل علاش نديرو هاد الحوار هذا باش شي واحد الدراري اخرين ما متشوكاش لا ومتشوكاش لا سيرتو تيقول لك راه جات تخدم معايا الشركه الفلانيه وتما هاديك هي الثقيله وهادشي تيدير راه شركات كبار شدك في طنطنك تيهضر معاك هكا كلير شوف البيدجي دابا ما كاينش 35% ديالنا هي شوف الا زدتيني واحد 10% انا غنورك اليوم هنا باش يطلقوا لك البيدجي ونخليو ناس اخرين وكذا اللي بحال هاد لي زيستوار تتولي انت خدام 55% عاطيه اوكي سي اخي باقي خدام باقي خدام لاميناجمون دابا الباراميتيكال لو كنتي لاميناجمون لاميناجمون بلا مو دابا عطيتي ساعه على قبلك مع الاثمنه وبالعربيه مساليش نجيك لا لا حتى داك داك لي بري اللي طالعين يعني تقدر تقدر دابا حدا باغا غتسوميسي على مارشي الثمن شنو غادي يولي ما هو ما غيجيبوكم على شهر ما عرفتش الثمن شحال هو دونك مستغرب بيغوي دونك دابا وديك تتروا ديماما لا سميتو هذاك باقي لي كونطاب ديما هذوك ديما توصل للصيف عالي تيز الطوموبيل مزيان دونك ما بقاش مسوق لهم انا دونك اخي دابا انت ملي بقيت مريح قلتي تمشي تريدي الاسهم في ناصداك دابا مشيت لناصداك شوف ما جابوش الفوركس مشيت الفوركس الفوركس غادي نتراصد راه جبت الخيانه الفوركس هادي دير لي خويا راه واحد قال لي تبدا ب 2000 درهم في الفوركس وراني واحد راه بدا ب 2000 درهم ودار 70 مليون تنقول ليه علاش هو هادي يحتاجك انت كاع ملي هو علاش هادي ياخذ دوك راسك دابا ابو محمد باش ندوي في عجاله في هاد اللعيبه ديال التريدين التريدين عنده واحد السمعه مسخه في المغرب للأسف. شو ورلد وايد للأسف ورلد وايد العالم العالم ماشي شوف سباب شي وحدين شي وحدين تيجي تيسهلها تيلا صاحبي تمشي دير ريكوميرس جيب السلعة كذا انت راه دخلي ب 2000 درهم دخلك واحد الجروب في اي بي ب 5000 درهم دير الفلوس ونبدا نصيفط لك الصباقات وبدا يتكوبيهم وانت درتي لا والله ما يمكنش شي وحدين تيقول لك الاوتو كوبي تيقول لك الاوتو كوبي غتدخل معايا المهم بالكونت تيدخل تياخذ الكونت ديالك وتيدخل ودخله وحده تيكون داير يدو مع البروكر صافي وتيطنطنك النصيحه اللي نعطيها للناس اللي غيدوا على التريدين ما تمشيوش عافاكم مشوش البروكر الله يرحمكم الوالدين سيرو كنتو تمشيو سيرو عند ممول راه مزيان نقدر نشرح بمحمد شنو هو السيستم انا نسمع لك انا ما انا زعما تشتا البروكرز كاين بروكر وكاين بروكر انا اون جينيرال خيت نقول الفوركس لا فوق ماشي فوركس سير البروكر شو انا نقول لك واخا ملي دير اشار فابور كاين اخي واحد البروكر خدامين به كاع الدراري صحابنا وما تيخدموش فيه الفوركس
عرفتو صافي المهم ما خدامينش غير الفوركس سميتو ان تي هو عارف صافي هذاك خدامين به ما خدامينش به الفوركس ودراري تبارك الله خدامي ماشي دار سعد اللي في الطايرون كدا وما ديال الدراري مروان اللي كان معنا هاد رمضان حتى هو تريدي الناصدا الاسهم وداك الشيء كاين الدراري تيديروا التريدينغ ولكن ماشي الفوركس كل البلان ديال الممول خصهم يمشيو يعرفوا الممول البلان ديال الممول باش نشرحوا دغيا بعجاله دابا شي وحدين كاين الممول تيمولك من 25 كا تمشي معاك حتى 250 كا كيفاش هاد البلان ما تعطيكش دوك الفلوس تعطيك واحد لي ليميت خصك تكونسومي هاد لي ليميت اللي خصك مثلا واحد الخساره اليوم شحال واحد الضوضاء شحال خصو يكون تدوز واحد التيست والتيست انت تتخلص بلان وملي تتخلص هاد التيست دابا الناس اللي ما تيفهموش يصحاب راسو انه تيخلص التيست تيشد التيست تيشد دوك تيصحاب راسو ديك 100 كا ولا 150 كا غيشدها لا ما تعطيوهاش لك هي تتبقى تمايا محطوطه في السيستم عندك واحد الخساره في النهار ما تفوتوش وعندك واحد الضوضاء خصك ما تضربوش مثلا شي كونت كاين شي شركه شي كونت ديال 150 كا تيعطيك واحد ما تفوتش واحد الليميت ديال الضوضاء الدرو داون هو الماكسيموم الخساره ديال 5 كا ما تفوتهاش إذا فتيها ضربك الكونت دابا شنو هو البلان دابا علاش داير هاد السون ديال الممول وشنو هو علاش تيقلبوا على دوك ميسيات ديال التريدين دوك الواعيين ديال التريدين وي باش هما حيت في الاول اش كان مثلا الوسطيت بغات تفورمي شي واحد في التريدين خاصها واحد الميزانيه توصل ديال فوات المليون دولار وخاصو يكون قاري على التريدين وتتبقى تفورمي فيه واش غيصدق ولا ما غاديش يصدق يقدر ما يصدق ما يصدقش ليه بلان اش قالوا غنشدوا حنايا نشدوا يكونوا هاد الممولين كل واحد نعطيه مثلا 25 كا 50 كا على حساب الكونت ليفر ماشي نعطيوهش لي اسبيس تعطيو كونت يخدم به تنشوفوا افالونس فوالا تنشوفوا كيفاش غيتعامل مع داك الكونت كيفاش غادي يجيني داك الكونت تنعطيوك داك الكونت ياك وانت تدوز واحد التيست تخلصو من جيبك وتتبدا خدام بداك الكونت خدام به تشوف كيفاش تتعامل معاه دوزتي التيست نجحتي في التيست صغيوه تنقول التيست صغيوه تعطيو تسمى واحد الكونت لايف ياك بحال تتريدي فلوس ديال بصح ولكن ديما هما عينيهم عليك تيبقاو حاضرينك مده ديال عام ولا اكثر عام ولا اكثر تنقولها و تنانسيستي عليها ديك الساعه الا شافوا لي بيرفورمانس ديالك مزيانين ديك الساعه باش تشوفوا الممولين ديال بصح الممولين تيمشيو حتى 35 مليون دولار 35 مليون مغربي الناس اللي ما فاهمينش هادشي والناس اللي بقاو ناقصو في الجروبات ما فاهمين والو تبقاو يدويو من والو انا دابا شهر علمني الدار يخدم معايا سعيد الله يخلف عليهم منساش خيرهم للناس داروا لي ديبريسيون بقيت انهم تنتقدوا ما فاهمين والو الجهل ديالهم ما فاهمين والو تبقاو ينتقدوا سيد جاتو ديبريسيون حبس قال لي صافي راه السوشيال ميديا صعيبه حشومه باغي مسكين باغي يعاون انا دابا خدم معايا دابا شهر فهمتيني دي مون مرتبه المونطو تاع دي مي تقدر ندير الطاس آه لا لا ما تقولش المونطو على حقي باش بنان لا بنان تيبقى تيجي تقول راه انا حتى مع الصلاه ندير بحال حتى مع الصلاه تيقولها في الشهر راه انا ندير في الشهر هو ما بغاش يضرب ديك ال 10 سنين ديالك انت تفضل الاخر اه لا هو بغا يضيع على خونا هذا من الفوركس ولا يدخل عنده في شي جروب يطنطن مو مزيان يطنطن مزيان انا قلت لهم تيكون تيست صغير هو تاخذ الكونت لايف اون فوا تاخذ الكونت لايف هادي مهم ماشي بقاو مسويفينك ديك الساعه باش تقول فلان حتى حنا عارفين في الطبله تيكون ممول غالبا تيكون من الخارج غالبا ياك تتولي ديك الشركه غير وسيط بيناتكم يا ضامن الله بحال هاد البي تو بي في الكريبتو تجي هي الوسط تقول لك تضمن لك الفلوس ديال هذا وتضمن لك انت الفلوس ديالك بلان تتولي تقول لهم سيدي انا ما بغيتش انا بحال دابا نورمالمون كيف العاده اللي معروفه تاخذ 80% من البينيفيس تعطيهم هما 20% تقول لما سيدي انا ما بغيتش انا بغيت انا يا سيدي بغيت 90% اوكي شحال غدير لينا ساعه تقدر دير لينا سيدي في الشهر ندير لكم القرض والقرض سير تيمشيو معاك في لي كونطا انت دي باسي في 500 كونطا كونطا لا كنت بغيت نشرح لي كونطا واش شحال بحال قلتي لوفي في سميتو شحال تقدر تضوبلي فلوسك سواء في الربح سواء في الخساره بلا دونك تيمشيو معاك وتبقاو تسمى ليفريج في المهم على حسب البلاتفورم باش خدام تيمشيو معاك في لي كونطا سي دي باسوش 500 كونطا صافي كل ما غادي و تيطلقوا لك بغيتي تطلقوا لك بغيتي تزيدوا في الكابيتال زيد البيرفورمانس ديالك زيدوا عليك بغيت نسولك على السيطان اللي تيديروا اللي تيدوا في هذا
تندير دي مليون وتبيع الطوارئ مين يمكنش اصاحبي ما مساليش اصاحبي يمكنش لو بغيتي دير هذيك الساعه تكون بخير دير في سبيل الله مين يمكنش اصاحبي ما مساليش اصاحبي ما مساليش باش تبيع الطوارئ ولي اخي تنشوفك انت واحد القطه درتيها حتى انا تنضل تنديرها يوميا تتريجيكت الاعلانات انت البروفيل ديالك انت باينك ناس اللي قلتي لهم دخلوا لهاد الشركه راه هكذا يمشي علاش كتريجيكت اول حاجه هاد الانستغرام والله الا ديو ما عنديش غير بشحال واحد تقول لي بغيتي تبيع الطوارئ بغيتي تبيع هادي انا شفت الصور في الانستغرام ملي خرجت السوشيال ميديا بغيت نفيد الناس واستفدت من الناس لا خاي مزيان شوف ما عمر عاودت القصه ديالك شي راه اخي اي اونتربرونور كاين عنده واحد القصه مزيان اليوم ملي عاودت استفدت بالسوشيال ميديا ماشي ما استفدتش دابا انت محمد فين باش عرفتك في السوشيال ميديا ايوا داي فين عرفتكم في السوشيال ميديا فهمتي دابا اليوم حتى شي سوا سوا فلوس انت اسمعي سوا فلوس حتى محمد كلكم سوا فلوس فلوس اللي ما تساليش انا استفدت من السوشيال ميديا انا بعت الضوا قدرت 100 كا ولا 200 كا ولا داروها وصافي تيبقى صافي تفايتي تفايتي مشيتي بحالك ماشي صحابنا دابا راه المشكله ما عنديش هذيك القضيه ديال تنكر صاحبك انا درت شي جيست قايد صعب تيبقى صاحب تقول لي ربشتي او تيقول لك واياه ندمت كرجع بيا التاريخ لديك الساعه والله ما كنت انا ديال كتقول لي ايوا انت انت صاحبي انت لدرجه انا شي نعاود لك اخي تيجي تيقول لي غندير واحد ستوري تقول لي خايب لا ما تبيني معاك الله يتوب عليك البنت اللي عارف ستوري تتركوموندي للناس ما يبيع الدور تقول لي الله يحفظك شوف خلاه واحد 3 سنين 4 سنين ونبان انا وياك صافي انت صاحبي وعشيري وعلى راسي وعيني ولكن اخي بلاش صافي راك شتي تبدا لحقاش راه ديك المره دويت عليها طول حنا كنا كنهند لي هو صاحبي السيبور ديال السيبور تيجي بنادم كنا ديك الساعه في بيرو اخر في حسان تيجي بنادم للبيرو تيجي غيسان اللي قاني مع شي واحد تيجي تيلقاوك فين تما السي غيسان انت صاحب السيمو انا خدام مع السيمو انا هو هذيك الساعه هو السيمو اشنو المشكل خويا راه هو راه صاحب فلان فلان باع لي الدوره والله خويا الا تسلف ديك 4000 درهم وشريت من عنده الدوره عافاك دوي مع السيمو قال لي يدوي مع فلان يرد لي فلوسي تقول لها واخا كي جانا كيدوي معايا انا ما زربانش تنقول لها ماشي شي كا اورجون غدا تلقى تما تقول لها مش درتو ليا تتصل بيا خويا راه السيده باقا كتجي للبيرو الو خويا رد السيده فلوس الله يجوب عليك الله يرحمك الوالده راه السيده ولات مبرسطانه ماشي سيده سيده وسيده والسيد تيجيو للبيرو واخا فهمتي مثلا واحد خونا جا رد ليها 50% خدات 50% وجات عاوتاني وقفات في البيرو رد ليها 50% اتصلت به قلت لها عرفت الله دابا شنو باغي رد ليها فلوسها قال لك راه دويت معاها قالت لي اوكي قلت لي مسكينه السيده اللي قلت لها تقول اوكي باغي تشد بعدا وراها هي جايه باقا سميتو صافي ديك الساعه جا والله الا هذا هو السبب تنقول لهم فهاد رمضان هذا ما يبانوش معنا صحاب الدوره غير طنطن لي عباد الله نجيك من الاخر لا كاين اللي ندم والله الا كاين اللي ندم بحق ربي لكن خليني من فئه الجروب في اي بي هذوك ما كيندموش حرفتو جي عاجي جروب في اي بي كدا شو الصفقه دخلتي هنا والحادي الحادي دو سمير برو اي ريسبكت يو والله ونهار كبير هذا اخي جيتي معنا الله يعزك ابو ياسين والله اخي كنت عارف القصه كنت عارف شي حوايج اطول لايف واقيلا داز لا بوبوح ولكن حتى هويا بوبوح الاولي بغينا نديرو ليه البارت ولكن اخي دوك الطبه والله اخي خلاني نزيد نحتار بزاف باركور اصاحبي راه ديال المعارك اخي والله الا القصه ديالك بزاف والله يحفظك ابو محمد كنت عارف شي حوايج ولكن بحال هاد لعيبه الشيك كنت عاودتيها كنت شوف الديتاي ولكن اخي اليوم راه عاودتي لنا شوف وحق ربي لا الام بي اي ريال لايف الواحد اللي تحتاج يتفرج في هذا اللايف هذا غادي يتفادى ماشي يتفادى المشاكل كاملين ولكن غادي يتفادى بزاف ديال المشاكل صافي الحمد لله حنا باقيين نتعلم نتعلم وشو انا كل لايف تيجي عند شي واحد انا والله الا كنتعلم منه كنت انسبيرا منه الله يحفظك وهذا اخي نعمه وانت ابو محمد شوف تتبقى انسبيراسيون الله يسك انت كنتي من الاولين بديت انفلونسر منهم انا شرف لي اخي انا والله نسمع لا علاش دابا انت كنتي تدوي في الفلوس في واحد الوقت حتى واحد ماشي يدوي في الفلوس صعيب دابا مثلا الصديق ديالنا سوينغا كي باقي ما شدش 30 مليون كي بان 30 مليون سوينغا واه نقول ليه شتا معلم شحال قاصحه تدوي في الفلوس قال لي اخويا تسليم اصاحبي قلت له بنادم عرفت تجي تقول له حنا درنا الفلوس بغينا نوريو كيفاش دير الفلوس ماشي يشوف هو ديك تعلم
كيشوف واحد انت درتي الفلوس علاش درتي الفلوس هذا راه مشكله انت درتي الفلوس صبر شوفوا كيفاش نتشعبطوا الجراد هنا يعني اختي خديت واحد التحدي كبير ابو محمد باش خرجتي باش بنتي صعيبه في هذا الوقت كان طابو دوي في الفلوس دابا كلشي ولا دابا تيدوي حق رب خيال نقول لك اخي ياسين هاي واحد اللعيبه راه عمري قلتها شي 2014 كنت كندخل الفلوس من كليك بانك وعندي واحد الليست ديال لي زيميل وكندير لانش وكذا وسميتو وهذيك اللعيبه من البنت تصور نهار اللانش خوتنا عاسين عليا وما يجيو هكا وليا السيت نهار اللانش نهار اللونسمون ديال البرودوي هكا وليا السيت قلت لنا الصوره راه كذا هكا السيت كذا شحال كنت انا تنتسنى اخر لانش كانت دخلت فيه شي 16 البركه النهار الاول المهم في التوتال ديك السيمانه جمعت واحد 40 بركه انا ضارب حساب ديال راه الا حفات كاع غادي ندخل واحد 40 بركه المهم دزت تلغت لي عاوتاني كرجعتي هاكي وليا السيت بعد لغت لي كرجعتي هاكي وليا السيت ما عرفتش شنو المشكل المهم راه بدلت الهوستينغ بدلت كذا بدلت التكنولوجي بدلت سميتو النهار الاخراني طيحوا بالديدوس وانا كفري هنا اخي شوف يعني شوف شحال ديال الفلوس واش ضيعوني والله كنت ديك الساعه انا محتاج دوك الفلوس يا باش نخلص واحد لابارت زايده قلت للوالد شو انت كذا 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 راه خاصك كذا 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 سيمانات لقا واجد ما خلونيش نوجد والله ما خلوني عرفتي ديك اللعبه ديال الجر ديال امو ما تخليهش يطلع وحق الرب علاه مجد نبقى نتفكر تقول على السطره دوزنا شي حوايج الحمد لله انا خوتنا هذو اللي كانوا تيعاكيو ديك الساعه وطيحوا السيت بالديبو ما عرفتش اخي شكون انا ما عرفتش شكون هما مزيان يسمع هاد الميساج هذا بعد انا اخويا الحمد لله الحمد لله اخويا ماضي الوالدين ومعقول وتيتهلا في عباد الله باستمرار تنقول للدراري تادي يستافدوها راه ممكن يغلبوك في 100 متر كيلومتر جوج ولكن انت لاعب ماراثون ما مساليش يضربوا معاك ديك 42 كيلومتر شحال كاين في الماراثون 42 42 انا مسا هو ما عندوش الجهد انا ملي هو بغا يجي يبيز لك الرويضه انت كتمشي كتصلحها كتعاود تكسيري كيعاود يترد لك تيرس لك الدجاج كتقاد الدجاج عاوتاني كتكمل واحد الوقيته تيقول صاد راه انا عندي الوالده كتعيط لي نمشي نقابلها انت كتكمل ديك 42 عادي تكون السلبيه كاين هذه اخي مقوله ديال غاريفي تيقول لك السلبيه ممكن تربح ولكن على المدى القريب ولكن الايجابيه على المدى البعيد ممكن يحبطك واحد الشيء ولكن لا استمريتي راه مبروك الشباب تبارك الله عليكم قويا سير مرحبا بك اجا خي نوريكم الكادر بعدا ديال اليوم الشباب ها ومايا الابطال الضيوف هذا ايوب ثالث الرحال مرحبا الشباب مرحبا نسينا ما درناش الحلقه ديال سلم عليهم تحياتي ابطال صحناكم معنا سمحوا لنا بزاف نتمنى تكون استفدتوا اللايف اربع السوايع قلق قسمين وين ما حسينا غير كيقول لك دي كونسي غير بعجاله دي كونسي شوف الله يحفظك ما تستناش لوبورتونيتي جيت عندك الفرصه جيت عندك حاول داك الشيء توز اللي عندك بدا بيه خدم بيه سير غتلقى مشاكل غيحطموا غيفصلوا غيهبطوك ديما بغيتي تجاوب شي واحد جاوبوا الخدمه انا ملي بديت التريدين دابا فول بالي دابا تقريبا شي عام ولكن باش بديت نسكيلي فيه بديت دابا شي شهر بديت اول بوست بارطاجيتو بداو يضحكوا عليا الجروبات دابا دوك صحاب الجروبات تيصيفطوا لي في البيبي باغيين يتعلموا علاش حيت جاوبتهم بالخدمه تيقولوا خلينا عطيها لبني وعطيها 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 مي اش قربوا التريدين مي تنجاوبوا بالخدمه والسكات قضيه اخرى الفرصه ديما كاينه ديما موجوده ما عمرك تقول كاينه الفرصه كاينه مره ولا جوج ولا ثلاثه الفرصه ديما موجوده الفرصه شكون تيستغلها تيستغلها اللي موجد ليها اللي موجد ليها واحد قا خدا ماستر ومريح مشومه جا بوست ديال الماستر ياك شكون اللي غادي يشدو واش اللي عنده الماستر ولا اللي ما عندوش لا اللي ديجا وجد الماستر هو اللي غيمشي يخدم ديك الخدمه يعني بغيتك حتى تكون وجدتي وخدمتي وجدتي داك الماستر وتتسنى اين فوا غتبان لك لوبورتونيتي كتركب غادي تركب السلام عليكم تحياتي تبارك الله عليكم شباب سمحوا لنا ان كنضربوا في اللايفات اربعه السوايع بافي تسوكيت طلعوا لنا في راسكم تبارك الله عليكم حتى غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله حتى هو اللايف ناضي شكون اللي معنا الخميس الرمضاني الدراري انا نقول لكم الخميس الجاي كاين الرمضاني سيروا فكروا قولوا لي خايس
خير رمضاني راه الخميس كنت تسناوك عند السيمو كيما درتو لسوينكا سوينكا البوط ديالو غرقات مشى عندو بنادم اخاي سوينكا راه كنت تسناوك الحد سوينكا الحد لا لا يسنتوا دري البدايه خوت طلعونا في راسكم تبارك الله عليكم اللي بقى مكونيكتي بليز جو سير عند الرمضاني صيفط له ميساج قول لي هاي برو تنتسناوك الخميس عند السي مورا ديجا كونفيرمينا ماشي نتوما اللي سميتو ديجا كونفيرمينا معاه قال لك الخميس يكون هنا تبارك الله عليكم بالتوفيق لكم الشباب طلعونا في راسكم والله ما سخينا بكم.